تسجيل الاجتماع اللي فات ينزل على الملفات على الفايل. هينزل هينزل يا دكتور والله، هو بس بيتجهز مع الشهادة عشان يتبعتوا الاتنين مع بعض، فيبقى الدنيا كلها محكومة في حاجة واحدة إن شاء الله يعني. ماشي، شكرا. نعم. دكتورة هبة، انتي وقفتي الشير للسكرين؟ أنا عملت بس ريكوردينج، فأنتي اعملي تاني شير سكرين. أنا مش عاملة شير سكرين. تمام، اوكي كده واضحة عندكم؟ تمام. طيب نبتدي من الأول. أنا معاكم سناء سعيد، مدرس مساعد الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة بنات، وموضوع ورشة العمل النهاردة إن شاء الله عن جوجل كلاس روم. مبدئيا هناخد فكرة عن الجوجل كلاس روم، هو أحد التطبيقات اللي بتقدمها شركة جوجل، وعن طريقها بتتيح للمعلمين إنشاء فصول دراسية وإدارتها والتواصل مع الطلاب عبر الإنترنت. وطبعا في الوقت الحالي الاتجاه كله نحو الاي ليرنينج، فهو بالتالي التطبيق بتاع كلاس روم بيبقى احد المنصات الالكترونيه الشائعه استخدامها في الوقت الحالي، نظرا لان هي طبعا خدمه بتتقدم مجانا، كمان ليها مميزات عديده ان شاء الله هيتم التطرق ليها في محاضره النهارده. عشان اقدر استخدم التطبيق بتاع كلاس روم لازم يكون عندي جوجل اكاونت، او يكون عضو هيئه التدريس او المعلم عنده جوجل اكاونت. طيب الجوجل اكاونت ده طريقه الحصول عليه بتكون عن طريق احدى الطريقتين، يعني يا اما الاوفيشال اكاونت اللي هو الجي سوت، ده بيكون عن طريق المؤسسه التابعه لها عضو هيئه التدريس او المعلم. هلاقي في الحاله دي ان الايميل بينتهي باي دي يو. طب المميزات بتاع الاوفيشال اكاونت ده، اولا بيتميز ان هو بيديني اديشنال برايفسي وسكيورتي للاكاونت بتاعي، الطالب مش هيقدر يخش عن طريق الايميل الشخصي بتاعه. تاني ميزة لي إن عدد الأعضاء اللي بيكونوا في كل كلاس بيصل إلى 1000، بحيث إن عدد المدرسين ما يزيدش عن 20 مدرس. طيب الطريقة التانية إن أنا أقوم بإنشاء جوجل أكاونت شخصي. طب في الحالة دي عدد الأعضاء في كل كلاس روم هلاقيه معلش انا بيقل اسف ل 200. للانترابشن، بس الصوت بيقطع يا دكتور، الصوت بيقطع من الاول خالص، يعني الصوت بيقطع. معلش يا ريت نعالج هو المشكله دي. في حاجة في النت يا دكتور عبير على ما أعتقد، حاجة في النت عند حضرتك. طب الكل طيب سامع ولا صوتي بيقطع عند الكل؟ لا كويس، هو الصوت حضرتك واضح، كويس عندنا واضح بس مفيش وضوح. لا لا الصوت كويس كويس، طيب يا الصوت دكتور عبير على ما بيقطع، أعتقد إن الصوت هو بيقطع. هو تقريبا دي يا دكتور مشكلة تقنية عند حضرتك، يعني على ما أعتقد حاجة في النت. طيب هو انا لحد دلوقتي كل اللي انا بقوله معلومات عامه عن الكلاس روم عشان لما اجي ادخل اشتغل عليه. طيب احنا وصلنا لان انا لو عملت استخدمت التطبيق بتاع كلاس روم عن طريق الاكونت الشخصي قلنا ان العدد بتاعه بيقل ل 250. طيب انا لو دلوقتي هعمل التطبيق دوت او هنشئ اكونت خاص بالعمليه التعليميه، بيفضل ان هو يكون نيو اكونت. ليه يعني ما استخدمش البرايفت اكونت بتاعي؟ هو ده بيفضل، هو راجع لكل عضو هيئه التدريس او كل معلم ان هو يقرر اذا كان يعمل اكونت جديد او يستخدم البرايفت اكونت بتاعه. بس هو احنا بنقول بيفضل ليه؟ لسببين. اولا الاشعارات بتاعه الكلاس روم اللي بتبقى جايه من الطلبه كلها بتيجي على الايميل الخاص بالاكونت دوت، يعني المفروض ان كل اكونت بيبقى ليه ايميل. لو انا استخدمت وعملت اكونت شخصي الايميل في الحاله دي بيبقى على الجيميل، فهلاقي كل الاشعارات الخاصه بالكلاس روم بتجيلي على الايميل الخاص بالاكونت. فبالتالي من كتر لو مثلا عندي عدد كبير من الطلبه، فمن كتر الاشعارات اللي هتجيلي هلاقي ان الايميلات الخاصه بيا او الايميلات الهامه ضاعت في وسط الاشعارات دي. ايه دكتوره هبه سامع، في مشكله؟ لا لا تمام يا في دكتورة، مشكلة؟ لا اتفضلي تمام مفيش مشاكل. تمام. صباح طيب الخير يا يبقى دي أول نقطة. صباح النور. صباح الخير يا دكتورة، سامعيني دلوقتي؟ يا دكتورة سامعين حضرتك. طب كويس الحمد لله، كل ما أدخل أخرج كل ما أدخل أخرج، مش عارفة كان واضح إن أنا عندي مشكلة كبيرة في حياتي يعني من بدري. صباح الخير يا سناء، سناء اللي الخير يا بدري دكتور صح يا شباب؟ يا دكتور. معاك يا دكتور. تمام، انا كنت عايزه ارحب بيكم في الاول، بس اتفضلي مش عايزه اعطلك السنه. انا حبيبتي شكرا يا دكتور، شكرا يا دكتور. فبنقول دلوقتي ان انا عايزه اعمل اكاونت شخصي علشان استخدم التطبيق جوجل كلاس روم من خلاله، فبيفضل ان انا اعمله اكاونت جديد. قلنا اولا علشان الاشعارات الوارده بتبقى كتير جدا، وخصوصا لو عدد الطلبه اللي موجودين على الكلاس روم عدد كبير.
فبالتالي ممكن يضيع الايميلات الخاصه بيا او الايميلات الهامه في البرايفت ايميل بتاعي، فبيفضل عشان كده ان انا اعمل اكونت جديد بايميل جديد. تاني حاجه ان انا لما بقوم بانشاء الكلاس روم هلاقيه تلقائيا بيعمل لي فولدر او مجلد على الجوجل درايف. الفولدر ده بيسمى الكلاس روم، بيتم عليه تخزين جميع الماتيريالز الخاصه بالكلاس روم اللي انا انشاتها. يعني مثلا لو عملت اساينمنت ممكن او كويز، تنام، تعالي صوتك شوية حبيبتي بعد إذنك. والله يا دكتور انا حاطه يعني السماعه بتاعه يعني قربان بقي إني خالص. أكنك في حاضر المدرج يعني. حاضر. طيب انا هحاول اعلي الصوت وحضراتكم بس تقولي لي يعني ان ما يبقاش الصوت عالي عليكم. نرجع للنقطه بتاعتنا، ان احنا بنقول النقطه الثانيه ليه بقى اعمل نيو اكونت على جوجل، علشان لما بقوم بانشاء اي كلاس روم هلاقي تلقائيا في فولدر او مجلد تم انشاؤه على جوجل درايف، بيتم التخزين عليه تلقائيا. اي حاجه خاصه بالكلاس روم بتاعتي هلاقيها تلقائيا بيتم تخزينها على الجوجل درايف. يعني مثلا لو عملت اساينمنت او كويز او عندي اي داتا او طلبت منهم بحث وهم رفعوا لي الابحاث ديت على الكلاس روم، هلاقي ان كل الداتا بتاعتي دي وكل الماتيريالز دي بتتحفظ تلقائيا على جوجل درايف. طب احنا ايه هو جوجل درايف ده اصلا؟ الجوجل درايف ده عباره عن اونلاين سبيس ستورج، او سوري اونلاين ستورج سبيس، او مساحه تخزين سحابيه بتبقى ساعتها 15 جيجا، وتبقى بتبقى خاصه بكل اكونت. يعني هي عامله كده زي غرفه بخزن فيها كل الداتا والمعلومات الخاصه بتطبيق جوجل كلاس روم. فانا عشان اقدر استغل المساحه دي كلها في الماده العلميه بتاعتي، فبيفضل في الحاله ديت ان انا يكون عندي نيو اكاونت. طيب هنبدا دلوقتي ان شاء الله، احنا خدنا فكره دلوقتي عن التطبيق، وهيبقى راجع بقى لكل معلم او عضو هيئه التدريس اذا كان يعمله على البرايفت اكاونت بتاعه او يعمل نيو اكاونت. هاجي بقى نشوف التطبيق العملي ان شاء الله لانشاء الجوجل كلاس روم. انا طبعا هعمل من هنا مانجمنت. الشاشه بس واضحه عندكم؟ تمام تمام. طيب ماشي، انا هعمل مانجمنت للاكونت اللي انا هخش بيه. فانا عشان الورك شوب بتاعت النهارده وعشان زميلتي هدى ان شاء الله بعدي هتكمل على الاكونت ده، فقمنا بانشاء اكونت جديد اسمه الفارماسي جيرلز، فهو ده اللي انا هدخل بيه. هلاقي هنا ده الايقونه بتاعت الاكونت اتغيرت للايه، الفارماسي جيرلز. بعد كده انا عشان ادخل على تطبيق جوجل كلاس روم عندي طريقتين، يا اما بدخل عن طريق محرك البحث جوجل، يا اما بلاقيه في التطبيقات هنا جنب الاكونت بتاعي. انا طبعا عشان احنا بنستخدمه كتير فبلاقيه موجود عندي، فبدوس عليه هيفتح لي تطبيق بتاع جوجل كلاس روم. بشوف هنا دي الفصول اللي احنا قمنا بانشائها، فصول تجريبيه كده قمنا بانشائها. تمام. بداية قبل ما نقوم بإنشاء الكلاس روم بتاعي، أنا عارفة إن في سادة حضور موجودين من كليات مختلفة، ففي عندنا نقطة معينة إن إحنا ممكن لو أنا عايزة أتعامل مع التطبيق دوت باللغة العربية مفيش مشكلة، عايزة أتعامل معاه باللغة الإنجليزية مفيش أي مشكلة. فهنيجي من الإعدادات بتاعة التطبيق، يعني جنب التطبيق كده بيبقى فيه ثلاث شرط، باجي عند الإعدادات السيتنجز. ده في حالة إن أنا لو عايزة أغير، أنا عندي هنا الإعدادات الأكونت بتاعي والتطبيق بتاعي باللغة الإنجليزية، فأنا لو عايزة أغير اللغة بتاعتي قلنا بندوس على الثلاث شرط بتوع اللي جنب التطبيق، وبعد كده بختار سيتنجز، بعدها مانج، بعد كده بختار الأيتم داتا أند بيرسوناليزيشن. هقولهم بالعربي تاني لأن أنا هرجع تاني أرجعه من العربي للإنجليش. اخترت داتا اند بيرسوناليزيشن، هبدا بعد كده ادور على اللغه. هي عند اللانجوج عندي، هو بيقول لي ان الديفولت لانجوج عندي اللغه الانجليزيه او الانجليش، فانا عايزه اضيف لغه تانية عشان اقوم باستخدامها، فبعمل انذر لانجوج او اضافه لغه اخرى. انا عايزه استخدم اللغه العربيه. فبختار اللغة العربية، هو بيقول لي البلاد اللي بتستخدم اللغة العربية، فأنا عايزة مصر، بختارها وبقول له سيلكت. هو دلوقتي أضاف اللغة عندي اللغة العربية لللانجوجز الموجودة على التطبيق عندي، بس أنا عايزاها هو لسه ستيل إن الإنجليش هو الديفولت لانجوج بتاعتي أو اللغة الأساسية، فهبدأ أقول له إيديت، أنا عايزاها برضو تبقى العربية، فبختارها وبختار اللغة مصر وبقول له سيلكت. تمام. في الحاله ديت هو قام بتغيير الاعدادات بتاعه اللانجوج بتاعتي او اللغه عندي وخلاها باللغه العربيه. ففي الحاله دي لو رجعت الكلاس رومز بتاعتي
هعمل بس ريفرشمنت للصفحة علشان خاطر هشوف الإعدادات. هلاقي هنا لو لاحظنا الصفحة بتاعتي، لو جينا بصينا هنا هلاقي الصفوف تقويم وهكذا لحد الإعدادات. بقت الإعدادات عندي أو اللغة عندي بتاعت التطبيق باللغة العربية. ده في حالة لو أنا حابة التعامل أو إن أنا أتعامل مع التطبيق بتاعي باستخدام اللغة العربية، وفي ناس تانية بتفضل اللغة الإنجليزية. فهنرجع تاني للإعدادات وهقول له إدارة للحساب، وبعد كده هختار البيانات والتخصيص، وبعد كده هقول له اللغة. هنلاحظ هنا هو عامل الديفولت لانجويج أو اللغة التلقائية هي اللغة العربية لمصر، فهقول له إضافة لغة أخرى وهقول له عايزة إنجليش. هو مديني البلاد اللي بتستخدم اللغة الإنجليزية، فأنا عايزة أستخدم الإنجليش بتاع اليونايتد ستيتس، فهختارها اختار البلد وهقول له اختيار. خلاص هو أضاف اللغة الإنجليزية كمادة أخرى عندي، بس أنا عايزة أخليها هي الديفولت لانجوج بتاعتي، فهبدأ برضو إن أنا أعدلها وهقول له إنجليش، وبرضو هختار اليونايتد ستيتس وهقول له اختيار. هتصبح الإعدادات عندي مرة تانية باللغة الإنجليزية. هرجع للفصل بتاعي تاني، بس نعمل له ريفريشمنت عشان يعيد السيتنجز او الايه تظبيط الاعدادات بتاعته. وهرجع للصفحه الخارجيه بتاعه التطبيق. دي الصفحه الخارجيه بتاعه التطبيق بتاع جوجل كلاس روم. تمام، انا محتاجه ايه في الصفحه ديت؟ في جنب الجوجل كلاس روم او جنب التطبيق في ثلاث شروط ببص عليهم. في حاجه اسمها الكلاسز، دي الكلاسز الخاصه واللي موجوده على التطبيق بتاعي، على الصفحه الخارجيه بتاعه التطبيق. اي كلاسز قمت بانشائها على التطبيق ده. دكتوره ثانية استاذنك، اتفضلي يا دكتوره هبه اتفضلي. جات لي دلوقتي في مجموعه بتحاول تخش مجموعه كبيره ومش عارفين يدخلوا، انا اسفه للمقاطعه بس هم عملوا لي كل دلوقتي، فانا هل المشكله دي ممكن يحصل لها هاندلنج من عندكم دكتوره فاطمه؟ لا دكتوره هبه، هم بيدخلوا على اجتماع تاني، بيدخلوا على اللينك دي. تمام، هي اللي داخلين على الورك شوب بتاعت حضرتك اللي كانت موجوده امبارح. هو ممكن يا دكتورة هبة لو عندك تواصل معاهم تبعت لهم اللينك اللي لسه هبة حطاها من شوية على الجروب. تمام، نكمل. قلنا ان في الثلاث شروط اللي موجودين جنب التطبيق بتاعي او اسم التطبيق بتاعي، هلاقي موجود فيها الكلاسز. الكلاسز ديت اللي بتفتح لي الصفحه الخارجيه للتطبيق واللي بيبقى موجود عليها اي كلاسز او فصول دراسيه انا قمت بانشائها. بعدها موجود الكالندر. مش عارفه انا سامعه صدى صوت. ايوه تمام، في صدى صوت، في حد فتح المايك اللي فتحه يقفله بعدين. انا فعلا سامعه صوت دكتور هبه. حضرتك دخلتي دلوقتي فعشان كده فيش. انا قافله المايك. مش علاقه. طب اتفضلي يا سناء. دكتورة سناء، سناء قفلت المايك، انت عملتي ميوت اول تقريبا. دكتورة سناء احنا مش سامعين صوتك، ممكن تعملي ان ميوت؟ تمام سامعاني كده؟ تمام، معلش من شوية كان في ميوت، فمعلش ترجعي تاني بقى للجزء اللي كنت فيه. خلاص اوكي، طيب احنا بنقول هنا ان الكاليندر ده التقويم بيعرض لي كل الايفنتس او كل الاكشنز اللي انا محدداها بتايم او عامله لها سكيدولينج على تايم، هلاقيها كلها ظاهره عندي في الكاليندر بتاع التطبيق بتاعي. طبعا مفيش لسه، احنا ما قمناش بانشاء كلاسز تفاعلية، يعني لسه مفيش عليها طلبة أو كده، فاحنا مش محددين عليها حاجات كتير. بس احنا في حالة ان احنا طبعا يعني قمنا بإنشائها وفعلناها، بيبدأ يظهر عندي كل الايفنتس اللي انا عاملة لها سكيدولينج او عاملة لها جدولة بتظهر عندي في الكالندر بتاعي.
بعد كده هات التودو ده خاص، الايقونه ديت الصوت خاصه واضح. بالايفنتس اللي ان بروجريس. يا يعني جماعة انا لو الصوت واضح، ممكن يكون مشكلة عندكم في اللابتوب أو الموبايل. انا استمر كده حاسه نعم لو سمحت، معلش بعد كده ممكن نتواصل عن طريق الشات أرجوكم، لو يعني سمحت عشان بس يا ما هيثم، نقطعش. لو سمحت يا هيثم معلش، طالما قطعنا سناء، الناس تدوس على الايقونه اللي ظاهر عليها السبيكر، اوكي، وتدوس على سبيكر بدل ديفايس، هتلاقي الصوت عالي. اوكي طيب نكمل. اه اتفضلي. بعد كده قلنا تو دو بتديني الليسته بتاعت الايفنتس اللي ان بروجريس، يعني كل حاجه لسه جاريه يعني وشغاله عندي، بيديني البروجريس بتاعها او شغاله ازاي. يعني مثلا نعم، يعني مثلا انا دلوقتي لو كنت مثلا منزله كويز او كويتشن او اساينمنت، هلاقي بيديني الريسبونس عامله ازاي. تمام. بعد كده هلاقي مديني بقى بالتفصيل الكلاسز اللي موجودة على التطبيق بتاعي، يعني بيظهر بعد كده اهوت بالتفصيل الكلاسز كلها، كل كلاس بالاسم بتاعه. لو انا عايزة اخش على اي حاجة من الكلاسز ديت بدوس عليها من التطبيق ده، او ممكن اخش عليها من الواجهة بتاعة التطبيق. بعد كده الارشيف دي كلاسز هنتطرق لها كمان شوية، والسيتنجز زي ما قلنا منها الاعدادات بتاعة اللغة بتاعة التطبيق. هنرجع تاني للتطبيق بتاعي من بره. طيب انا دلوقتي فتحت على صفحة التطبيق وعايزة اقوم بانشاء كلاس جديد، فباجي مثلا للناس اللي الاعدادات بتاعت اللغة بتاعتها باللغة الانجليزية، هلاقي في علامة بلس موجودة على اليمين بتبقى ظاهرة على الشمال للمعلم او عضو هيئة التدريس اللي عامل الاعداد بتاعته باللغة العربية. فبدوس على بلس هنا، هلاقي مديني تو اوبشنز، مديني جوين كلاس وكرييت كلاس. جوين كلاس بتبقى اكتر يعني خاصه بالطلبه، يعني اللي عايز ينضم لكلاس معين او حاجه بيخش عن طريق الاختيار بتاع جوين كلاس، او الانضمام الى فصل عن طريق الكود اللي بيديهوله المعلم او الاونر بتاع الكلاس روم بتاعتي، فانا مش محتاجاه دلوقتي. هرجع تاني اشوف الاختيار التاني، هلاقيه بيقول لي كرييت كلاس او انشاء قاعه دراسه او فصل دراسي، فبدوس عليها. ايه الترمز اللي هو مديهالي ديت؟ هو بيقول لي ان انت مش هتستخدمي طبعا انا داخله التطبيق ده عن طريق الاكونت الشخصي بتاعي، فهو بيقول لي انت مش هتستخدميه بشكل اوفيشيال، ولو هتستخدميه بشكل اوفيشيال لازم تستخدميه عن طريق المؤسسه اللي انت تابعه ليها. فبقول له انا قريت الترمز ديت وانا مش هستخدمه بشكل اوفيشيال، وبقول له كونتينيو. هيديني النومكليتشر او التسميه بتاعه الكلاس بتاعي. فانا مثلا عايزه اسمي الكلاس بتاعي وليكن مثلا كليه الصيدله، عذرا كليه الصيدله، وبعد كده في ده طبعا لازم يبقى required، يعني التسميه الاساسيه للكلاس بتاعي دي required لازم اعملها، ما ينفعش اتخطى الخطوه دي. بعد كده السب تايتل دوت بيبقى حاجه اوبشنال اختياريه، راجع ليك ان انت عايز حاجه سبيسيفيك اكتر، او تسمي تسميه بشكل معين عندي. فبحط هنا هوت مثلا في السكشن انا عايزه كليه الصيدله، ده العنوان الجنرال، فانا هحط مثلا تحته اني مثلا قسم الكيمياء التحليليه. هو بيبقى كده السب تايتل ده تخصيص اكتر. تمام. وبقول له كرييت. هو بياخد ثواني معدوده عشان يقوم بانشاء الكلاس روم بتاعتي. بمجرد ما بيقوم بانشائها هيدخلني على الكلاس من جوه. طيب بس انا عايزه قبل ما ادخل على الكلاس من جوه في حاجه بس عايزين نقولها على الكلاس من بره، فهرجع تاني الكلاسز بتاعتي على الصفحه الخارجيه للتطبيق. هبص هنا ده قسم الكيمياء التحليليه، ده الكلاس اللي انا قمت بانشائه، في 3 دوتس هنا. طب بيعملوا ايه الثلاثه دوتس دول؟ فيهم 4 اختيارات. اول حاجه موف، انا دلوقتي لو عايزه انظم الكلاسز بتاعتي بشكل معين على الوول بتاعه التطبيق، فبختارها يعني بنظمها من هنا، انا عايزه احرك الكلاس دوت، عايزه اخليه يظهر في الاخر، عايزه اخليه يظهر بعد حاجه معينه، فبختار انا مثلا عايزاه يظهر بعد كليه الصيدله طلبة بنات، او يظهر بعد جامعة الازهر، فبختار ايه اللي انا عايزاه يظهر بعديه مثلا.
فهلاقيه هنا قسم الكيمياء التحليليه ظهر بعد مثلا ايه كليه الصيدله قسم العقاقير، تمام؟ يبقى ديت الموف اللي هو حاجه راجعه لان انا عايزه اعمل له ارينجمنت او ارتبه بشكل معين. طيب ايديت ديت في حاله ان انا لو حابه ان انا في التسميه بتاعته اعدل اي حاجه، والايديت ديت برضو هنرجع يعني هنرجع للنقطه ديت تاني داخل الكلاس من جوه. طيب الاختيار الثالث عندي اللي هو كوبي، ده في حاله ان انا لو عايزه استنسخ او اعمل نسخه طبق الاصل من الكلاس روم اللي انا قمت بانشائه. يعني مثلا لو انا عندي دلوقتي، احنا كنا من شويه اتكلمنا ان عدد الطلبه اللي بيبقوا في الكلاس روم اللي انا عاملاه باكونت شخصي بيبقوا مقيدين ب 250 عضو يشمل الطلبه والمدرسين. فانا دلوقتي لو عندي مثلا الدفعه 500 طالب، ففي الحاله دي انا محتاجه ان انا من كل كلاس روم هعمل نسخه منها واقسم الطلبه على التو كلاسز، ففي الحاله دي بعمل منها كوبي. طيب الاختيار بتاع ارشيف ده في حاله ان انا لو انا التطبيق الكلاس روم بتاعتي انا مش عايزه استخدمها في الوقت الحالي، او انا مش محتاجاها، او بقت بالنسبه لي ان اكتيفيت، في الحاله دي بقول لها ارشيف، يعني احفظها لي في ملف المحفوظات. ارشيفنج دوت يعني انا ممكن استرجعها تاني. يعني احنا لو جينا بصينا هنا من شويه احنا قلنا هنرجع للايقونه بتاعت ارشيف دي كلاسز كده، فهرجع ليها تاني هلاقي فيها قسم الكيمياء التحليليه، هختاره واقول له ريستور، انا عايزاه تاني رجعه، فبيرجع تاني وبيظهر على التطبيق من الخارج. هرجع للكلاسز بتاعتي، يبقى انا دلوقتي قلت في الاختيارات بتاعتي يا اما ان انا اتحكم في مكانه، يا اما ان انا اعمل له ايديت، يا اما اعمل منه نسخه طبق الاصل، يا اما ان انا اعمل له ارشيفي. طيب نخش على الكلاس من الداخل. ايه اللي انا محتاجاه على الكلاس من الداخل؟ انا لو بصيت هنا اهوت هلاقي ان انا في عندي الواجهه بتاعت الكلاس روم بتاعتي. لو انا بصيت على السين بتاعتها، الحاجه اللي تعنيني فيها رقم واحد الكود. احنا من شويه قلنا لما بيجي الطالب ينضم للكلاس بتاعي ممكن يعمل جوين عن طريق التطبيق باستخدام الكود اللي بيبعته له المدرس. الكود ده بجيبه منين؟ ادي اول مكان بيظهر فيه الكود عندي. انا الكود عندي هيظهر في ثلاث اماكن، اول واحد اول مكان فيهم هو على السيم هنا، فممكن باخد منه كوبي وببعتها في مسج عن طريق اي سيستم انا بتواصل بيه مع الطلبه بتوعي، واتس او تليجرام او عن طريق الفيسبوك. بعد كده في عندي اللي هو سيلكت سيم او ابلود فوتو. يعني انا لو مثلا هو تلقائيا جوجل بيختار، يعني بيحلل هو الاسم اللي انا مديهوله وبيحاول يختار لي اقرب صوره مناسبه للاسم اللي انا اخترته للكلاس روم بتاعتي، فبيديني الصوره تلقائيه. فانا دلوقتي لو مش حابه الصوره دي او مش عايزاها، فممكن ان انا اقول له سيلكت سيم. سيلكت سيم ده بيفتح لي من التطبيق نفسه بعض الصور ومقسمها كاتيجوريز، يعني مثلا ديت يعني حاجات هاب هازارد اختار اي صوره منهم، او على طريق عن طريق التخصص، يعني في ناس مثلا انجلش وهيستوري او ماس وساينس او ارتس وهكذا، تمام؟ فانا مش عايز ان انا اغير السين من هنا. الاوبشن الثاني ان انا اعمل ابلود لفوتو. ابلود لفوتو يعني انا هختار فوتو مثلا من الديفايس عندي، فبقول له سيلكت فوتو فروم كمبيوتر، ومثلا هاجي هنا على الايمج مثلا ديت هختار اي صوره من الصور دي، انا مسميها قسم الكيمياء التحليليه، فهختار مثلا الصورة الجميلة بتاعت ألوان التحليلية وهقول له open، هيبدأ يعمل لها uploading. طيب هو بيقول لي ان الصورة صغيرة جدا ان هي تتحط كسيم، فهختار صورة تانية، اي صورة بقى. هو أي صورة هتبقى محتاجة معالجة الأول بالفوتوشوب علشان تجيبي المقاسات اللي موجودة. لا يا دكتور، هو أنت حضرتك بتظبطيها لما بتفتح معاكي. تمام. يعني مثلا أنا لو اخترت الصورة هنا، وبس ممكن الصورة اللي أنا مختارها تكون صغيرة على إن هي يعني هلاقي مثلا الصورة هنا، أنا ممكن أتحكم في المنظر اللي أنا عايزاه. انا عايزه الجزء ده، فبيبدا يحملها على الكلاس عندي، تمام؟ يبقى انا من الجزء دوت انا بحتاج الكود علشان اخد منه كوبي وابعتها للطلبه عندي علشان يقدروا ينضموا للكلاس، او ان انا بغير الصوره عن طريق السيلكت سيم او ابلود لفوتو. طيب قبل ما ابدا استخدم الكلاس بتاعي، انا محتاجه ان انا اظبط الاعدادات بتاعته، فبخش على علامه الاعدادات. طيب هلاقي في الاعدادات 3 بارتس، اول بارت فيهم اللي احنا خدناه في الاول الجزء بتاع التسميه بتاعه الكلاس روم بتاعتي، فظاهر هنا لو انا عايزه اعدل في اي حاجه ممكن اعدلها من هنا، يبقى ده تاني مكان ممكن من خلاله ان انا اعدل
البيانات او التسميه بتاع الكلاس بتاعي. طيب في عندي بعد كده الجنرال، جزء الجنرال، جنرال سيتنجز. طيب ايه بقى اللي انا عايزاه في الجنرال سيتنجز؟ طيب هات بص هنا، طيب خلينا ايه في الجزء الاول. طيب في الجنرال سيتنجز انا عندي الكلاس كود، ده تاني مكان بيظهر فيه الكود بتاع الكلاس بتاعي. احنا قلنا اول حاجه بيظهر على السيم، وممكن اخد كوبي من هناك او بيظهر عندي في الـ في السيتنجز عندي. طيب ايه الاختيارات اللي موجوده جنب الكلاس كود؟ في عندي ديسبلاي، ديسبلاي ديت ان انا بفعله وهو اصلا اوريدي متفعل، فممكن اخد منه مثلا لو انا عايزه حجم اكبر من بالفونت بتاع الكود باخده من هنا. تاني اختيار عندي جنب الكلاس كود اللي هو كوبي لو انا عايزه اخد منه نسخه علشان خاطر ابعتها. تالت اختيار ريسيت، ريسيت دوت بستخدمه في حاله ان انا عايزه اغير الكود دوت، يعني مش عايزه استخدم الكود اللي هو مديهولي anymore، فبالتالي بعمل ريسيت. هلاقي هنا مثلا لو احنا خدنا بالنا ان الكود هنا اوله دي زد، فلو انا عملت له ريسيت هيغيره وهيظهر عندي بالشكل ده. طيب الاختيار الرابع disable، disable ده بختاره في حالة ان انا لو اكتفيت بالعدد الممبرز اللي موجودة على الكلاس بتاعي، او عدد الطلبة اللي موجودة على الكلاس بتاعي، ومش عايزة حد يخش الكلاس بتاعي تاني، فبالتالي بفعل الايقونة بتاعة disable، فما حدش هيقدر يخش باستخدام الكود اللي انا بعته للطلبة بتوعي. دي اول اعداد في الاعدادات الجنرال. بعد كده الستريم، الستريم احنا لو رجعنا هنا للكلاس بتاعي هلاقي في حاجه اسمها الستريم. الستريم ده بيبقى عباره عن التايم لاين او الوول او ساحه المشاركات، دي اللي بيظهر عليها اللي بنقول عليها واجهه الصفحه، بيظهر عليها كل الايفنتس وكل التاسكات اللي انا قايمه بيها على الكلاس روم بتاعتي. تمام، ففي الاعدادات هنا في الجنرال سيتنجز هلاقيه بيقول لي الستريم، انت عايزه تتحكمي في الستريم دوت، الطالب ممكن يعمل ايه على الوول بتاعتك او على واجهه الكلاس بتاعك. اولا هلاقي فيه ان الستودنتس كان بوست اند كومنت، يعني هل انا هسمح للطلبه بان هم ينزلوا بوستات ويعلقوا عليها او يعلقوا على الماتيريالز بتاعتي، ولا هسمح للطلبه فقط ان هم يعملوا كومنت على الماتيريالز اللي انا منزلاها، ولا هخلي التيتشرز بس اللي موجودين على الكلاس هم اللي عندهم القدره ان هم يعملوا بوست او كومنت على اي ماتيريال انا بنزلها. ف لو انا عايزه حاجه تفاعليه اكتر فبختار الستودنتس مثلا كان اونلي كوميت، بس هي بتبقى راجعه في الاول وفي الاخر لعضو هيئه التدريس او المعلم اللي انشا الكلاس. يعني هو الاعدادات دي بتبقى راجعه ليه، يختار الطلبه تعمل ايه على الستريم بتاع الكلاس بتاعي. طيب الاعداد الثالث اللي هو الكلاس ورك اون ذا ستريم، هنا بيتحكم في اظهار الاشعارات او اظهار الماتيريال الجزء الخاص بالايه بالكلاس ورك. هنرجع تاني، وطبعا عشان انا غيرت فبيقول لي لازم تسيبيه في الاول. لو انا جيت بصيت هنا احنا خلاص اتكلمنا عن الستريم، هنيجي نشوف الكلاس ورك. الكلاس ورك دوت هو عباره عن الجزء من الكلاس اللي بقوم فيه بانشاء اي حاجه بقى، عايزه اقوم بانشاء اساينمنت اللي هو مهمه للطلبه، عايزه اقوم بانشاء كويز اللي هو امتحان، عايزه ادي بس مجرد سؤال، عايزه انزل ماتيريال اللي هي الماده العلميه بتاعتي، بقوم بالانشاء كله عن طريق الكلاس ورك. فاي حاجه انا هقوم بانشائها عن طريق الكلاس ورك انا هتحكم عن طريق الاعدادات بشكل ظهورها عندي على الستريم. فهنرجع هنا للجنرال سيتنجز هلاقي ان الكلاس ورك اون ستريم يقدر يظهر بشكل عامل ازاي. ففي الاختيارات عندي هلاقي موجود اختيار ان انا الاقي ان هو يظهر لي الاتاتشمنتس والديتيلز، يدي كل التفاصيل الخاصه بالايفنتس اللي انت عاملاها او الاكشنز اللي انت عاملاها على الكلاس ورك بتاعي. يعني لو انا مثلا عامله امتحان يديني النتائج ويديني الطلبه مين اللي دخل ومين اللي ما دخلش، يديني كل التفاصيل الخاصه بالكلاس وركس. او لو انا منزله اساينمنت معين او منزله بحث وطالبه منهم ان هم يرفقوا
يرفعولي يرفعولي فولدر مثلا بتاع الفايل بتاع البحث عندي، فهلاقي كل التفاصيل باينه عندي على الوول بتاعه الكلاس بتاعي. يا اما ان الاختيار التاني يقول لي شو كوندنسد نوتيفيكيشن، اللي هو هيديني المجمل بتاع الاحداث او المشاركات اللي انا عاملاها على الكلاس وورك بتاعي. يا اما ان انا اقول له هايد النوتيفيكيشنز، مش هيجيب لي اي حاجه خاصه بالاحداث اللي انا بقوم بيها على الكلاس وورك بتاعي. فبيفضل ان هو نقول له شو كوندنسد نوتيفيكيشنز، لان هي حاجه وسط ما بين ان هو يبين لي التفاصيل كلها وان هو يخفيها، فبقول شو كوندنسد نوتيفيكيشنز. بعد كده الايقونه بتاعت شو ديليتد ايتمز، انا في بعض الاحيان بنزل ماتيريال او بنزل كويز او ايا ما يكون اللي بنزله على الكلاس بتاعي عايزاه او مثلا مش محتاجاه بعد كده، فبعمل له ديليت. فهنا بيقول لي ان عايزه تفعليها ولا لا. شو ديليتد ايتمز دي يعني الايقونه دي خاصه بان انا لو قمت بالغاء حاجه مش همسحها للابد، انا هخليها في التراش في الدرايف بتاعي. احنا قلنا ان الكلاس روم بتبقى ريليتد بشكل اساسي للدرايف بتاعي او بتاع الاكونت بتاعي. فمثلا انا لو قمت بان انا عملت يعني عملت ديليت لاي حاجه او حذفت اي حاجه من الكلاس بتاعي، هلاقيها موجوده في الريسايكل بين او التراشز بتاعه الدرايف بتاعي. فهل انا مثلا عايزه ان انا افعل ديت بحيث ان انا اشوف الديليتد ايتمز دي ولا لا، بتبقى راجعه برضو للمعلم او عضو هيئه التدريس اللي بيقوم بانشاء الكلاس بتاعي، وهو كاتب لي ملحوظه تحت ان التيتشرز بس هم اللي مسموح لهم ان هم يشوفوا الديليتد ايتمز. يعني انا لو فعلتها هيبقى مسموح للتيتشرز بس ان هم يشوفوها. بعد كده ثالث بارت في الاعدادات عندي اللي هو الجريدنج. الجريدنج يعني انا ممكن ما نتطرقلوش قوي، لان في الجريدنج عندي لو في اكتر من عضو هيئه تدريس او اكتر من معلم على الكلاس الواحد، كل واحد بيبقى ليه طريقه للتقييم مختلفه عن التاني، فبالتالي طريقه التقييم بتاعتهم مش هقدر اعمل اعدادات للكلاس الواحد بشكل ثابت. كل واحد فيهم هيبقى عنده رغبه بان هو يقيم بالشكل اللي هو شايفه ويدي البوينتس بتاعته بالشكل اللي هو شايفها. فبالتالي انا كل ورك هنزله او كلاس ورك هنزله للطلبه هعمل له السيتنجز بتاعته او هظبط التقييم بتاعه على حسب رغبه المحاضر او رغبه المعلم. بس احنا ممكن بس هنتطرق ليهم هم عباره عن ايه. هو بيقول لي هنا الجريدنج بتاعي الجريد كالكيوليشن، اول حاجه الاوفر اول جريد كالكيوليشن، عن لو عايز الكلاس بتاعي يحسب لي لو مثلا انا في اكتر من كلاس وورك انا مديالي الطالب بتاعي او اكتر من كويز او اكتر من اساينمنت عايزاه يشوف الاوفر اول جريد، فانا بختار مثلا هو اكتبها او الديفولت سيتنجز على ان هو ما يشوفش ما يبقاش في اوفر اول جريد، يا اما بختار التوتال بوينتس. فهو يعني الافضل بالنسبه لي ان هو لا ما يشوفش الاجمالي بتاع التقييم بتاعه. والايقونه بتاعه الشو الاوفر يعني النو اوفر اول جريد ديت بتبقى خاصه بالكلاس نفسه، ان هو الكلاس نفسه يحسب الاوفر اول جريد ولا لا. وبعد كده هات الايقونه بتاعه ان الطالب يشوف بقى الاوفر اول جريد اللي اتحسب ده ولا لا، ممكن افعلها او ما افعلهاش. فانا اصلا قايله له ان نو اوفر اول جريد، فبالتالي انا مش هفعل الايقونه دي. اخر جزء اللي هو الجريد كاتيجوريز. الجريد كاتيجوريز ديت اللي هي عباره عن لو انا مثلا عايزه اعمل تقييمات مختلفه لكل كلاس ورك انا بقدمه، يعني مثلا عايزه اشوف ان الاساينمنت هيبقى عليه درجه كذا او الكويز هيبقى عليه درجه كذا. يعني بقول هنا مثلا لو ضفت الكاتيجوري مثلا هقول مثلا هنا الكويز لو انا نزلت امتحان في الكلاس روم دي هيبقى عليه مثلا 10 درجات، طيب لو انا نزلت بحث هيبقى عليه كذا، لو انا نزلت سؤال هيبقى عليه كذا. فبالتالي يعني الجريدنج ديت زي ما احنا قلنا لو مثلا معلم واحد او محاضر واحد اللي مسؤول عن الكلاس ممكن ان هو يعمل سيتنجز دي، لكن لو اكتر من واحد فكل واحد وليه تقييمه. طيب هنرجع تاني بقى للايه، يعني انا خلاص انا كده هرجع تاني لل بيقول لي مش عايز اسيف السيتنج دي. هرجع تاني بدأت فجأة وفاتنا حاجات كتير عذرا. رجعت تاني للكلاسز بتاعتي اللي انا عاملاها واخش على قسم الكيمياء التحليليه تاني. احنا زي ما قلنا دي الواجهه بتاعه الكلاس بتاعي، اتكلمنا عن الستريم. الكلاس ورك هتتناوله بالتفصيل دكتوره هدى بعدي. بيبول بيبقى الايقونه الخاصه باضافه الاعضاء، وبرده ديت هنرجع لها في اخر المحاضره بعد دكتوره هدى ان شاء الله.
وبعد كده الجريدز اخر حاجه عندي على الوول بتاعه التطبيق بتاعي. الجريدز دي بتستعرض لي الدرجات، او مثلا لو انا منزله اساينمنتس او كويزز بتستعرض لي الدرجات وبتقول لي الطلبه عندي ايه، مين اللي دخل مين اللي ما دخلش، مين اللي دخل متاخر. فطبعا عشان احنا ما كناش بانشاء اي كويزز او اساينمنتس هنا، فما فيش مش مستعرضه لي هنا. فمثلا انا لو عملت مانجمنت هنا ودخلت بالاكونت الخاص بطالبات الفرقه الثانيه بكليه الصيدله مثلا، وجيت على اي كلاس انا عامله فيه امتحان مثلا، لو اشوف كيمياء تحليليه واحد، هاجي ابص على الجريدز هلاقيها بتظهرها لي كل كويز مثلا. لازم يكون الطالب معاه ايميل جامعي عشان يدخل على الكلاس اللي انا عامله ده. لا يا دكتور، هو انا اتكلمت في النقطه ديت في الاول، ان الجيمي الاكونتس او التطبيق بتاع جوجل كلاس روم بيستخدم الجيميل، يعني مجرد ان الطالب يبقى معاه جيميل يقدر ان هو يخش عندي. لو كنت مش محتاج اوفيشال. نعم من فضلكم معلش ممكن تتواصل عن طريق الشات بس عشان ما نعملش بلبله في الصوت، وتسيبها ترد على الاسئله، هي هتبص على الشات وترد على الاسئله. تمام يا دكتورة هبة. خلاص هو أنا آخر جزء خلاص بتكلم عنه اللي هو استعراض الجريدز بتاعتي، زي ما قلت بيديني الكويز بتاعي أو الأسايمنت بتاعتي اسمها وقمت بإنشائها في تاريخ إيه، ومين من الطلبة اللي دخل مين اللي ميسنج. أنا طبعا هنا مش ظاهر لي الدرجات لأن أنا مش قايلة إن هو يحسب لي الدرجات ويسلمها لهم تلقائيا، فبشوف بس مين هنا اللي دخل ومين اللي ما دخلش، مين اللي مثلا لو دخل متأخر. يعني مثلا هنا هلاقي الطالبة هنا دخلت متأخر، يعني الكويز او الاساينمنت بتاعتها اتعمل بس هي سلمته بعد الوقت المفروض انها تسلمها فيه. بعد كده طبعا هنرجع للكلاس ورك بتاعتي وكيفية اضافة او ان انا اعمل بوست او اضافة ماتيريالز او اساينمنت عندي. ما هنبقى هننتقل بقى للدكتورة هدى ان شاء الله هكمل معانا الجزء ده. شكرا يعني على الاستماع. تمام، شكرا يا دكتورة سناء، ولو حد حابب يسأل أي حاجة يا ريت نكتبها في الشات وإن شاء الله يعني دكتورة سناء ترد عليها. طيب ننتقل لدكتورة هدى ونخلي بقى الأسئلة كلها مرة واحدة إن شاء الله بعد السيشن بتاع دكتورة هدى. أنا هقفل بس السكرين. تمام، معاكم هدى سمير، مدرس مساعد قسم الكيمياء العضوية كلية صيدلة بنات. الصوت واضح؟ ايوه واضح يا دكتورة، اتفضلي. تمام، ايه استأذنك يا دكتورة سناء تقفلي الشير. انا بقفله بس هو تقريبا هنكمل ان شاء الله. بالنسبة للكلاسس اللي عملتها دكتورة سناء على نفس الاكونت، هنغير بس الاكونت عشان ندخل بيه الاكونت بتاع الفارماسي جيرلز. انا هدخل على الكلاس بتاع قسم العقاقير عشان كنا عاملين بادئين عليه شويه اكتيفيتيز وعايزين نكملها. طيب دلوقتي صفحه الاستريم، صفحه الاستريم هي زي ما قلنا التايم لاين، او هي صفحه التواصل الاساسيه، او زي الهوم بيج كده، صفحه التواصل الاساسيه بين الاستاذ وبين الدكتور اللي هي بينزل عليها كل المعلومات حسب الاعدادات اللي احنا عاملينها في السيتنجز اللي قلتها لنا دكتوره سناء، وهنقول دلوقتي بالتفصيل. طيب انا عندي هنا اول حاجه خالص بيقول شير سمثينج ويز يور كلاس، مين اللي بيتكلم، او الايكون دي خاصه بمين؟ خاصه بالتيتشرز اللي على الكلاس. فانا لو دوست عليها كده هيظهر لي ادي 1 2 3 4 5 6 حاجات متاحه هنتكلم عن كل حاجه فيهم. شير ويز كلاس يعني انا هكتب دلوقتي اي ملاحظه او اي تايتل انا عايزه اقوله، او اي معلومه انا عايزه اعمل لها بوست للطلب. ونفرض مثلا هقول محاضره الكيمياء العضويه. خلاص، طيب الحاجات اللي فوق دي ايه؟ السهم اللي فوق ده الكلاس اللي انا عليه اللي هو كليه صيدله بنات. طب هل انا عايزه اعمل البوست ده كمحاضر على الكلاس ده بس، ولا انا عندي اكتر من كلاس عايزه اضيف عليه نفس البوست، فاقدر اختار من هنا عدد البوست اللي انا عايزه اضيف عليها، عدد الكلاسز اللي انا عايزه اضيف عليها البوست دوت. طيب all students يعني هل البوست ده عايزاه يروح لكل الستودنتس، ولا انا عايزه اختار student من الستودنتس اللي عندي، او عدد معين من الستودنتس اعمل عليهم صح يعني اعلم عليهم بحيث ان هم يروح لهم بس هم البوست ده، وما يظهرش لبقيه الناس اللي على الكلاس
ادي الاثنين اوبشن الاولانيين. طيب اد ارفاق ملف او اتاتش فايل، هنفتحها كده هنشوف ايه الحاجات المتاحه. الحاجات المتاحه اقدر اضيف اتاتش على المحاضره دي، يعني انا ده حطيت التايتل، طب دلوقتي انا عايزه احط مرفق التفاصيل بتاعه المحاضره بتاعتي. حضرتك تقدر تاخدها يا اما من على الجوجل درايف، وزي ما قالت الدكتوره سناء الدرايف ده يعني الخاص بالكلاس، يعني كل اكونت او خاص بالاكونت، كل اكونت بيفتح معايا درايف فيه مجموعه ماتيريال خاصه بالكلاس ده. ونفرض مثلا انا هاخد مجرد ان انا علمت عليه كده فعلي ايقونه الاد، اوكي، ولو هو مش ظاهر قدامي ممكن اعمل له ابلود خلاص. فانا اهو هعمل له اد اترافق معايا بالمحاضره اللي انا عاملاها، اوكي كده. طيب ايه تاني ممكن اعمله اتاتشمنت؟ ممكن اخد لينك، اوكي، مثلا ولنفرض انا عندي لينك اهو، هاخده كوبي واروح على الكلاس واحط اللينك دوت، خلاص يبقى انا ايه كده ضفت مثلا لينك. ممكن اضيف ايهما او ايه او اضيف حاجه واحده حسب ما انا حابب. طيب نفرض حضرتك عايز تحط اتاتش فايل من على اللابتوب بتاعك او من على الجهاز بتاعك، يبقى سيلكت فايل فروم ديفايس، اقدر اختار اي فايل من هنا واعمل له اوبن، اوكي، هيعمل ابلود، هيظهر معايا، بس هو لو هو تقيل مش مشكله مش محتاجين. طيب ايه تاني في الاوبشنز بتاعه الاد؟ ممكن حضرتك يفتح لك اليوتيوب، يفتح لحضرتك اليوتيوب، خلاص. ممكن حضرتك عايزه توضحي المحاضره بتاعتك بفيديو، هتكتبي اسم المحاضره لنفرض مثلا اورجانيك كيمستري، هيبدا ان هو يعمل سيرش عن التاسك اللي احنا كاتبينه خلاص. ونقدر برضو نعمل لها اد، بس انا مش عايزه اخش في الحاجات اللي بتبقى تقيله في التحميل عشان ما تاخدش وقت. بس احنا كده اظهرنا كل الاوبشنز بتاعه المرفقات او الاتاتشمنت، يا من جوجل يا لينك يا فايل يا اما يوتيوب كده يعني. دكتورة هدى حضرتك عملت ميوت. دكتورة هدى حضرتك عاملة ميوت للمايك. صوت مقطوع. تمام كده؟ صوت واضح كده؟ ألو؟ أيوة اتفضلي. أيوة يا دكتورة الصوت واضح كده. تمام واضح. طيب حضرتك البوست دوت لقيته ان هو كتبته بالغلط او في المكان الغلط، حضرتك مش عايزه تحطيه، هتعملي له كانسل، اوكي. في عندي بوست معناها ان البوست ده حالا هيظهر على الصفحه بتاعتي في الوقت اللي انا عايزاه. طيب في اوبشن هنا حلو قوي يفيد اي عضو هيئه تدريس، اللي هو سكيدول. اول ما هندوس سكيدول هيفتح لي تاريخ النهارده او تاريخ والساعه، خلاص. انا هدوس على السهم اللي جنب التاريخ هيظهر لي كالندر، اقدر احدد اي يوم بساعة معينة، مثلا محاضرة عايزاها تظهر يوم 18 ابريل الساعة 8 الصبح، واعمل لها سكيدول. بس انا مش هعمل سكيدول علشان ما يقفلش البوست معايا. طيب حضرتك مثلا عايز تعمل تايم مانجمنت كعضو هيئة تدريس ومش عايز وقتك يضيع وعندك وقت فاضي دلوقتي تجهز كل المحاضرات وتحطها، فممكن تعمل كده. عملنا سكيدول للمحاضرة الاولانية، خلاص. انا هعمل بس ده بوست عشان اشوفه هو هيبان معانا اول ما نعمل له بوستنج، اهو ظهر معانا، اوكي. ممكن مثلا اعمل محاضرة تانية اكتبها هنا، خلاص هكتب بس اي حاجة. خلاص ممكن اعمل لها بقى سكيدول على يوم تاني، يبقى في الحالة دي المحاضرة التانية هتظهر في اليوم او في الاسبوع اللي وراه، خلاص، الساعة 8 الصبح، هي سيفد وهتنزل في الوقت اللي حضرتك حددته بالظبط. فيبقى اذا حضرتك مش محتاجه انك تتواصل في اللحظه اللي عايزه تتواصل فيها، ممكن تعمل سكيدولنج لكل حاجه وتتاكد منها من الكالندر اللي قالتها دكتوره سناء في السيتنجز اللي في الجنب هنا. اتاكد من الكالندر ان الايفنت بتاعي ده اهو، لو فتحناه هنلاقي اللي انا سجلته يوم 19
يوم 19 بس هو مش باين عندنا، نضطر نرحل اسبوع. ممكن بس لسه ما اتفعلتش، بس هتلاقي حضرتك في الكالندر الايه البوست بتاعك بالظبط ظهر. اوكي طيب، يبقى دي مفيده قوي في حكايه الاسكيلينج. طيب في هنا ايكون تحتها بعد ما عملت البوست خلاص، في اد كلاس كومنت. مين اللي هياد كلاس كومنت؟ الايكون دي خاصه بالتيتشر بحضرتك او بالتيتشر اللي حاطط المحاضره، خلاص هو ليه الحق ان هو ايه يضيف اي كومنت تاني. طيب مين تاني هتظهر له اد كلاس كومنت؟ الطلاب. لو حضرتك كنت في السيتنجز عامل الاعدادات اللي هي ستودنتس كان اد كومنت، يبقى اذا كل طالب من حقه ان هو يعمل كومنت على محاضره حضرتك بس، يعني نفرض الكلاس عليه اكتر من تيتشر، يبقى هو من حقه يضيف هنا تعليق على محاضره حضرتك بس، وحضرتك هيبقى فيه برضو اوبشن ان هو يعمل ريبلاي او حضرتك ترد عليه وتجاوب على التساؤل بتاعه على المحاضره. يبقى احنا كده فتحنا لينك للتواصل بيننا وبين الطلبه على المحاضرات وكل البوست واي حاجه بتظهر على الايه تانية بتظهر على الستريم لاين. طيب ده اللي يخصنا. ايه اللي يخصنا تاني النهارده؟ الكلاس ورك. طيب في الكلاس ورك هيظهر لي ايكون اسمها بلس كرييت، يعني البلس دي يعني انا هضيف حاجه جديده. خلاص اللي انا هضيفه ممكن يبقى اساينمنت، كويز اساينمنت اللي هو كويز، ممكن يبقى سؤال. كويز اساينمنت بيفتح في جوجل فورم، كويستشن يعني سؤال عادي كده بنحطه، او ماتيريال او ريوز بوست اجيب بوست من كلاس تاني واحطه. خلاص توبيك، انا بفضل ان احنا نعمل توبيك. ليه بقى؟ لان التوبيك بيبقى عامل زي الفولدر بينظم كل البيانات والاساينمنت والكويزز واي ماتيريال خاصه بالكلاس ورك او الاكتيفيتي والتفاعل مع الطلبه بتبقى متنظمه على هيئه فولدرز. يعني حضرتك مثلا ممكن تضيف موضوع ويبقى الدنيا منظمه عندك خلاص، وكل الحاجات ايه مترتبه عليه. طيب انا مثلا كتبت مجموع موضوع مثلا الكيتونات خاص بالايه بالكيمياء العضويه. طيب اول ما بكتب العنوان بيظهر لي جنبي 3 دوتس، 3 دوتس اللي هي الحاجات الثلاث نقط دول، الحاجات الافيلبل اللي انا ممكن اعملها على التوبيك اللي انا عملت له كده. رينيم عايز اغير اسمه، ديليت عايز اشيله خالص، كوبي لينك اقدر اخد التوبيك زي ما هو بحاله كده اعمله كوبي وانقله على كلاس تاني، موف داون هيروح متحرك معايا نازل تحت. اوكي يعني عايز اعيد ترتيب الايه الايكونز دي. طيب انا كنت عامله توبيك هنا تاني اسمه الكيمياء العضويه. بنستفيد او ايه اهميه بقى ان انا اكون عامل توبيك قبل ما احط اي حاجه؟ ان انا لو دوست بلس او كرييت اللي انا هتكلم عنه النهارده اللي هو الاساينمنت، الاساينمنت اللي هي الابحاث، مثلا حضرتك بعد ما نزلت المحاضره او حضرتك بعد ما نزلت المحاضره عايزه تشوفي تفاعل الطلبه، تديهم كده حته صغيره يعملوا لها سيرش ويجيبوا ويجمعوا عنها ماتيريال وحاجات. فالتايتل مثلا نقول مثلا ايه بحث عن الكيتونات. خلاص instructions بتبقى التايتل طبعا اوبجكت، instructions بتبقى اوبشنال، يعني لو حضرتك عايز تضيف instruction خاصه مثلا هنقول مثلا ايه البحث كل 10 طالبات خلاص يعني كل 10 طالبات. استاذن حضرتك الصوره مش ظاهره عندي تماما. صورة ظاهرة يا دكتور، حضرتك ممكن يكون مشكلة عندك؟ ظاهرة عندنا. حضرتك اخرجي وادخلي تاني. اخرجي وادخلي تاني هتظهر إن شاء الله. الصفحة دي كل اللي احنا بنتكلم فيه ده خاص بالتيتشر مش خاص بالطالب خالص. أنا بقى كتيتشر عايز أعمل آد، أتاتش الفايل، أحط مرفق. المرفق ده برضه هيفتح لي نفس الأوبشنز اللي كنا قلناهم في البوست على صفحة الستريم. ممكن اخد حته من جوجل درايف احط لينك اعمل ابلود لفايل او احط فيديو توضيحي يوضح اكتر او يجايد الطلبه ناحيه البحث. ايوه من فضلك يا دكتوره انا خرجت ودخلت تاني مفيش الشاشه مش موجوده. انا الدكتوره حنان نجار استاذه التمويل بكليه التجاره. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتوره. انا يعني الشاشه مش عارفه يعني انا هو الكلام ده طيب من عند الدكتوره هدى لانه ظاهر عندنا. هو ظاهر عندنا كلنا يا دكتوره. دكتور ممكن بعد اذنكم بس ممكن الدكتوره هدى هتعمل بس تيرن اون للانكمينج فيديو من الثلاث يعني الثلاث نقط اللي موجودين في النص.
دكتوره هدى فعلا انا يعني ممكن يكون معمول تيرن اوف، شايفه الشاشه الاول وبعدين اختفت. اوكي يا جماعه، مش الدكتوره هدى اللي تعمل، دكتورتنا حضرتك في ثلاث نقط عندك، هو ده اللي حضرتك اعملي تيرن اون عليه. اوكي تيرن اون لايف، سوري انا قصدي الدكتوره اللي مش شايفه الشاشه، يعني هي اللي هتعمل هي معموله اوف تيرن اوف، يعني انا المفروض انها اكتف عندنا هنا والاوبشن اللي قدامي تيرن اوف انكمينج فيديو، يعني معناها انها اتس اوريدي تيرند اون. اوكي يبقى ممكن تكون ضعف في النت عند حضرتك، لان هو ظاهر احنا عددنا كبير ومعظمنا ظاهر عنده، يعني هي دي ما لهاش علاقه باللي بيقدم ورشه العمل. اوكي يعني نسمع خلاص. انا ما كانش الظاهر عندي، خرجت ودخلت كذا مره فظاع. اتفضلي يا دكتوره هدى. حاضر حاضر. طيب ايه تاني اوبشنز متاح غير اد؟ انا ممكن ككل ده كعضو هيئه تدريس او اونر للكلاس، انا ممكن اعمل كرييت. كرييت بيفتح لي زي الحاجات بتاعه جوجل، افتح فايل وورد دوكيمنت، افتح سلايد باوربوينت، افتح شيت، الحاجات دي تتفتح فاضيه وانا اضيف عليها ماتيريال لو انا مش عندي حاجه جاهزه اعمل لها اد على طول. اوكي افتح دروينج، افتح جوجل فورم املاها وابعتها، وكل الحاجات دي هتبقى مرفقه بالبحث اللي هيروح بالبيانات. طيب دي السيتنجز اللي بتبان على اليمين خالص، دي اللي لازم اظبطها. نفس الاوبشن بتاع الكلاسز، ممكن اعمل البوست ده لاكتر من كلاس، ممكن اخليه على نفس الكلاس بتاعي، بس ناخد بالنا ان انا لو عملت الاساينمنت او الكويز على اكتر من كلاس مع بعض مش هيفعل لي الايكون بتاعه سكيدول، هنا هتختفي، يعني مش هقدر اعمل له سكيدول يظهر بعدين في وقت لاحق على الكالندر. طيب اول ستودنتس، هل انا هبعت البحث ده لكل الستودنتس ولا مثلا في طلبه مسد للبحث ده وانا عايزه ابعت لهم بعينهم البحث ده عشان بقيه الطلبه ما يتلخبطوش؟ يبقى هختار من ساعتها طالب او عدد الطلاب اللي انا عايزه اعمل له البحث ده يروح له هو مخصوص، او يبقى يروح لكل الستودنتس. البوينتس اللي هي الجريد اللي انا عايزاها، او يبقى انجريدد يعني معلوم، او لو عايزه احط الدرجه ممكن اغيرها طبعا لو ايه، لو انا حابب اخليهم 20 10 اي حاجه. خلاص اللي يهمني بقى الديو تايم. الديو تايم ده لو دوست عليه خلاص هنا نو ديو تايم، يعني لسه ما حطيناش وقت. لو انا حطيت له ديو تايم يبقى انا هيفتح معايا الكالندر، خلاص اقدر برضو اعمل له سكيدول، اختار له وقت واختار له ساعه لو حابب اوبشنال، وكده الوقت ده اي طالب الديو تايم اللي هو الوقت الملزم فيه الطالب يسلم البحث قبل الميعاد ده. لو حد ارسل البحث بعد الميعاد ده مش هيتقبل منه، هيتقبل بس هيجي لك نوتيفيكيشن كاونر للكلاس ان البحث وصل ليت متاخر، وحضرتك ليك مطلق الاحقيه يتحاسبه زي زمايله يا تخصم منه درجات مقابل التاخير. التوبيك بقى اللي احنا قلنا عليها ان انا مهم ان انا ابقى عامله توبيك عشان الدنيا تبقى منظمه. انا عايزه احط البحث ده في انهي توبيك؟ نو توبيك، ولا عايز اعمل واحد جديد ولا واحد من الموجودين؟ اوكي انا هحطه في واحد من الموجودين. روبريك دي بقى يا جماعه اللي هي بيقيم البحث طبقا لروبريك، يعني مش جريد توتال، الروبريك بيبقى فيه تقسيمه شارت كده بنعمله كرييشن وهو بيحاسب الطالب على كل ايتم في البحث او كل ريكوايرمنت من الريكوايرمنتس اللي حضرتك محددها في الروبريك هيحاسبه عليها في البحث، لانه يعني لو زي ما بنحاسب كده تبع شغل الجوده، يعني الابحاث بتتصحح طبقا لروبريك، هو بيكرييت الروبريك ده وبيصحح طبقا ليه، بس ممكن ما تترقاش عشان هي موضوع طويل. طيب اساين يعني البحث ده هيتبعت حالا للطلبه ولا حضرتك عايز تعمل له سكيدول هتحطه في وقت يوصل في وقت تاني؟ يعني ممكن حضرتك تبعته ناو يوصل حالا ويسلموه في الديو ديت وقت ما يجوا يستلموا، او ممكن حضرتك تعمل له سكيدول هينزل لهم يوم 17 الساعة 8 الصبح واخر ميعاد لتسليمه يبقى يوم 18. انا عشان عملت سند فراح البحث. رجعنا تاني لصفحة الكرييت. خلاص انا هنا عندي توبيك كنت عاملاه وعامله هوت عليه assignment وعامله الديو ديت بتاعه tomorrow. لو انا فتحت البحث بقى هيجيب لي الطلبة اللي عملوا turned into be more professional يعني في الموضوع. انا انصح اي حد ان انت عشان تبقى محترف في الموضوع ادخل بالاثنين اكونت، واحد اعمل بيه كلاس كتيتشر، واحد كتريننج يعني، واحد ادخل بالبيرسونال اكونت بتاعك كستودنت عشان تشوف كل الاكشنز اللي بتعملها، اكتيفيتيز اللي بتعملها بتتبعت لك كميل ولا لا.
انا هنا داخله على الكلاس ده بالميل بتاعي انا البيرسونال كايه كستودنت، وحليت البحث اوكي، وعملت له ارفقت ايه اتاتشمنت، فانا هشوف انا كدكتور او كعضو هيئه تدريس اقدر اعمل ايه في البحث. انا اقدر اديله جريد اوكي، احط درجه للبحث، اصحح له البحث بتاعه وابعت له الدرجه. تيرند ان يعني يعني الدرجه هتتبعت للطالب، يعني وانس لحضرتك صححت البحث الدرجه دي هتتبعت للطالب وترجع. طيب انا افرض انا مش عايز يعني عاجبني البحث بتاعه، بس عايز الفت انتباهه لحته معينه مش عاجباني في البحث، او عايز اشوفه فاهمها ولا لا. فبفتح كده البي دي اف اللي هو بعته، ووقف على الايكون دي اسمها ايه اد ا كومنت، انا عايز احط كومنت. لو دوست عليها هيقول لي هايلايت ان اريا تو كومنت، يعني علم على الحته اللي ايه اللي عايز تساله عنها. اول ما اعلم عليها هايلايت هيروح فاتح لي ايكون جديده يقول لي تايب ا كومنت، بقى انت ضيف الكومنت بتاعك. فانا عايز اساله مثلا ولنفرض يعني خاصه باسم ال يعني حاجه في التخصص، خلاص اي سؤال اي سؤال. مجرد ان انا اعمل لها كومنت، فالكومنت ده كده اتبعت للطالب. يعني لو هو فتح الميل بتاعه، الميل اللي هو مسجل بيه البحث او اللي باعت بيه البحث، هيجي له كومنت بالسؤال بتاعي على على البي دي اف هايلايتد على الحته اللي هو ايه اللي انا بساله عنها. اوكي طيب هنا بقى بعد اذن حضرتك، هو ده على البي دي اف بس ولا على اي حاجة؟ لا لا اي حاجه، اي بول اي ماتيريال هو رافعها للبحث اقدر اعمل عليها وورد. مش يا دكتوره بعد اذن حضرتك، هو دلوقتي هما يعني البنات كانوا بعتين لي مثلا جداول كده، وجيت اعمل كومنتات عليها لقيت ان بيطلع زي اقلام كده، وبكتب بيها زي قلم تقيل كده، مش يعني ما بيظهر ليش الايقونه دي. فحضرتك معلش عرفيني برضو بتيجي ازاي. هو انا بس مجرد ان انا فتحت البحث اوكي، ارجع تاني يعني انا فتحت الدوكيمنت بس، وهي دي اهي جنب بالعلامه العلامات اللي فوق دي جنب البرنت في اد كومنت. لو دوست اد كومنت، هو الكومنت بس الاولاني اتسيف علشان انا عملت له كومنت خلاص، فهيقول لي هايلايت ان اريا تو كومنت. اروح انا معلمه على اي جزء من البحث اهو، اتعلم هايلايت واروح سأله عليه سؤال، هيروح له بنفس المنظر كومنت وهو بقى يجاوب. طب نفرض هو جاوب خلاص والاجابه عجبتني، هقول ريسولف، ريسولف هيشيل لي الكومنت خالص، هندوس عليها بس في الاخر. وعندي الاوبشنز برضو المتاحه بالنسبه للكومنت، اديت للكومنت اغيره، ديليت امسحه، لينك تو ذيس كومنت، او اد تو كومنت بانك، كومنت بانك اللي هو ده خلاص، يعني الكومنت نفسه بيتسيف. اد اد عايز اعمل له اد اهو، هنلاقي الكومنت نفسه هو بعد اذنك يا سعاده الدكتوره، هو الهايلايت بيبقى في البي دي اف وموجود، انما هو في الوورد، في الوورد هيبقى تتعامل معاه تظليل عادي ولا ايه؟ هو فتح لي برضو في الوين، كنت جربت يا دكتور على وورد برضو فتح لي الهايلايتنج دي برضو، بس انا صراحه ما جربتش غير الوورد والبي دي اف، لان معظم الابحاث بتبقى كده يعني ما عندناش دروينجز او حاجه. بس هو في اوبشنز ثانيه لاضافه الكومنت زي ما الدكتوره قالت كده، وفيها ان انا اكتب وقلم يعني قلم كده بيعمل تايبنج وبتاع، ممكن اعلم له على البحث دوريه كده وحاجات، بس ما تطرقتش ليها لان احنا يعني دي اهم حاجات بنتعامل بيها يعني. بس لو فايل وورد برضو هيعلم هايلايت. ريسولف بقى يعني خلاص انا شكرا، ريسولف انا عايز اشيل الكومنت خالص، هو حل المشكله وجاوب عليها وانا بقيت مقتنع باللي هو قايله، فبشيل الكومنت خلاص. طب دكتور بعد اذن حضرتك، الكومنت كل الستودنت كلهم بيشوفوها؟ يعني انا لو انا عايز احدد ستودنت معينه هم اللي عندهم البحث ده، يعني حضرتك هتنزلي دلوقتي الاساينمنت لكل الستودنت اللي موجودين مع حضرتك في الدفعه، هتحددي مثلا كذا بحث لكل 10 زي ما حضرتك قلتي دلوقتي. طب انا دلوقتي الكومنت انا يعني عايزه بس الطلبه اللي هم اصحاب البحث ده بس هم اللي يشوفوه، مش كل اللي موجودين في مش كل الاول ستودنت. ما هو انا لو حضرتك خدتي بالك اهو، انا فتحت البحث ده عنوان توبيك اوكي، وجواه اساينمنت، انا فتحت الاساينمنت ده اوكي، انا فتحت الاساينمنت وفتحت معلش اقفله بس عشان يطلع تاني. اهو انا فتحت البحث، لا ده غير الميل، معلش الميل اتغير، الميل اتغير، فانا كده دخلت كطالب.
ادخل على الكلاس وورك تاني. افتح البحث اهو يا دكتور. بص حضرتك انا ده مثلا عشان انا طالب واحد بس اللي حاطط نفسي على الكلاس ده كترايل، فادي البحث، ادي المرفق اللي هو بعته. فحضرتك بتفتحي المرفق بتاعه هو بس، والميل ده والكومنت اللي حضرتك بتعمليه بيروح له هو بس، ولو حضرتك حطيتي جريد هتروح له هو بس برضو. تمام تمام اشكرك يا دكتور. تمام اهو، ادي مثلا الستودنت وادي تيرند ان، الناس اللي سلمت البحث. ممكن انا لو حطيت درجه للطالب اهو، اول ما حطيت له درجه ان هو من 20 هيفعلي الايكون هي ريتيرن. ريتيرن دي هيبعت ميل للطالب عايز حضرتك تقول له اي ملاحظه. اوكي ماشي، مثلا جود جوب مثلا، وهيعمل له ريتيرن. ريتيرن يعني هيبعت له نوتيفيكيشن على الميل بالدرجه اللي هو اخذها في البحث. طب واللي حضرتك الكومنتات اللي حضرتك عملتيها بتتبعت يعني اوريدي اول ما بتخلصيها بتتبعت من غير بالظبط اول ما تعملي البحث ونعمل هايلايت واد كومنت اهو. اهو اد كومنت، اول ما بكتب اول ما بعمل هايلايت وبكتب الكومنت، انا افرض كتبت اي حاجه اهو في كومنت اهي بوست كومنت، فانا كده بعته خلاص اتبعت كده اتبعت على طول. تمام شكرا يا دكتور. كده بيقطع وبيروح برضو حاجه. سلام بعد اذن الدكتوره هبه، قبل ما نبدا النقطه الثانيه من فضلك، يعني انا اسفه على المقاطعه، ولكن انا الدكتوره حنان نجار استاذ التمويل كليه التجاره بنات. بعد اذن حضرتك، يعني انا قدامي دلوقتي الدعوه اللي حضراتكم بعتوها لينا في كليه التجاره استاذ الدكتوره هبه الذهبي. يا حضرتك هتقدمي محاضره في انشاء اختبار الكتروني على تيمز، يعني انا بالنسبه لي يعني كنت داخله على اساس اختبار الكتروني محاضرة يعني بالنسبه للكلاس روم، يعني الكلاس ده بنعمله وبنعمل كومنتس لحضرتك قلتي عليها، وبنبعت لهم البحوث اللي هم حضروها او يعني البيبرز اللي هم عملوها. فانا مش عارفه يعني هل في فعلا في الاخر المحاضره، احنا دلوقتي الساعه 12 او 10، فهل يعني هو كله على هذا الموضوع ولا في الاخر هنعمل اختبار الكتروني زي ما حضرتك كتبتي لي في الدعوه؟ كان امبارح الورك شوب دي امبارح. نعم نعم تاني الورك شوب دي كانت اتعملت امبارح الاربع، الاختبار الالكتروني كان الاربع. بالظبط يا دكتور كان امبارح تريننج على الكلاس روم. معلش يا دكتوره هدى، بعد اذنك احنا برضو داخلين في الجزء بتاع ان احنا نعمل اساينمنت كويز بعد ما دكتوره هدى تخلص ان شاء الله، بس عن طريق الكلاس روم، مش الجزء اللي دكتوره هبه كانت بتعمله على تيمز، احنا النهارده هنعمله على الكلاس روم ان شاء الله اول ما دكتوره هدى تخلص باذن الله. شكرا لحضرتك. انا بس انا فاضل لي بوينتس بسيطه قوي. الجوجل كالندر اللي هي بيفتح لي الكالندر بتاعتنا اللي بيبقى عليها كل الايفنتس، والكلاس درايف فولدر اللي زي ما قلنا الدرايف اللي متخزن عليه يعني اي بحث، اي فولدر بي دي اف، فيديو، اي حاجه اتبعتت على الكلاس بتتسيف على الدرايف، لان الكلاس روم في حد ذاته هو مش مكان تخزين، لكن هو بيكرييت درايف مخصوص ليه بيقدر يخزن عليه كل حاجه. بالنسبه بقى للجريدز، عشان بس انا هنا كنت في حاجات صححتها، ادي الجريدز اهي، وبيظهر لي بقى للطلبة كل الايه الدرجات بتاعت كل طالب. يعني الكلام بقى دلوقتي مع دكتورة سناء ان شاء الله في اضافة التيتشرز اضافة الستودنت. طيب يا دكتورة سناء، لو انا بنشئ اختبار للطالب وعايز اعمله ايه طيب معين ينتهي فيه من خلاله 10 دقائق بالظبط، بعدها يعمل كلوز وخلاص يسلمه ان شاء الله. الجزء ده هنتكلم فيه في البارت الثاني من الورك شوب ان شاء الله، 5 دقائق بالظبط هندخل في الموضوع ده كله بتفاصيله باذن الله. استاذن حضرتك في استفسار معاكي الدكتوره ألفة سجاد الرابع عميده كليه التجاره بنات الاهليه. اهلا حضرتك. استاذن حضرتك دلوقتي دخول الطالبات هل من خلال الرابط فقط، ولا انا بدخلهم خلال الملف عندي واسمائهم موجوده، ولا ممكن الطالبتين؟ هي بيبول اهي اللي هي بتتكلم دلوقتي. انا مش هاخد يعني ان شاء الله اكتر من دقيقتين في النقطه بتاعه اضافه الاعضاء
للكلاس روم بتاعتي هي بنجيبها من الايقونه بتاعت بيبل، بخش عليها المفروض ان الاعضاء اللي منضمين ليا يا اما تيتشرز يا اما ستودنتس. غالبا التيتشرز بيبقى عن طريقه الانفيتيشن، مثلا لو انا هعمل انفيتيشن لنفسي بكتب الجيميل بتاع الدكتور بتاع هيدخل معايا. مجرد ما كتبت الايميل هلاقي ان طبعا التطبيق دوت على جوجل، فهلاقي ان جوجل عمل لي سجست للايميل بتاعي لو هو الايميل مظبوط، فبدوس عليه وبقول له انفايت، بتروح الانفيتيشن للدكتور او المعلم او المحاضر بتاعي اللي انا عايزه اضيفه على الكلاس بتاعي على الايميل بتاعه، وهو بيعمل لها اكسبت وبيدخل على الكلاس عندي. طيب التيتشر اللي انا بضيفه مسموح له ان هو يعمل اي حاجه انا بعملها على الكلاس عندي، ما عدا ان هو يضيف ان هو سوري ان هو يحذف الطلبه اللي انا ضيفاهم او اللي تم انضمامهم الى الكلاس بتاعي. يعني انا كاونر للكلاس انا الوحيد اللي مسموح لي ان انا احذف الطلبه او اتعامل مع الطلبه دي. طيب الستودنتس بتبقى بيتم اضافتها للكلاس عندي بطريقه من طريقتين، يا اما برضو بالانفيتيشن زيها زي التيتشرز، وبرضو هيعمل لو الايميل صحيح بتاع الطالب هيعمل لي سجست للايميل دوت وهعمل له انفيتيشن، يا اما بتبقى عن طريق الكود، وده تالت مكان بيظهر فيه الكود عندي في الاديشن اوف بيبل، باخد الكود وبعمل له كوبي وببعته لهم عن طريق اي حاجه بتواصل بيها معاهم واتس او غيره، وبعد كده اهوت هم بيجوا يعملوا جوين للكلاس بتاعي عن طريق الايقونه اللي احنا قلنا عليها بلس اللي على التطبيق من بره، وبيدخلوا الكود بتاعهم الكود بتاع الكلاس وينضموا للكلاس عندي. شكرا جزيلا لحسن الاستماع. وهنتقل هو الكود موجود هنا في المكان ده، موجود في اكتر من مكان يا دكتوره، ده مكان موجود فيه في عند الايقونه بتاعت بيبول، موجود كمان عندي على السيم من بره اللي هو الواجهه بتاعت الكلاس، موجود كمان في السيتنجز في الاعدادات بتاعت الكلاس بتاعي هلاقيها موجوده في الجنرال سيتنجز. تمام شكرا يا دكتوره. شكرا يا دكتوره. هننتقل مع دكتوره ساره عن الكويز اسايمنت. شكرا جزيلا. طب قبل ما ننتقل للدكتوره ساره انا بشكرك يا دكتوره سناء وبشكر دكتوره هدى، شكرا جدا ليكوا يا دكاتره، حاجه يعني اكتر من رائعه. انا استفدت جدا من الورك شوب دي لغايه دلوقتي، حاجات جميله وحاجات جديده برضو، ومشكره على الطريقه السهله اللي بتشرحوا بيها. واهلا بيك يا دكتوره ساره، اتفضل. السلام عليكم، صباح الخير يا دكتوره اماني، صباح الخير على الجميع. ان شاء الله في الجزء ده من الورك شوب هنبدا نتكلم بقى ازاي انا اقدر اعمل كويز على جوجل كلاس روم، وازاي ان انا اقدر اعمل له سكيورتي، وان هو ما حدش يقدر يدخل عليه غير وقت الامتحان، وازاي ان انا اظبط التايم بتاعه. انا بس عايزه اعرف حضراتكم شفتوا السكرين بتاعتي ولا لسه؟ ايوه ظاهره هي يا دكتور. طيب ايوه ظاهره يا دكتور. انا تمام. لسه مش ظاهره عندي يا دكتوره. لسه مش ظاهر. لسه؟ طب ظهرت عند حد ولا مش ظهرت يا دكتور؟ ظهرت يا دكتور عندنا. موضوع ان شاء الله موضوع. خلاص يبقى ابدأي، يبقى عندي انا عندي النت في حاجه. ابدأي حضرتك. ظهرت يا دكتور، ظهرت. خلاص دلوقتي بإذن الله هنشوف ازاي ان احنا نقدر نعمل كويز على الكلاس روم. الكلاس روم بالنسبة لي انا ضفت عليه كل الطلبة، فالطلبة كلهم موجودين في مكان واحد، يقدروا في نفس الوقت كلهم يدخلوا يستنوا الامتحان اكننا بالظبط في لجنة امتحان. انا مثلا هبقى مبلغاهم ان الامتحان انا هعمل له سكيدولينج وهينزل لكم النهارده. لا 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 لا. يا واحدة واحدة. لا انا بقول الفكرة العامة، لكن انا بعمل ده ازاي؟ انا بقول الفكرة العامة، احنا هنقدم ايه؟ هقدم ازاي ان انا هقدر اعمل كويز وان الطلبه كلهم هيبقوا موجودين في نفس الوقت، يقدروا يشوفوا في نفس الوقت ويبداوا يحلوا في نفس الوقت ويتقفل لهم في نفس الوقت، بحيث ان احنا نبقى يعني ماسكين الدنيا ان ما يحصلش غش مثلا، او ان هم يقدروا يتنقلوا المعلومه او كده. طيب ده انا اقدر اعمله ازاي؟ انا برضو عملت عندي كلاس روم افتراضي سميته مثلا فاكولتي اوف فارماسي ورك شوب، بفتح بقى الكلاس روم عادي، المفروض ان الكلاس روم ده عليه الطلبه بتوعي. طيب انا دلوقتي قاعده في البيت وعايزه اعمل كويز عشان خاطر ينزل الطلبه دول، بعمل ايه؟ بفتح الكلاس روم اللي عليه الطلبه، بعد كده هدوس على كلاس وورك، وبعدين هدوس كرييت زي ما دكتوره هدى كانت بتعمل من شويه. طيب انا النهارده عايزه اعمل ايه؟ عايزه اعمل كويز اساينمنت، امتحان.
بفتح كويز اساينمنت هلاقيه بيفتح معايا الشاشة اللي قدام حضراتكم دي، هنتكلم عن كل جزء فيها عبارة عن ايه. اول جزء هنا التايتل بتاع الامتحان، انا ممكن مثلا اسميه احنا النهارده في وركشوب، اقول وركشوب اكزام مثلا عشان نجيبه سهل بعد شويه. معلش يا دكتوره بعد اذن حضرتك، ممكن الشاشه اللي قبل دي بس تعرفينا جت منين الشاشه دي؟ جت ازاي؟ تمام تمام. نرجع تاني، هو زي ما الدكتوره هدى عملت بالظبط، انا هقفله اكننا ما عملناش اي حاجه اهو. هرجع تاني خالص الكلاسز، انا دخلت على الكلاس روم عادي، يعني انا دخلت على الكلاس روم زي ما كنا الدكتوره سناء علمتنا من الاول خالص. فتحت الكلاس روم، لقيت الكلاسز اللي عندي، انا عندي كلاسز كتير على الاكونت ده، وانا عامله واحد افتراضي اللي هنشتغل عليه. بفتح الكلاس اللي هو عليه الطلبه بتوع الماده اللي انا هشتغل عليه. تمام خلاص فتحته اهو. انا هعمل ايه؟ كلاس وورك، هعمل اداء لاي عمل او واجب دراسي بيسموه بالعربي. طيب انا هعمل ايه؟ هعمل كرييت، انشاء بالعربي بتبقى انشاء كويز اساينمنت اللي هي بتبقى امتحان. بس دخلت كده دلوقتي هو كاتب لي فوق ان هي اساينمنت اهو. طيب انا هعمل اساينمنت ازاي؟ اول حاجه هحط اختبار مثلا زي ما انا قلت، نكتب وركشوب اكزام مثلا. تمام. طيب انا عايز احط انستراكشن للطالب مثلا، كل الاسئله مصر بي اتمت، كل الاسئله لازم نحلها مثلا، ان التايم المتاح بالنسبه لك قد كده، ان اي انستراكشن انا عايزه اقولها للطالب بكتبها هنا، هي اوبشنال عايز اكتبها او ما اكتبهاش. زي ما كنا بالظبط بنكتب على ورقه الامتحان من فوق الانستراكشن ان التايم بتاعك كذا ولازم تحل كل الاسئله، فبرضو ايه هكتب نفس الطريقه. طيب بعد كده هعمل ايه؟ ممكن ابص على الجزء اللي في الجنب ده عشان هو فيه كل الاوبشن بتاعتي. فور انا هبعت الامتحان ده لمين؟ هل للكلاس ده بس ولا انا عايزه ابعته لمور ذان 1 كلاس من الكلاسز اللي عندي؟ لو انا عايزه مور ذان 1 كلاس هعلم على كلاس تاني، لو انا عايزاه للكلاس ده بس هكتفي بالكلاس اللي انا شغاله فيه. تمام كده. طيب اول ستودنت طبعا لان هو امتحان كل الطلبه. طب انا الامتحان ده هيكون من كام؟ دكتوره ساره لو سمحتي ليه فور ده مش اكتيفيت عندي؟ لا هو اكتيفيت عندي. لا هقول التركه اللي فيه في الاخر معلش، بس دلوقتي انا هقول ان جنرال والتركات دي هقولها، هقول لك ليه مش بيظهر عندك اكتيفيت. ميرسي. تمام فتحت امر البوينتس مثلا الامتحان ده من كام؟ من 100 من 10 من 20، هغير براحتي مثلا هيكون من 20. تمام. الديو ديت الامتحان المفروض يخلصوه امتى؟ مثلا انا الامتحان هديله ربع ساعه، فانا هعمل له من هنا الديو تايم بتاعي. انا ناويه مثلا انزل الامتحان ده النهارده او بكره، فالمفروض ان هو يوم 17 ابريل الساعه مثلا، اقول له الساعه ان الساعه مثلا الامتحان هيبدا 10، فانا الساعه 11 الصبح هيكون خلصان الامتحان، مدته ساعه. ده لو امتحان كبير يعني طبعا، وهختار اي ام و بي ام، ممكن اغيرها برضو. تمام وخلاص كده هقفل، هيظهر ان الديو ديت بتاعه بكره الساعه 11، لازم الامتحان كل الناس تبقى مخلصه. طيب التوبيك برضو زي ما دكتوره هدى قالت من شويه، حلو قوي ان انا ابقى مقسمه الكلاس روم لتوبيك. انا عامله توبيك عندي اسمه كويزز، او لو حضرتك لسه هتعملي واحد جديد ممكن تدوسي كرييت توبيك وتكتبي كويزز برضو. انا هختار الكويزز اللي انا عاملاها عندي. خلاص دلوقتي كل الاوبشن بتاعت الامتحان هنا اتظبطت، فاضل لي بس ان انا اظبط الامتحان هينزل الساعه كام. بس هو لو انا ظبطت دلوقتي هينزل، يعني مش هعرف اعمل فيه ايديتنج، فبخليها اخر حاجه. بنظبط منين بقى امتى ينزل وقت الامتحان؟ بندوس من على السهم ده وهندوس كلمه سكيدول ونظبط التايم. هرجع لها تاني في الاخر عشان ننزل الامتحان بعد ما يكون فينيش بيه. تمام كده. جوجل بيعمل ايه؟ بيعمل جوجل كلاس روم بيعمل ايه؟ اول ما انا اقول له ان انا عايزه اعمل كويز اساينمنت بيفتح لي بلانك كويز تحت هنا، ممكن اخش اعمل فيه الامتحان على طول. وبرده ممكن اعمل حاجه ثانيه، انا مثلا عندي امتحان ثاني كنت عاملاه ودي برده هنشوفها بعد شويه، ممكن اعمل له اد. لو انا عندي امتحان قبل كده ومعايا اللينك بتاعه ممكن احطه عن طريق لينك، عايزه احط فايل وورد، فايل فيه ايكويشن مثلا هم يحتاجوها في الامتحان، اي حاجه استراكشر، اي حاجه هو هيحتاجوها بدوس فايل هنا زي ما بعمل اتاتشمنت لاي حاجه، واقول له سيلكت فايل فروم ماي ديفايس، واروح المكان اللي انا عايزاه واعمل اوبن، هينزل لي الفايل اللي انا حابه احطه للطلبه، هيبقى افيلبل ليهم وقت الامتحان ان هم يرجعوا له، لو في ايكويشن او حاجه هيرجعوا لها وقت الامتحان. طيب في ايه تاني في اد؟ هنلاقي في يوتيوب مثلا، انا حد ساينتفك وعايزه احط فيديو تعليمي مثلا او اي فيديو،
في انيميشن وهساله عليه اسئله، فانا ممكن من هنا اعمل اتاتشمنت لينك من اليوتيوب اخش اجيب الفيديو اللي انا عايزاه، والطالب وقت الامتحان هيقدر يدوس على الفيديو ده ويشغله ويجاوب على الاسئله لو في اسئله خاصه بيه جوه الكويز. طيب انا دلوقتي بقى هدخل جوه الكويز اللي هو عامله، يعني اي حد هيعمل كرييت كويز هيلاقي بلانك كويز قدامه كده او امتحان تجريبي او افتراضي، ده الشكل اللي هيفتح لنا في بلانك كويز. ولو حضرتك بالعربي زي ما دكتورة سناء قالت في الاول هتلاقي كل الحاجات اللي قدامك مترجمة بالعربي. اول حاجة اعملها ومهمة قوي ان انا اسمي الكويز ده عشان ما ادورش عليه بعد شوية، انا كنت مسميه، انا كنا مسمينه تقريبا workshop كويز. دكتور بعد اذن حضرتك، بالنسبة للتايم اللي حضرتك بتحدديه ومن الكاليندر السلايد اللي سابقة على طول، هل دلوقتي ما بيترفعش الامتحان، ما بيترفعش بعد ما نخلص الميعاد ده؟ هل زي ما حضراتكم قلتوا برضو ان هو بيبان لي بس ان هم اوريدي سلموا بس في ميعاد متاخر، ولا ان انا عندي اوبشن ان انا ارفع الامتحان غير ان انا اعمله مثلا يعني ما اعملش اكتيفيشن للاول ستودنت؟ هرد على سؤال حضرتك بعد ثواني. هو انا ما عملت ديو ديت، الديو ديت لو هو الطالب دخل يعني من الكلاس روم دخل بعد الوقت وانا ما كنتش قافله الامتحان، لا يقدر يحل ويجي لي ان هو حل متاخر. لكن في اوبشن انا هشتغل فيه من هنا ان هو وانس ان هو دخل على الامتحان او الوقت بتاع الامتحان خلص، الامتحان يترفع ما حدش يقدر يخش عليه تاني، خلاص الوقت خلص وانت ما عملتش سبميت في الوقت، فانت بالنسبه لي ما امتحنتش او ما دخلتش في الوقت المتاح يعني. تمام. هنقول ده هنعمله ازاي. انا سميته دلوقتي workshop quiz، ده اسم الاكزام، وبرده هغيره هنا فوق عشان لما اجي ادور عليه بعد شويه الاقيه موجود. إن لو سبت كل الحاجات اسمها بلانك كويز بعد شوية مش هعرف أوصلها خالص، هو اسمه workshop كويز. خلاص هنا أنا حطيت إيه، حطيت التايتل بتاع الكويز، لو عايزة أعمل أي description للكويز أقدر أعمله. طيب إيه بالنسبة، هنمشي كل الأيكونز اللي فوق دي نقول كل واحدة فيهم عبارة عن إيه. ده اسمه form limiter، هو ده اللي بنظبط منه الوقت إن أنا عايزة الامتحان يقفل بعد وقت الفلاني. طيب ده أنا بعمله إزاي؟ ممكن حضراتكم في الاول ما تلاقوش موجود عندكم، عشان يضاف الايكون دي تظهر عند حضراتكم اللي هي اد اونز دي، بنعمل ايه، بندوس على الثلاث نقط بتوع مور دول، وهلاقي هنا في ايقونه اسمها اد اونز، بضغط عليها من وسط الحاجات اللي موجوده هلاقي حاجه اسمها فورم ليميتر. فورم ليميتر ده هو اللي مسؤول عن ان انا اظبط الوقت واخلي الامتحان يتقفل فعلا في الوقت اللي انا عايزاه يتقفل فيه. بفتحه، انا عندي هنا كاتب uninstall، عند حضراتكم هتلاقوها انستول، فهدوس على انستول بس هتنزل، يعني انا بس عشان انا عاملاه عندي مش عايز اعمله uninstall واشيله، هو حضراتكم هتدوسوا على انستول هينزل زي اي برنامج خالص، وهترجعوا للجوجل فورم هتلاقي ظهر عند حضراتكم العلامه دي. تمام كده. طيب العلامه دي بقى انا بعمل منها ايه؟ لا بعد اذنك يا دكتوره معلش، ممكن تعيد النقطه دي تاني بعد اذنك؟ حاضر من عيني. انا دلوقتي جوه البلانك كويز حضراتكم مش هتلاقوا الايكون دي عندكم، مش موجوده. طيب انا اجيبها منين الاد اون دي عشان هي مهمه، لان دي اللي هتخلي الامتحان يتقفل. بدوس على الثلاث نقط دول، هنزل تحت الاقي فيه نفس ال فين يا دكتوره معلش يا دكتوره، فين الحاجه اللي حضرتك بتقولي مش هيظهر عندنا دي الايكون دي؟ تكلمي برفقه احتاجوها علشان الصوره تواكب معاكي، بس اللي عامله زي ممكن حضرتك شويه على الايكون بتاع اد اون شويه يعني. دكتوره لو سمحتي ممكن بس من الاول ازاي انا بعمل الصوره دي، اجيبها اساسا اجيب الكويز واشتغل عليه ممكن قبلها الخطوه اللي قبلها؟ معلش انا ازاي بعمل الامتحان دي؟ ما هو زي ما بدانا. تمام احنا بدانا هرجع بس الكويز اللي قبلها دي السلايد اللي كنا فتحناها اول ما دوسنا كرييت بلانك كرييت كويز او كويز اساينمنت من الكلاس روم، لقينا دي فتحت، فمنها انا بلاقيه حاطط لي بلانك كويز، انا بخش دايما الاقيها موجوده، هو لوحده جوجل فورم فاهم او الكلاس روم فاهم ان انا داخله اعمل امتحان، فحاطط لي نموذج الامتحان قدامي. بفتحه بس نموذج الامتحان هلاقي نفسي دخلت جوه نموذج الامتحان اللي انا كنت بعمله من شويه. طيب انا بعمل ايه؟ اول حاجه زي ما قلت هسمي الامتحان بس. اول حاجه عملت اسم للامتحان، كتبت الاسم بتاعه، وفي نفس الوقت رحت مغيره كلمه بلانك كويز بنفس اسم الامتحان. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هقول لحضراتكم كل الاوبشن المتاحه بالنسبه لنا في الامتحان عشان اظبط السيتنج بتاعه. اول حاجه دي الايكون دي اسمها فورم ليميتر. يعني ايه فورم ليميتر؟ الايكون اللي انا حاطه عليها الارو دي
يعني ايه فورم ليميتر؟ يعني ازاي ان انا اخلي الامتحان يقفل في التايم اللي انا عايز اقفله فيه ومحدش يعرف يدخل عليه تاني ابدا غير لو انا فتحته. ومهم جدا ان احنا نعملها عشان نضمن سرية الامتحان وان كل الناس امتحنت في نفس الوقت. بس طيب. سمحت يا دكتور هي مش موجودة اصلا. ما هي مش موجودة، ما انا لسه بقول هنجيبها ازاي. انا قلت من دقيقتين بس هقولت ايه. طيب هي مش موجودة عند حضراتكم، نجيبها ازاي؟ بنيجي عند الثلاث نقط دول بتوع مور، بنضغط عليهم، بلاقي في قائمة كبيرة وضحت عندي بعد شوية هنتكلم عليها كلها، بس اللي يهمني دلوقتي ان انا هدوس على add ons. تمام، اول ما بدوس على add ons بيظهر عندي حاجات كتير قوي موجودة عند جوجل، بس اللي انا عايزة انزلها او هي دي اللي انا محتاجاها هي اللي اسمها form limiter. عند حضراتكم طيب. مش هيبقى مكتوب عليها انستولد كده لان حضراتكم لسه ما نزلتوهاش. طب يا دكتوره لو سمحتي، بقيت اللي هو فورم نوتيفيكيشن والحاجات التانية دي مش هنشتغل عليها خالص ولا هنستخدمها ولا ممكن نعرف استخداماتها؟ يعني احنا مش محتاجينها في الامتحان، فاحنا ممكن نخلص ولو حابين نرجع لها في الاخر نرجع لها. يا ريت. تمام، عشان بس ما نتلخبطش. هو الفورم ليميتر اللي هو يعني احنا هنقفل الامتحان في وقت معين. هفتحها. معلش يا دكتور ضغطنا بس على ايه؟ على الثلاث نقط. على الثلاث نقط واخترنا منهم ادز اون، وبعدين اخترنا فورم ليميتر. من عند فورم ليميتر هتلاقوا عند حضراتكم دي انستول، انا عندي ان انستول عشان انا عامله له انستول يعني، او تثبيت لو هي بالعربي. هتدوسي على تثبيت. تمام، هتنزل عندك والايكون هتظهر عادي تاني في الـ في البلانك كويز او في الجوجل فورم. تمام، طيب بتعامل معاها ازاي بقى؟ انا اظبط الوقت، بدوس عليها اقول له افتح الفورم ليميتر. ماشي، افتحها. وتقريبا عشان احنا لسه ما حطيناش اسئله مش عايز يفتحها. طيب اما نحط اسئله نبقى نظبطها عشان هو مش عايز يفتحها دلوقتي. نجرب كده. ايوه افتح، ليه مش بيفتح؟ ليه طيب هنرجع لها تاني عشان هو تقريبا احنا لسه ما ظبطناش كل الحاجات بتاعته فمش عايز يعمل فورم ليميت. هنرجع لها تاني بعد ما نخلص الكويز. هو عموما احنا ما نضغط عليها هيقول انتوا عايزين تقفلوا الكويز امتى وهنظبط التايم بتاعها. نرجع لها تاني كمان شويه ما نخلص الكويز بتاعها. طيب هنا ايه الكاستمايز تيم؟ دي حاجه شويه يعني مش يعني اوبشنال، يعني لو انا عايز اغير بقى شكل اللون بتاع الامتحان يطلع عندهم لونه ايه، حاجات كده بسيطه يعني. سواء ممكن اللي انا استفاد بيه ان انا لو عايز احط ايمج مثلا، او يعني زي ما اكون هحط فوق اللوجو بتاع الكليه، اللوجو بتاع القسم واتف. فاخش هنا هو عنده اوبشن لو عايز اختار منها، او لو انا عايز اجيب صوره من عندي من على الجهاز هعمل ابلود براوز. هنزل من هنا اختار اي صوره، ولكن الصوره اللي هي بتاعت خليك في البيت، اقول له اوبن. بس هو هيحملها، بس هو النت ضعيف فمش عايزه تتحمل، بس هتتحمل بره. هقوله دان. هلاقي الصوره اللي انا اخترتها بدات توضح. انا لو كان بس النت كويس كنا لسه هنظبطها ونضغطها وكده عشان تظهر زي ما هي عايزينها تظهر بالظبط بالمقاس اللي احنا عايزينه. تمام، طيب البريفيو دي معناها ايه؟ معناها انا وانا بعد ما خلصت عايز اشوف شكل الامتحان هيخرج للطالب ازاي، بدوس عليها بتوريني الامتحان بالظبط هيبقى شكله كده للطالب. لو انا كنت حاطه اسئله وحاطه حاجات كان هيبقى شكله كده بالظبط. تمام، خلاص اقفلها احنا مش محتاجينها. ايه تاني عندي هنا؟ السيتنج. ايه اللي انا هحتاجه؟ مهم جدا بقى السيتنج بتاعت الامتحان دي ان احنا نظبطها. طيب ايه اهم السيتنج؟ نمشي على واحده واحده كده ونشوف ايه الحاجات اللي احنا هنحتاجها. اول حاجه بيظهر لي جنرال. جنرال اول اختيار بيقول لي كوليكت الايميل ادرس. طيب انا ليه بعمل كوليكت؟ انا لازم اختار ليه بعمل كوليكت الايميل ادرس؟ عشان ابقى ضامنه ان قاعده البيانات اللي عندي اللي انا مجمعه فيها الايميلز بتاعه الطلبه هو ده الطالب اللي دخل بالظبط بالامتحان وهو اللي امتحن من نفس الايميل ادرس بتاعه. يعني انا مدخله الطلبه كلهم داخلين بالجيميل وانا عامله له كوليكت عندي،
فعشان اضمن ان هو نفس الطالب اللي لازم يدخل انا هعمل كوليكت ليه الايميل عشان الاقي الاسم مع الايميل زي ما احنا كنا مجمعين. ازاي بنجمع من الطلبه الايميل والاسم ونعمل داتابيز؟ احنا ممكن نبقى نعمل لها مره تانية يعني ان شاء الله نقولها مع بعض يعني. بس المفروض ان احنا عندنا داتابيز للطلبه فيها الايميل والاسم والاي دي وكل حاجات مع بعض. فانا هعمل له كوليكت الايميل ادرس require sign in. بيقول لي limit to one response يعني ان هو يقدر يدخل مرة واحدة بس وما يقدرش يدخل تاني. طبعا هو امتحان فانا لازم اعلم على limit to one response. تمام دكتورة سارة معلش ممكن هنت صغير عايز اسأل عليها يعني فضل. انا لو بعت كود للانفيتيشن وحد الايميل بتاعه ما هو جيميل في الحالة دي الطالب ده مش هينفع يدخل؟ ايوه بالضبط لازم يدخل بالجيميل بتاعه. اوكي يعني الجيميل مش بس عشان يعمل ريجستريشن على السيستم ده عشان يعرف يدخل كمان. هو اصلا مش هيقدر يدخل للكلاس روم تاني غير لو هو مفاتح بالجيميل بتاعه. ما هو الكلاس روم عارف مين؟ عارف الجيميل اللي هو دخل بيه هو ده اللي مسيفه. طيب احنا قلنا كده في الكلاس روم ما ينفعش اعمل انفيتيشن وحد ياخدها بالكود ويخش بميل تاني مجرد بالانفيتيشن بس الانفيتيشن كود ما يقدرش يدخل هيدخل بالجيميل. معلش بس هو فيه دوشة بقيت المايك. طلب جماعي يعني تتكلمي بالراحة شوية عشان على ما صورة والله بتكلم بسرعة. طيب انا وقفت تاني هرجع تاني. تمام شكرا. بس هي سؤال في موضوع كليكت الايميلز دي اتفضل. هو مفيش اوبشن في جوجل كلاس روم يخليني ادخل بالطلبه اللي ما عندهاش الايميل جيميل بحيث ان هم يخشوا از جيست وانا اقدر اتحكم في الجيست ده يقدر يعمل ايه او يضيف ايه زي ما موجوده مثلا في حاجه في مايكروسوفت تيمز؟ يعني مايكروسوفت تيمز لو ما عندوش الايميل بتاع مثلا وليكن الدومين بتاع ازهر دوت اديو انا ممكن ادخله بالجيميل عندي كجيست ومن الاوبشن بتاعتي انا ممكن اتحكم في الجيست ده يضيف ايه او يشيل ايه او يحط ايه. هل الاوبشن ده موجود في جوجل كلاس روم ولا لا؟ هو الجوجل كلاس روم تطبيق من بتاع جوجل فهو التعامل معاه غالبا از تيتشر او از ستودنت بيخص بالجيميل. تقريبا ما فيش طالب ما عندوش جيميل لسبب لان هو عشان يقدر يتعامل مع الاندرويد بكل الواتساب بكل اللي عليه لازم يبقى عندنا جيميل. يعني وانس ان حضرتك بتجيب موبايل جديد اول حاجه بيطلبها منك انك تدخل جيميل عشان يقدر ينزل لك كل الحاجات اللي على البلاي ستور. فانا بالظبط بتعامل مع ابلكيشن الجوجل كلاس روم ابلكيشن على البلاي ستور فعشان اقدر اتعامل معاه لازم يكون معايا جيميل. وبعدين الجيميل من الحاجات السهله يعني مش زي الايميل الجامعي. الجيميل ده كل اي حد عايز يدخل زي ما بنعمل ياهو ميل كده يقدر يدخل يعمل يعمل اكونت على الجيميل يعني. تمام انا كنت امر حضرتك كنا بنتكلم على السيتنج فمعلش انا هرجع للسيتنج من اول عشان قالوا اتكلم بالراحه. اول حاجه في السيتنج هي الجنرال سيتنج. طيب الجنرال دي هستفاد منها ايه؟ مهم قوي قوي ان انا اظبطها كلها. اول اوبشن عندي هو الكولكت ايميل ادرس. طيب الكولكت ايميل ادرس زي ما قلنا هنعلم عليها عشان انا عايزه اضمن ان هو الطالب بس اللي بيدخل بالاكاونت بتاعه وان انا اي حد تاني الجيميل بتاعه مش عندي انا مش عايزه الاستجابه بتاعته. طب هنا بيقول limit to one response يعني يخش الامتحان مره واحده ومش مسموح له ان يعمل submission اكثر من مره. معلش انا هضطر اعمل ميوت اول. انا عايز اعرف حضراتكم كده سامعيني ولا انا كمان بقيت ميوتد؟ حضرتك سامعيني؟ اه تمام الشاشه بس. لا سامعيني كويس كده تمام عشان الدوشه اللي خلفيه. هرجع تاني. قلنا عشان لازم نعمل limit to one response يعني واحد بس هتظهر حالا. نعمل وانس ان انا قلت له limit to one response قال لي ان انا لازم يكون هو عنده sign in into جوجل يعني لازم يكون داخل من الجيميل عشان يقدر يمتحن ويكون لي one response واحدة بس. الاوبشن دي بيقول ايه؟ بيقول edit after submission يعني هل الطالب بعد ما يمتحن يقدر يرجع للامتحان تاني وبعتهولي يقدر يرجع له ويعدل فيه؟ طبعا مش هعلم عليها ما ينفعش. see summary charts and text responses هي دي احنا مش بنعلم عليها
بتبقى في الاخر يعني هل هو يقدر يدخل يشوف الريسبونسز بتاع كل الناس ويشوف الناس عملت ايه ومين حل ومين ما حلش وكده؟ لا هو مش من حقه فانا مش بعلم عليها كده. تقريبا الجنرال خلصت البرزنتيشن. شو بروجريس بار دي؟ يعني انا هقول له هل الامتحان طويل فانا هقول له انت في السؤال الكذا طول الوقت يبقى باين عنده انت في السؤال الثالث مثلا وفاضل لك 5 اسئله، انت وصلت للرابع وفاضل لك 4 اسئله. لو انا عايز اعلم عليها هيقول له انت فاضل لك قد ايه. تشوف الكويتشن اوردر ده اوبشن مهم جدا 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 لازم كلنا نستخدمه. ليه بقى؟ شوف الكويتشن اوردر ده لو بيخلي مفيش طالب يفتح الامتحان يلاقيه شبه التاني. شوف الكويتشن اوردر يعني ان هو يعيد ترتيب الامتحان، يعني كل واحد لما يدخل السؤال الاول عندك هيبقى التالت عندي والتالت عندك هيبقى الرابع عندي وكده. بيقلب كل مره اي حد يدخل حتى اي حد يدخل از ستودنت هيلاقي الامتحان مختلف تماما عن اللي قبله. فده شويه بيضمن موضوع السريه ان مفيش طالب يقدر يخش يعني ما يبقاش قاعدين جنب بعض واقول له ان السؤال الاول اجابته بي والسؤال الثاني اجابته سي. لا ده اصلا الاول عندك غير الاول عندي والثاني عندك غير الثاني عندي. وفي اوبشن ثاني دكتوره ان شاء الله بعديه دكتوره فاطمه هتقوله ان انا كمان بعمل شافلنج للام سي كيو، يعني مش بس الامتحان ترتيب اسئلته مختلف ده حتى الام سي كيو اللي تحت اللي هو اي بي سي لا برضو مختلفين، يعني انا غير اللي بعدي غير اللي قبلي كل واحد هيلاقي ترتيب عنده مختلف. فده من الاوبشن الكويسه اللي بتمنحني سريه للامتحان. كونفيرميشن مسج ده موضوع اوبشنال، ان انا مثلا اقول له اخليه بعد ما يعمل سبميت للامتحان او بعد ما يعمل ارسال تظهر له رساله ان هو فعلا تم ارسال الامتحان بنجاح مثلا عشان يبقى مطمن. الطلبه بتبقى قلقانه فهتوصل له رساله تقول له تم ارسال الامتحان بنجاح. تمام ده اللي موجود عندنا دوت. يعني دوت لما نضغط على الخيار الثالث يظهر لنا الوصف اللي احنا كتبناه ده. مش فاهم حضرتك معلش ممكن تاني. شوف لا لا انا ما ضغطتش هو كان اوبن لا انا ما ضغطتش على حاجه. هو كان كاتب لي كونفيرميشن مسج وكان حاطط واحده افتراضيه فانا بس دوست هنا وغيرتها ما عملتش اكتر من كده. كتبت اللي انا عايزاه يعني وانس ان الطالب عمل ارسال للامتحان هيظهر قدامه على الشاشه تم ارسال الامتحان بنجاح او تم استقبال الرساله اللي انا عايزه اكتبها له يعني فطمنه ان الامتحان بتاعك فعلا وصل ما تقلقش. طيب الكويزز في الجزئيه دي معلش هو جات له رساله خلاص ان الاجابه وصلت فرضا هو مثلا النت فصل عنده وبعد شويه هو هيدخل تاني خلاص هيدخل بقى يجاوب على اللي باقي مش ليه الحق انه يجاوب في اللي فات كده صح ولا ايه؟ لا هو تم ارسال الامتحان بنجاح ده بعد ما خلص الامتحان خلاص. هو لو النت فصل والامتحان اتقفل هو مش عارف يرجع له تاني للاسف ان الامتحان ليميتد بتايم يعني لو النت فصل في النص ورجع بعد ما الوقت خلص هو مش هيعرف يرجع. لكن لو هو الامتحان فصل ورجع في وقت النت يعني وزن التايم بتاع الامتحان لا ممكن يكمل عادي ما دام ما عملش سبميت ما دام ما عملش ارسال. معلش يا دكتوره ساره يعني هل يحتفظ بالامتحان؟ عايزين حاجه تثبت ان الامتحان انتهى بالنسبه للطالب او ان هو ما عرفش يتصل بالنت. يا دكتور دي حاجه اكيد خارج عن اي حد مش عارف يعملها يعني دي حاجه بالانترنت. هو لو فصل للنت من عنده هو لو قاعد حد جنبيه دي حاجه محدش هيعرف يتحكم فيها اطلاقا. فاحنا بنحاول على قد بقدر الامكان تلمت الموضوع الغش او غيره او ان هو مثلا عارف يدخل او ما عرفش دي حاجه تتعلق بالانترنت ما حدش ليه يعرف يغير فيها. فخلي بس دكتوره ساره تتابع الفلو بتاعها وبعد كده نبقى نرجع نسال الاسئله منفصلين عشان بس ما نلخبطش الجميع. بعد اذن حضرتك انا بس يعني احب اقول بس تجربتي انا فعلا نزلت الامتحان الالكتروني في بعض الطلبه فعلا كان النت عندهم هنج او موبايلهم هنج والنت كانت الشبكه ضعيفه بالرغم ان هم دخلوا بس عرفوا يخشوا تاني ودي كانت بالنسبه لي سؤال ازاي قدروا يخشوا تاني بالرغم ان ما عملتيش ليميت لوان ريسبونس زي ما الدكتوره صالح وريتنا في الاول. لا عامله يا فندم لا عملت وده كان يعني استغربت ان هم لو هو ما عملش سبميت اوريدي يبقى هو كده ما عملكيش ريسبونس. لو هو ما كانش خلص الامتحان وعمل سبميت يبقى هو كده ما عملش ريسبونس فليه اتاحه ان هو يعمل ريسبونس مره واحده.
معنا بس يعني هو على أسئلة الدكتور اللي لسه بيقول لو كان في لو الشبكة وقعت من الطالب مش هيعرف يخش الامتحان تاني. أنا أعتقد إن بدل ما الطالب ما يخش السبميت يبقى ممكن يعرف يخش الامتحان تاني، لأن أنا بالظبط هو أكتر من طالب معايا يعني. ما هو بالظبط يعني بعد ما يخش سبميت بعد إذنكم يا جماعة، ده مش الموضوع بتاعنا. إحنا دلوقتي بنتعلم تقنية إنشاء امتحان، لكن الظروف إدارته دي إدارة الامتحان دي مش موضوعنا النهارده خالص. فعشان بس احنا بنسجل وعايزين الناس كلها تسجل. دكتورة بندور على تطبيق يحل المشكلة. ده ملهوش علاقة بورشة العمل النهارده يا ست يا دكتور. يعني دي احنا مش اللي هنقدر نوضحها لحضرتك ازاي نحلها. احنا عايزين نعرف ازاي ننشئ امتحان الكتروني. ادارته عملية ادارته ونعمل ايه لو النت قطع، دي قصة تانية يعني. ممكن نبقى نعمل لها حاجة مخصوصة. سبب السؤال بعد اذن حضرتك ان انتوا حليتوا مشكله الايه السريه في الامتحان، وان الامتحان ما يتكررش، وان الطالب ما يبقاش امتحانه زي امتحان الطالب الثاني. فاحنا بندور على المشاكل الثانيه اللي احنا ما احناش عارفين نسبتها. يعني انا عايز اثبت ان الطالب النت انقطع عنده بحيث ان يبقى ليه عذر بعد كده، زي ما بيجي يتاخر على الامتحان باجل له الامتحان واقول له قدم طلب واعمل له امتحان ثاني. فانا عايز احل يعني بما يمكن من التطبيقات نحل المشكله بتاع الطالب، لان انتوا عارفين مشاكل النت هي دي المشكله الاساسيه. هي دي المشكله الاساسيه ان النت عندنا يا ضعيف يا مقطوع. حتى اللقاء دلوقتي بيحصل فيه بعض الانقطاع في الكلام. ببقى حتى عايز اقول لسعاده الدكتوره انها تقرا اسم الايقونه علشان لو حتى تاخر الكلام يبقى الواحد عارف يتابع. وبس شكرا ليكم على المجهود اللي بتبذلوه. تمام يا دكتور. انا بس كنت عايزه اقول لحضراتكم احنا بنحاول نحلها قدر المستطاع، بس هو نفس الفكره. مثلا احنا كان في الامتحان الورقي فجاه المواصلات الطريق وقف وفي طلبه ما عرفتش توصل الامتحان. هو معهوش دوكمنت ان هو ما عرفش يوصل الامتحان عشان الوقت، بس انا احيانا ممكن التمس العذر فعلا واعمل كويز تاني مثلا في وقت تاني واقول ده للطلبه اللي ما عرفوش يدخلوا في الوقت ده. ده ممكن يكون الحل اللي انا اقدر اعمله، ان انا اعيد الامتحان بصوره ثانيه في وقت مختلف. لكن حلول ان انا اعرف ازاي النت عنده فصل، ودي انا تقنية فعلا مش هنعرف نوصلها كلنا. يعني احنا كنا دايما بقى بننبه على الطلبة ان انت وقت الامتحان. بعد اذن حضرتك اوضح نقطة بس بسيطة. حضرتك في البرزنتيشن الكونفيرميشن رسالة الكونفيرميشن دي اللي هي رسالة التأكيد مش معناها ان الامتحان وصل له. معناها زي ما احنا بنكتب في اخر ورقة الامتحان مع اطيب انتهت الاسئلة مع اطيب تمنياتي بالنجاح والتوفيق. لكن لا يا دكتور معلش بعد اذن حضرتك، تم الرسالة الكونفيرميشن مسج دي مش بتظهر خالص عند الطالب غير وانس ان هو عمل ارسال او سبميت. مش هتظهر له يعني، هي مش موجوده في اخر ورقه الامتحان لا خالص. دي هتظهر وانس انه عمل سبميت، هيقول له تم ارسال الامتحان بنجاح. لو ما عملش سبميت هيقول له سوري او ان الامتحان ما وصلش او كده. لكن انا عاملاها هنا الاوبشن ده معناه ان فعلا الامتحان وصل للطالب. انت عملت ارسال، هتظهر امتى؟ بعد ما يعمل سبميت، بعد ما يخلص ويعمل ارسال. يعني الرساله دي مش هتوصل له غير لو هو عمل ارسال والامتحان وصل لي فعلا، وصل لي ريسبونس. لو ما عملش كده مش هتوصل. ده هي كونفيرميشن، ده هي مهمه جدا ومن الحاجات اللي بتطمن الطلبه. طيب طب هستاذن حضرتك ونكمل نكمل ونكمل وفي الاخر هسمع الاسئله من على ال نكمل لو سمحت. انا كان قصدي لو هو جاوبها يا جماعه من فضلكم ممكن بس نكمل هي تعرض الفكره كلها وبعد كده اللي عنده سؤال يقوله وهترد عليه بمنفصله. يعني معلش اي مشكلة، بس احنا عايزين نعرف الاخر الاسئله عشان بس ما نوقعش منها. شكرا يا دكتوره هبه. معلش انا هستقبل الاسئله، انا ما عنديش مشاكل خالص ان احنا نستقبل الاسئله براحتنا بس على الشات وبعد ما خلص بعد اذنكم. تمام عشان الناس بس ما فيش حد يقع منه حاجه. يعني احنا كنا داخلين السيتنج هعيد بقى الحته الاخيره تاني عشان حاسه ان الناس فصلت. اتكلمنا على الجنرال سيتنج وقلنا ان احنا هنخليه يعمل كوليكت للايميل ادرس وهعمل ليميت تو وان ريسبونس او استجابه واحده. دخلت على برزنتيشن وقلت ان انا هعمل شافلنج للكويتشن اوردر او ان انا هخلي يحصل تبديل مستمر للاسئله بحيث ان مفيش طالب يفتح الاختبار زي التاني عنده. وقلت ان انا هعمل كونفيرميشن مسج ان انا في الاخر يجي للطالب رساله تقول له انت فعلا اديت الامتحان ووصل للدكتور بتاعك عشان اطمنه ان الامتحان وصل لي. على كويزز بقى طبعا لازم اكون عاملاه. انا بعيد اللي انا قلته من شويه. ما هو حضرتك الخيار الثالث اللي قبل كونفيرميشن دوت ايه؟
دي مش مفتوح عندي لو هو عشان انا قفلته من ناحيه تانية. هو بيقول شو لينك تو سبميت انذر ريسبونس، يعني هيظهر لك اللينك تاني عشان لو انت عايز تخش تحل تاني، وانا دي قافلاها عليه اصلا، قافلاها من جنرال انه قلت له لا انت هتخش مره واحده، فده انا مش هفتحه، هو عندي حتى مش اكتف لاني انا قلت ان هو هيخش مره واحده مش هينفع يدخل تاني على الامتحان. طيب الكويزز بقى، ده الجزء الجديد اللي احنا ما قلناهوش ولا مره. ميك ذيس از كويز، اه طبعا انا عايزاه امتحان فلازم دي تبقى مفتوحه، لان لو مش كده مش هيطلع له درجات، هو لو هو مش امتحان ملوش لازمه. طيب الكويز اوبشن بيقول لي ايه؟ ريليز جريد، يعني هنطلع الدرجه immediately after each submission. هل الطالب بعد ما يبعت لي الامتحان انا عايزه الدرجه تظهر عنده، ولا انا عايزاها later after manual review، يعني الدرجه مش هتوصل له غير بعد ما انا اعمل كوليكت لكل الامتحان وابص على درجات الطلبه وبعدين اقول لهم لا ابعتها لهم. فدي راجعه لحضراتكم، انا اعتقد ان هي ليتر افتر مانيوال ريفيوينج بيكون احسن، بالذات لو الامتحان في حاجه ريتن، يعني لو انا في حاجه لسه هقراها وابص واتاكد ان الجوجل صلح صح، فانا افضل ان احنا نخليها ليتر افتر مانيوال ريفيوينج. لو هو الامتحان ام سي كيو وبسيط والاجوبه ما فيهاش اختلاف، هو ولا ترو فولس لا اي بي سي، ممكن اخليها immediately، ده يرجع لحضراتكم يعني. طيب هنا بيسالني على 3 اختيارات. Miss the question، هل الطالب لو ساب سؤال في الامتحان يقدر يرجع له، ولا خلاص ما دام عداه ما ينفعش يرجع له؟ غالبا احنا بنسيبها ان هو يرجع له، لان هو ايه يا دوب وقته، لو عايز يرجع على السؤال بعد ما يخلص يرجع له، يعني بنعلم عليها. Correct answer، هل الطالب، معلش اللي فاتح المايك بس، correct answer، هل الطالب من حقه ان هو يشوف الكوريكت انسر، يعني بعد ما يخلص الامتحان خالص اطلع له حاجه زي المودل انسر كده يبص عليها ولا لا؟ دي برضو ترجع لحضراتكم، لو علمت عليها وانس ان هو يخلص الامتحان يقدر يشوف المودل انسر بتاعته ايه، لو انا طفيتها يبقى هو استحاله يعرف يرجع للمودل انسر او يشوفها. البوينت فاليو دي معناها ايه؟ معناها ان كل سؤال عليه درجتين، عليه 3 درجات، هو طول ما هو بيحل باين قدامه السؤال ده عليه كام درجه، فانا لو عايزه دي تظهر عنده اوريدي هتظهر عنده، لو انا مش عايزاها هتظهر فايه بعملها من هنا، انا مش عايزاه يعرف كل سؤال عليه كام درجه، بس برضو انا بفضل ان هو لا يبقى عارف، عشان لو ساب السؤال يبقى عارف هو هيخسر درجات قد ايه عليها. انا كده تقريبا ظبطت كل السيتنج، السيتنج على فكره بسيطه جدا بس مهمه جدا، هي اللي بتظبط معايا الامتحان. خلاص هعمل سيف. مساله ثانيه يا دكتوره، في الكوريكت انسر هل هو متاح زي التيم ان انا اقول له اجابتك صحيحه اعمل سب تايتل لو انا في اختيار من متعدد؟ الكوريكت انسر مش هتظهر له وهو بيمتحن، انا قلت له اجابتك صحيحه هيبقى من حقه او خاطئه هرجع لها، لا دي بتظهر زي موديل انسر، اقول له اجابتك صحيحه او اجابتك خاطئه. لا ده مش هيقوله له غير ما يخلص خالص، واعتقد ده افضل برضه. ولا على التيمز ان اجابتك صحيحه، وانا بختار الاجابه الصحيحه بس، هو بيختار ما بيقولوش ان اجابتك صحيحه على التيمز. كان في الديسكريبشن سب تايتل تحت يقول لك لو انت متاح انك تقولي له اجابتك صح، اللي هو يبقى فوري، اللي هو التصحيح الفوري ولا ايه؟ لا ما كده ممكن يغير الفوري بعد انتهاء الامتحان يا دكتور، التصحيح الفوري في بعد انتهاء الامتحان وما بيعمل سبميت، بعد ما بيخلص يعمل سبميت يظهر له الاجابات. يظهر الاجابات بالظبط. ايوه يا دكتوره، ما انا قصدي كده، ان هو يعني مش محتاج ان اعمل موديل يطلع له كله، انا قصدي على كل سؤال بعد ما يعمل سبميت يقول له ان دي صح ودي غلط. ايوه بالظبط، هيقول له دي صح. هو بيعمل سبميت للامتحان كله. الجزء ده يا جماعه هنشوفه في بعد شويه، يعني معلش ناجل، هي دكتوره بعدين ان شاء الله دكتوره فاطمه داخله هتوريكم الامتحان والاسئله. السلام عليكم، الصوت لو سمحتي. سوري الصوت اختفى خالص. السلام عليكم، الصوت سهران معلش ممكن تعملي انميوت؟ انا سوري خد بالي، حد عمل لي من غير ما اخد بالي، انا هو موجود اهي كده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصوت واضح، هو اتعمل لي ميوت بس. الشاشه انا خرجت منها راجعه لها حالا. حاضر، هو ده الامتحان بتاعنا اللي كنا بنتكلم فيه، احنا الايكونز دي شفناها كلها. دلوقتي في ايكون اسمها ارسال او سند. كنت بقول ايه؟ كنت بقول ان all changes saved in drive، يعني اي حاجه انا بعملها هو انا مش محتاجه سيف ولا حاجه، هي بيحصل لها سيفنج على طول في نفس الوقت. تمام. طيب
انا وصلت هنا لسند. سند دي وظيفتها ايه؟ اما اجي ادوس عليها بيقول لي انت عايزه تبعتي الامتحان ده ازاي. يعني دي لو انا مش داخله من الكلاس روم، بس انا في حته هنا عايزه اوضحها لحضراتكم، ان انا لو دوست على علامه اللينك دي بيظهر لي هنا اللينك بتاع الامتحان. طيب انا هستفاد منه ايه؟ انا ممكن ان انا ممكن اخد منه كوبي تمام، واكون انا عايزه اعمل امتحان جديد. يعني اوري حضراتكم ازاي. مثلا انا كنت في الكلاس روم مثلا، انا حاسه ان انا وهعمل امتحان تاني ومش عايزه ابدا من اول وجديد، هقول له بس كويز اساين مي، ولا انا كده هلخبطكم، هقول لكم بس وبعدين هنرجع لها تاني. هلخبطكم صح، بلاش دي. هو بصوا عموما احنا هناخد قبل اللينك وفي الاخر اقول لكم احنا هنعمل بيه ايه. يعني انا دلوقتي متابع ان انا الامتحان يكون معايا از لينك. طب هستفاد منها ايه؟ لو انا مثلا هعمل امتحان لناس تانية ومش عايز اعيد الامتحان من اول وجديد، كتبته بالاوبشن بكل ده، انا هيبقى معايا لينك واقدر ان انا اعمل امتحان جديد للناس واقول لهم بدل ما اقعد اعمل كل ده. فاكرين علامه اد اللي احنا كنا شفناها في الكلاس من شويه؟ أيوة. احنا من شويه كده شفنا علامه اد واحنا بنعمل الامتحان. أيوة. كان في علامه اد دي. أيوة. اروح قايس عليها واقول له لينك واروح قايله له كنترول في بيست، الاقي الامتحان ظهر من غير ما اقعد اعيد من اول وجديد. يعني ده لو ناس جديده وانا هحط لها الامتحان، انا ممكن اعمل كده ان انا اخد لينك من الامتحان اللي انا خلصته واحطه لهم از لينك. بس انا ده طبعا مش محتاجاه دلوقتي لاني اصلا انا بشتغل في امتحان تاني. بس كده اي تمام كده فاصل على التغيير الاولاني ولا اي تغيير هعمله هيبقى في الاثنين؟ اي هو دي ميزه بقى الجوجل درايف، انه اي تغيير حضرتك بتعمله في اي وقت بيسمع في كل الاماكن اللي فيها التغيير، اللي فيها الجوجل درايف دي او فيها الجوجل فورم دي. يعني انا دلوقتي في الامتحان انا عاملاه من امبارح مثلا والامتحان هينزل بكره، وافتكرت ان انا عايزه اغير حاجه، وانس ان انا اخش هنا على الدرايف وغيرها هتتغير عند كل الناس اللي انا او كل الكلاسز اللي انا نازله فيها الامتحان، هتسمع اوتوماتيك من غير حتى ما اعمل سيف. يعني ودي من الحاجات الحلوه قوي في الجوجل فورم. طب ممكن الخطوه الاخيره بعد اذن حضرتك؟ انا معلش انا موضوع اللينك ده هعمله تاني في الاخر، عشان هو انا قلت بس اقول عنه هند بس خليه في الاخر عشان هيلخبط الناس. اللي هم ان متاح ليا ان انا اخد لينك من الامتحان وانزله لناس تاني. هوريكم هوري حضراتكم تاني ازاي ده في الاخر. مور مور احنا اتعلمنا منها من شويه حاجه الادز اون اللي احنا قلنا هننزل منها الفورم ليميتر. باقي الحاجات عباره عن ايه؟ همشي منها واحده واحده بسرعه كده. اندو يعني لو انا اخر خطوه عملتها وعايز اعمل لها اندو بعمل من هنا. عملت خطوه حطيت سؤال وعايز اشيله او شلت السؤال وعايز ارجع له بعمل اندو من هنا. ميكا كوبي عايز اخد نسخه من الامتحان مثلا عشان احطها في مكان تاني. موف تراش انا خلاص اصلا الامتحان ده انا مش عايزاها فهرميه يعني هعمله ديليتنج. بلاش دي عشان ما تلخبطوش. برينت يعني انا عايزه نسخه من الامتحان ورقيه تبقى معايا، فبعد ما اخلص بدوس برينت فيطبع لي. من اهم الحاجات ومهمه جدا نتعلمها اد كولابيتورز او بالعربي هتلاقوها اضافه متعاونين. يعني ايه اضافه متعاونين؟ يعني انا عايزه احط حد معايا في الامتحان ده يقدر يتحكم فيه زي يعني انا اللي عامله الامتحان دلوقتي الجوجل فورم دي، فهي ظاهره عندي انا في الدرايف بتاعي بس. طب انا في استاذ زميل داخل معايا في الامتحان عايزاه هو كمان يقدر يتحكم، او بعد ما انا اخلص الامتحان يبقى عنده يقدر يضيف هو كمان اسئلته، وفي نفس الوقت يقدر يشوف الريسبونسز بتاعه الطلب. دي بعملها ازاي؟ بعملها من اضافه متعاونين او اد كولابيتورز. طيب هضغط عليها عشان حضراتكم تشوفوها. انا اوريدي الناس اللي معايا تيتشر في الكلاس روم اللي هو انا اهو دكتوره ساره ومعايا دكتوره فاطمه، هي موجوده عشان هي معايا في الكلاس روم تقدر تخش تعمل ايديت زي للامتحان. طب افرضوا ان انا مثلا معايا تيتشرز على الكلاس روم تانية وانا مش عايزاهم يشوفوا الامتحان عشان الامتحان ده خاص بالجزء بتاعي بس، ومش حابه ان حد يقدر يخش يعمل ايديتنج او يعمل اي حاجه، او برضو عشان اضمن سريه الامتحان مش معقول كل اللي على الكلاس كتيتشرز يقدروا يشوفوه، فانا ممكن اروح عامله له ديليت من هنا. انا مش عايزه دكتوره فاطمه معايا في الامتحان، خلاص دكتوره فاطمه ما تقدرش تشوف الامتحان ده اصلا. تمام. طيب لو انا عايزه اعمل سيف للتشنج هعملها، مش عايزه اعمل سيف خلاص هعمل كانسل، انا خلي الدكتوره فاطمه تشوف. طب تخيلوا مثلا انا عايزه اضيف حد تاني من بره الكلاس، يعني مثلا انا مش حاطه كل الاساتذه تيتشرز على الكلاس روم ده، بس في حد زميل مشترك معايا في الجزء ده من الامتحان وعايزاه يشوف الريسبونس، او مثلا سياده العميده حابه انها يكون كل ريسبونسز الامتحان تظهر عندها، فانا بس هعمل انتر للجيميل بتاع الحد اللي انا عايزه يشوفه، اي حد وليكن حد انا كنت مدخله له الايميل قبل كده فهدخله. دوس كده معظم الناس اللي عندي هلاقي الايميل بتاعهم بتظهر. انا مثلا هدخل دكتوره نهى اسكول لابيتو،
دكتوره نهى مش معايا على الكلاس روم، بس هي حابه تشوف الريسبونس، هي الكنترول مثلا، وحابه ان الريسبونس والدرجات بتاعه الامتحان تنزل عندها على طول. هروح احطها هنا في انفايت بيبل وهقول سند. هي خلاص كده بقت دكتوره نهى من الناس اللي هيظهر عندهم الامتحان زيي اهو، بقت من الناس اللي هي تقدر تعمل ايديتنج للامتحان او تشوف الريسبونس بتاعها. واقول له دون. دكتوره ساره بعد اذنك. اتفضل. انا بس عايزه اسال حضرتك، انا جبت هو كان اكسس دي جايباها من فين، من السيتنجز ولا من فين؟ من الثلاث نقط، من الثلاث نقط. وقلت اد كولابيتور او اضافه متعاونين. لو انا عايزه اشيل حد من اوريدي موجود في الكلاس روم بشيله، ان انا اعمل عليه غلط، انا خلاص انا دكتوره نهى مش عايزاها معايا، فانا هقفلها خلاص كده. دكتوره نهى ما تقدرش تشوف الامتحان. طب انا عايزه اضيف حد تاني، او انا اقول له سيف التشينج عشان يوديني. انا عايزه اضيف انفايت بيبول تاني، هحط الايميل بتاع البيبول ده واعمل له سند بس كده. هو قال انت ما حطيتيش ايميل، فانا خلاص انا مش عايزه احط اصلا، كانسل. تمام، شكرا يا دكتور. خلاص واقول له دون. تمام، مهم قوي موضوع الكولابيتور. تقريبا كده كل الاوبشن اللي عندي فوق انا قلتها. عايزه اقول ايه تاني؟ الريسبونسز بقى. الريسبونسز دي من اهم الحاجات اللي انا هحتاجها، فانا هستاذن حضراتكم هوريكم ريسبونس الامتحان اللي انا كنت عاملاه قبل كده. ده امتحان احنا كنا عاملينه، كان ظاهر للطلبه بالشكل ده بعد ما خلصناه في كل الاسئله اهو، النيم والادرس والاسئله كلها ترو فولس. طيب عشان اوريكم بس الريسبونسز، هنا دي الكويشنز لما بفتحه. طيب انا عايزه اشوف الريسبونس، بدوس على كلمه ريسبونسز لما الطلبه خلصوا. المفروض ان انا لو الامتحان ده خلصان هلاقيه مقفول من هنا، يعني خلاص نو اكسبتنج ريسبونسز، انا مش محتاجه، ما ينفعش حد تاني يجاوب معايا لان انا قفلت الامتحان. ودي طريقه تانية، يعني كان عندي الطريقه بتاعه الفورم ليميتر اللي هرجع لها بعد شويه، ودي طريقه تانية برضو. لو انا مثلا قاعد وقت الامتحان وانا الامتحان هيقفل 7:30، فانا وانس ان انا 7:30 اخش على الريسبونس واقول نوت اكسبتنج ريسبونسز، خلاص ما حدش ابدا يعرف يخش يحل الامتحان تاني، انا قفلت عليه الريسبونس. تمام. طيب في ايه تاني اوبشن هنا انا ممكن اشوفها؟ اتفضل. محتاج اعمل قائمه الامتحان عدي عدة تنازل مجرد ما ينتهي يعمل كلوز مباشره بتاعته. اي صراحه الاوبشن ده مش لقيته في الكلاس روم، يعني ما لقيتش في ان هو يقدر يعمل. انا شفتها في اماكن تانية فعلا، هو بيحط التايم ويعمله عدة تنازلي، لكن ده انا ما لقيتوش. هما بيعتمدوا على الساعه، يعني ان انت قدامك، انا قايله لهم الاول ان الامتحان هيقفل 7:30، فهو هيبقى عارف ان هو هيقفل معايا 7:30. واعتقد ان العدد التنازلي بيكون في الحاجه الاوبن، يعني ان هو اي واحد هيخش في اي وقت، بس هيقفله في نص ساعه، لكن ده انا مش هقدر احافظ فيه على سريه الامتحان، فعشان كده انا بضطر ان انا اقفله كله في وقت محدد زي الامتحان الورقي يعني. تمام، عرفنا هنا الاكسبتنج ريسبونسز. طيب ايه العلامه دي؟ دي حلوه قوي، دي العلامه الشيت اللي هيظهر فيه الدرجات، يعني الامتحان خلص خلاص وانا قفلت الريسبونس على الطلبه. طيب الدرجات بتاعتهم هتظهر فين؟ بدوس على الشيت ده، هيفتح لي اكسل شيت اقدر اعمل له سيفنج عندي، هو اصلا سيفد اوريدي خلاص، بيبقى سيفد على الدرايف، او ممكن اخد منه كوبي وادخلها في المكان اللي انا عايزاه. ده ايه ده؟ اكسل شيت ظاهر فيه الوقت اللي الطالب حل فيه الامتحان، والايميل ادرس بتاعه، والدرجات بتاعته السكور، الستودنت نيم والستودنت نمبر. بقدر اتحكم زي ما انا عايزه، يعني مثلا انا عايزه ارتب، اقول له مثلا رتبها لي من A to Z، يعني خليها من الصغير للكبير عشان تبقى بارقام جلوس الطلبه. رتبها لي مثلا بالوقت اللي هو دخلوا فيه، لو انا هنا هرتب مثلا هقول له رتبها ابجدي من A to Z باسماء الطلبه ابجديا، يعني بالطريقه اللي انا عايزاها. جوجل فورم يعني اسم الطالب، ستودنت نيم هي عمل لها كل شيء، اما عايزاه اسماء الطلاب، انا هوري اختيار لتجميع الايميل بس. لا ما احنا عشان لسه ما حطيناش، انا هبقى حاطه الاسم وحاطه الاي دي في الامتحان، ما احنا هنرجع. انا بس حبيت ان انا اوري حضراتكم الاوبشن اللي فوق كلها، وبعدين هقول لحضراتكم احنا هنعمل الامتحان ازاي. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في السيتنج، لكن هنعمل الامتحان ازاي دي هنشوفها بعد شويه. يبقى تمام، ده دلوقتي الاكسل شيت اللي هو ده الاكسل شيت اللي هيظهر لي، وحضراتكم هتشوفوا كمان قدام كل طالب. ده من الحاجات اللطيفه قوي، اجاباته يعني بيظهر لي في الاكسل شيت. هو هيظهر قال الاول، ما تعرفش هنعلي اكتر من كده، معلش يا دكتور، هو هيظهر تلقائي؟ بص هو ظهر ازاي؟ عامله داتا ليهم ولا هو لا ولا اي حاجه خالص؟ هقول لكم هيظهر تلقائي ازاي. هقول لحضراتكم هيظهر تلقائي ازاي. بيظهر تلقائي خالص، انا ما بعملش اي حاجه، لان انا المفروض اول امتحان كنا فين؟ فين الامتحان بتاعنا؟ اللي كنت بتقولي عليه في الاول صح؟
بس هخش الامتحان بتاعنا تاني عشان انا تقريبا دخلت امتحان غيره. معلش ثانية واحدة. عشان بس أنا حسيت هرفت من الصباح. معلش لو سمحتوا لفتح المايك يقفلوا بعد إذنكم. أنا في الامتحان بتاعي وأنا بعمله. سارة معلش افتحي المايك من عندك. كده تمام يا حضراتكم سامعيني؟ كده حضراتكم انا صوت الشاشه. الشاشه هرجع لها حالا. ده الامتحان اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. احنا عملنا ايه؟ كنا مسميينه workshop quiz، وهو لوحده كتب ان انا هعمل collect للايميل ادرس. المفروض ان انا بعمل ايه بقى كمان؟ ده العلامه دي معناها اضافه سؤال، ودكتوره فاطمه هتتكلم عنها برضو بعد شويه. بس انا السؤال اللي انا هعمله هنا اللي هو الحاجات اللي انا عايزه اجمعها بقى، اللي هو الستودنت اي دي. حضراتكم تعرفوا ليه ظهرت هناك الستودنت اي دي والنيم. انا بطلبها من الطالب، اقول له ان انا عايزه الستودنت اي دي او رقم الجلوس بتاع الطالب. هو وانس ان انا قلت له ستودنت اي دي، قال لي ان الاجابه هتكون شورت انسر، وفهم لوحده سبحان الله ان الاجابه لازم تكون نمبر، لان هو ستودنت اي دي يعني رقم الجلوس بتاعه. انا ممكن اختار من الرقم ده، ان مثلا احنا ارقام الجلوس الطلبه عندنا في سنه رابعه بتبدا ب 4000، 4001 و2 و3 عشان اقدر اتاكد ان ده سنه رابعه. فانا عشان الطالب ما يكتبهوليش من غير ال 4000 دي، يبقى الرقم رباعي، بقول له ان انا محتاجه ان الرقم ده يكون اكتر من 4000. ده معناه ايه؟ معناه ان الطالب لما يجي يمتحن، وهنشوف بعد شويه في البريفيو، اما يجي يرد على اجابه السؤال ما يقدرش يرد غير ب 4000 وحاجه. تمام؟ وهقول له ان سكويتشن ده ريكوايرد، اما علم كده ده معناها ان السؤال ده مطلوب، يعني مش هينفع يعدي من غير ما يدخل رقم جلوسه. تمام؟ يبقى انا عشان اجمع الاي دي كمان مع الايميل انا اللي بعملها، بقول له انا محتاجه الستودنت اي دي، وده بالنسبه لي ريكوايرد او مطلوب، وان انا عايزه ان هو رقم اكتر من 4000. دي جت منين؟ هو بأول ما انا بقول له ستودنت اي دي، هو بيعرف ان هو رقم، بيقول انت عايزاه شكله ايه، فبقول له اكتر من، وبحط الرقم اللي انا عايزه. طيب انا عايز بجيب دي منين تاني الاول؟ معلش هدوس، هنشوفها تاني، هنشوفها كتير دي قوي. شايفين العلامات اللي هنا دي؟ دي كلها معناها اضافه اسئله بالشكل ازاي. عمل الامتحان نفسه واضافه الاسئله هنتكلم فيه بعد 5 دقايق. انا قربت اخلص، بعد 5 دقايق بالظبط هتتكلم فيه دكتوره فاطمه اللي هتكمل بعدين. بس دي اول علامه، دي معناها اضافه سؤال. فانا بضيف اضافه سؤال، فتح لي واحد جديد اهو. الستودنت اي دي ظهرت اهي ان هي عليها علامه، يعني الطالب مش هيقدر يتعداها ويروح في مكان تاني. ايه السؤال التاني اللي انا محتاجه اساله للطالب؟ النيم. اكتب له مثلا النيم او الستودنت نيم. طيب هو اول برضه ما قلت له ان هو نيم، قال لي احنا محتاجين شورت انسر، طبعا لانه هيكتب اسمه بحروف يعني. وهقول له ان هو ريكوايرد، يعني الطالب مش هيقدر يعدي من غيره. كده يبقى احنا الطالب اول ما يخش الامتحان هيلاقي ايه؟ ممكن نعمل بريفيو عشان حضراتكم تشوفوها. هو اول ما يخش هيلاقي الدنيا عنده بالشكل ده. انا محتاجه منك الحاجات دي ريكوايرد، انا محتاجه منك الايميل ادرس والنيم بتاعك والاي دي. ليه بقى هما اتقلبوا؟ يعني هو خلى الاي دي قبل النيم، مع ان انا كنت عامله العكس، عشان خاطر احنا عاملين شافلنج للاسئله، ان السؤال ترتيبهم يختلف، فحتى في النيم والاي دي والايميل هيختلفوا عندهم. تمام. طيب انا بقى كنت عايزه انا بس عايزه الشاشه اللي هي حضرتك جبتي منها ده يا دكتوره بعد اذن حضرتك، يعني جبتي ده منها. اشوف الطالب شكل الامتحان هيظهر للطالب ازاي؟ لا اللي هي احنا حطينا اصلا الاسئله منين دي عادي. ده الامتحان بتاعي اللي احنا عاملينه من البدايه، الامتحان اللي احنا عاملينه من البدايه. بدوس على علامه زائد دي، معناها ان انا عايزه اضيف سؤال. ايه السؤال ده؟ معلش يا دكتوره، زائد فين يا دكتوره؟ إيه؟ زائد اللي هي اول ده كده الامتحان ظهر لي بعد ما انا خلصته. هيطلع لي كام دور؟ انا ما خلصتوش. انا ده الامتحان، انا رجعت للامتحان الاساسي تاني، بوري لحضراتكم ازاي ان انا اطلب اسم الطالب والاي دي بتاعه. تمام.
فهو ده الامتحان الاساسي بتاعي، انا رجعت له تاني، هو كان مجمع الايميل ادرس بس، وانا قلت له لا ده انا عايزه احط كمان اسم الطالب في الاول وعايزه ادخل الاسم بتاعه. وبعمل حاجه تانية، اتفضل. لو انا ما طلبتش لا اسم الطالب ولا الايميل بتاعه، المفروض يعمل لي تجميع للايميلات دهيت على اساس ان الطالب عامل دخول من الايميل بتاعه، هيظهر لي الايميل بس هو في مشكله انه هيظهر عندي الاسم بتاعه، الاسم اللي انا اللي هو داخل بيه بتاع جوجل فورم. يعني مثلا الطلبه ساعات بيسمي نفسه على الجيميل الاسم المشهور، يعني اسمه واسم الجد مثلا، لكن انا عايزه الاسم الرباعي. ايميل تبع الطالب ده ولا مش تبعه يعني، فانا اللي بيضيف الاسم الرباعي بتاعه. هو مدخل لي دلوقتي، انا بقى عندي داتابيز فيها ان الاسم الرباعي مع الرقم الجلوس ده مع الجيميل ده بتاع نفس الطالب، فانا كده متاكده اما الداتا تطلع لي زي ما وريتها لكم من شويه، ده معناها ان كل الطلبه الداتا بتاعتهم ظهرت. تمام. وخلاص انا كده ديت هتنضم مع الاسئله الاساسيه بتاعه الامتحان، هتبقى متلخبطه معاها. لا، ما احنا هنعمل ايه بقى عشان ما تتلخبطش معاها؟ شايفين العلامه اللي تحت دي، اخر علامه دي معناها اد سيكشن او اضافه قسم. انا بعد ما بخلص ان انا محتاجه البيانات بدوس عليها، اما ادوس عليها يحصل ايه؟ هيظهر عندي سيكشن جديد تحت نقدر نعمل فيه الاسئله، وده اللي ان شاء الله دكتوره فاطمه بعد 5 دقائق هتقول لنا هنعمله ازاي. دكتوره فاطمه باذن حضرتك حقيقي، بس ممكن بس الحته بتاعه الليميتر بعد اذنك الفورمر. انا مش هفوتها، هرجع لها بس هحط الاسئله في الاول. حاضر. يبقى احنا تمام، حطينا ايه دلوقتي؟ حطينا الايميل ادرس، وطلبنا الستودنت نيم، وطلبنا الاسم، وهو مش هيقدر يروح يشوف الامتحان ما دام انا عملت سيكشن، ودي حاجه مهمه جدا. الطالب ما يقدرش يخش يبص على الامتحان ويخرج. هو ايه اللي هيحصل؟ هو عشان يدخل، بصوا حضراتكم هيظهر له الامتحان ازاي دلوقتي، العلامه اللي احنا قلنا ما نكون عايزين نشوف الامتحان بيظهر ازاي للطالب. بصوا ظاهر له ايه؟ ظاهر له ان انا محتاجه منك الايميل ادرس والاي دي والنيم وبعدين نيكست. ما يقدرش يشوف الاسئله ابدا 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 غير لما يدخل الثلاثه دول. فانا كده حكمت الطالب انه مش هيشوف الامتحان غير لو دخل لي بيانات، مش هخش ابص بصه وما اعملش سبميت عشان خاطر ايه، ما يعني ايه ابقى عرفت الاسئله وادخل كمان شويه. هو مش هيعرف يعمل ده ابدا ابدا. تمام. دكتوره ساره بعد اذن حضرتك أبداً. ممكن اعاده الجزء بتاع الاي دي واللي عملناه منين وازاي لو تسمحي تاني بعد اذنك؟ الايميل انا عاملاه من البدايه خالص، الايميل من الاول. الله يكرمك، يعني جبتي ده منين؟ هو دي بس النقطه برضو انا برضو متلخبطه فيها. يعني حضرتك جبتي وصلنا للامتحان. بصي حضرتك فاكره ان حضرتك حطيتي فورمه الامتحان رجعتي له جبتيه عندك على الكلاس روم بتاعك؟ هو بيروح لوحده، بيروح اوتوماتيك. تمام. احنا فتحناه، يعني حضرتك اللي هو ده الامتحان، مش احنا من شويه فتحت من الكلاس روم تاني ولقيت الورك شوب. هو انا بس بدخل واخرج عشان انا بوري لحضرتك الاوبشن، لكن اللي بيعمل الامتحان مش هيعمل اللي انا بعمله ده. يعني حضرتك هتخشي على الامتحان وهتروحي دايسه على جوجل فورم بتاعك، الايميل من السيتنجز من الجنرال، هتلاقي اوبشن اللي هو جميع عناوين البريد الالكتروني، هتعلمي عليها بالظبط. ما انا كنت لسه هجاوب الايميل ادرس جمعناه ازاي؟ فاكرين لما دوسنا في سيتنج من شويه وقلنا له كولكت كل الايميل ادرس، فهو حط السؤال ده لوحده مش انا اللي كاتباه. تمام. طيب سؤال الاسم والاي دي اتعمل ازاي؟ انا في نفس الامتحان اهو قلت له اضافه سؤال، قلت له حط لي الاي دي بتاع الطالب وحط لي الاسم بتاعه. الاي دي حضراتكم قلتوا انا ازاي قلت له ان انا عايزاه رقم؟ اول ما كتبت له الاي دي هو تحت قال لي مش انت عايزاه رقم؟ طيب انت عايزه الرقم ده كام؟ فقلت له ان انا عايزاه، فتحت من هنا كده قال لي عايزاه كام؟ قلت له ان انا عايزاه اكتر من 4000. حضرتك تقدري تغيريها بالشكل اللي انت عايزاه. هو لوحده بيطلعها، انا ما بعملش حاجه، انا بدوس زائد بس، هو بيطلع وانا بقعد ايه بالممارسه. حضرتك هتلاقي الموضوع بسيط جدا يعني. واجي النيم، وانا اخترت بعد النيم انه لازم يكون في سيكشن. ليه؟ عشان الطالب ما يقدرش يخش يشوف الامتحان غير بعد ما عملت سيكشن. تمام. في حته كده انا عايزه اقولها بس ممكن اخليها في الاخر، ان ازاي اخلي الطلبه عشوائيا يتوزعوا على مودلز. يعني انا هكون عامله 5 مودل للامتحان وعشوائيا كل واحد هيخش على مودل مختلف. لو حضراتكم تحبوا ان انا اقول دي هقولها بس خليها في الاخر. دكتورة سارة ولا بعد ما دكتورة فاطمة تعمل الامتحان وتوريه للدكاترة ازاي تحط سؤال وغيره؟ ده ضمن السيتنج. اخليه بعد ما دكتورة فاطمة تعمله، عشان هو من ضمن السيتنج، بس عشان انا لسه الناس مش فاهمة ازاي نعمل سؤال فمش عايزة لخبطة. بصوا حضراتكم دلوقتي بعد ما حطيت الفورم ليميتر بقى، عشان ما كانش عايز يفتح في الاول، حضراتكم فاكرين الادز اون دي اللي قلنا هنظبط منها الامتحان يقفل الساعة كام؟ ايوه تمام. هو دلوقتي عشان في اسئله فقال لي خلاص فورم ليميتر، دوست عليها اهو.
انت عايزه تعملي سيت ليميت او تظبطي ليميت للامتحان، فهقول له اه انا عايزه اظبط. بيتفتح لي الشاشه دي اسمها فورم ليميتر، لو حضرتكوا شايفينها، حضرتكوا شايفينها كده معايا ان شاء الله. طيب بيقول لي اختاري بقى انت عايزه تظبطي الليميت اكوردنج لايه، اكوردنج لديت وتايم، يعني في وقت وتاريخ معين الامتحان يتقفل فيها، ولا اكوردنج تو نمبر اوف ريسبونسز، يعني بعد ما 100 واحد يدخلوا انا مش عايزه حد تاني. طبعا ده مش منطقيه في امتحان، يعني احنا مش هنختار عمرنا دي، ما احنا هنختار ايه، هنختار ديت اند تايم. يبقى انا فتحت الفورم ليميتر وقلت له انا عايزه اظبط بالوقت والتاريخ، بدوس على ديت اند تايم. يقول لي طيب انت عايزاه التاريخ الساعه كام؟ انا عايزه الامتحان ده يقفل يوم 17 ابريل مثلا بكره، يعني الامتحان هينزل بكره، والامتحان نص ساعه، فانا هنزله الساعه 10 الصبح وهقفله 10 ونص. هقول له مثلا الساعه 10 اي ام بختار، هو مطلع لي كل الحاجات اختياري، و30 دقيقه 10 ونص الامتحان هيتقفل. وانس ان الساعه تيجي 10 ونص محدش ابدا يقدر يخش يحل الامتحان تاني، وهقول له ست بس خلاص. هقول له، هيقول لي انت عايزه تسيفي؟ اه انا عايزه سيف ده. كده ده معناه ده خلاص سيف، ده معناه ان الامتحان هيتقفل عن جميع الطلبه في نفس ذات اللحظه، محدش يقدر يدخل تاني. حضرتك تحبوا ان انا اقولها تاني ولا ايه؟ اقول لحضرتك احنا اتحكمنا في الموضوع. ايوه يا دكتوره، لو سمحتي التايم لو حضرتك تعيديه تاني التايم. اه ماشي، هعيد تاني من الاول. انا عايزه اعمل فورم ليميتر. انا قلت الحكايه ان الامتحان يقفل امتى ممكن تتعمل بطريقتين، لا اما طريقه اوتوماتيك لا اما طريقه مانيوال. ايه الطريقه الاوتوماتيك؟ الاوتوماتيك ان انا بدوس على الادز اون على كيرمت فورم ليميتر وهقول له سيت ليميت، يعني ظبط لي الليميت. وانس ان انا دوست كده هو بيفتحها، فتحها لي هنا اهو. هيقول لي انت عايزه تعملي ليميت بايه؟ بالديت اند تايم. ايوه فعلا. هيقول لي هنا سيلكت الديت او اختار التاريخ واختار الوقت. هدوس على اختار التاريخ وهقول له ان الامتحان ده هيبقى يوم الجمعه وانا عايزاه اللي هو 17 ابريل مثلا. طيب عايزاه يقفل الساعه كام؟ انا كنت هنزل الطلبه الامتحان الساعه 10 ومدته نص ساعه، فعايزاه يقفل 10 ونص، فهدوس على اختيار الوقت. هقوله ان الساعة 10 ونص، هنا ده اللي بيقول لي الاور، اختاري الساعات، فانا اخترت الساعة 10 والمينت 30 دقيقة عشان تبقى 10 ونص اي ام ولا بي ام، اي ام لان الامتحان نزل الصبح بس وخلاص خلصت. هقوله ست كده كتب ايه؟ يعني انا يا دكتورة لو سمحت معلش بس خلص وبعدين حضرتك تسأل. كتب لي هنا ايه؟ ان الامتحان ده هيقفل امتى؟ يوم 17/4 الساعة 10 ونص صباحا. وهقول له سيف اند انيبل، خلاص كده اتسيف ان الامتحان ده اوتوماتيك الساعه 10 ونص هيتقفل، محدش يقدر يخش عليه. اتفضلي يا دكتوره. معنى كده ان حضرتك بتحددي ميعاد انتهاء الامتحان، انما مش بنحدد بدايه الامتحان. بدايه الامتحان هوريكم بنحددها منين، انا هوريكم في البدايه بس قلت هرجع لها تاني في الاخر. تمام. ناقص ايه؟ ان انا ممكن اعمل دي بطريقه مانيوال، يعني لو انا مش عايزه اعملها كده، ان انا من كلمه ريسبونسز دي لو دوست عليها وابقى فاتحه وقت الامتحان، انا فاتحه مع الطلبه والساعه 10 ونص بدل ما انا هي هتبقى اكتيفيتد، يعني هي كده اكتيفيتد اللي هو اكسبتنج ريسبونس. انا الساعه 10 ونص بايدي كده هروح عامله كده نو اكسبتنج ريسبونس، انا مش هقدر استجيب لاي حاجه تاني الطلبه عايزينها، وكده الامتحان اتقفل. تمام. يبقى دي الطريقه المانيوال، والثانيه طريقه الاوتوميتد. جبتها منين تاني؟ دوست على كلمه ريسبونسز اللي موجوده جنب كلمه كويتشن. انا خلصت بقى كل اللي انا عايز اعمله ده، وعايز ارجع للامتحان بتاعي اللي كان على الكلاس روم. اروح الكلاس روم كده، ده كل الاعدادات اللي احنا كنا عاملينها. ايه اللي موجود هنا يا جماعه؟ موجود الامتحان اللي انا عملته اللي اسمه ورك شوب كويز، ولو فتحته هلاقيه بالشكل اللي انا عملته بالظبط. شوالي واحد، دي واحده تانية قديمه فمش هتفتح هنا، هنبقى نظبطها. ثانية واحدة، عايزه بس يبقى شبه اللي عندكم. هو ده الامتحان اللي احنا كنا بنعمل فيه، يعني وانس ان انا رحت الكلاس روم وبصيت تحت هلاقي الورك شوب كويز اللي انا كنت عماله اشتغل فيه من الصبح. تمام. في ايه؟ في الحبه اللي انا قلت عليهم ان هو الجزء اللي انا عملته بس، الايميل ادرس والستودنت اي دي والنيم وبعدين نيكست. خلاص نيكست بقى هنعمل ايه ونحط الامتحان ازاي؟ دكتوره فاطمه هتتكلم فيه. طيب الاوبشن بقى اللي على الكلاس روم تاني،
الامتحان هو موجود والتايتل اللي انا حطاه الصبح ان هو workshop exam مثلا زي ما هو محطوط اهو. تمام، اخترنا ان الامتحان ده هيكون للطلبه بتوع الكلاس روم اللي انا فيه، احنا ده عملناه الصبح بس انا بعيده بسرعه، وكل الستودنت، وان الامتحان هيكون مثلا من 20. وانا ممكن اقول للطالب هنا ان انا فعلا هقفل لك الامتحان ده اللي احنا عملناه من شويه، بس دي هتبقى معلومه يعني هنا، مش ده مش هيقفل، ده هيبقى معلومه للطالب ان الديو ديت بتاعك يوم 17 زي ما انا كنت مختاره. الساعه كام؟ الساعه هكتب الساعه اللي انا عايزاها 10:30. مثلا ونص ايه؟ خلاص ظهر للطالب ان الامتحان بتاعك بكره الساعه 10:30 هيتقفل. طيب اعمل ايه بقى عشان اخلي ميعاد التوبيك؟ طبعا احنا برضو دي اتكلمنا فيها، التوبيك انا عايزاه ينزل تحت توبيك اسمه كويز. خلاص طيب اعمل ايه عشان اخلي الامتحان ينزل بكره الساعه 10 الصبح، ما ينزلش النهارده والطالب ما يقدرش يشوفه النهارده؟ جنب كلمه assign دي بلاقي عندي هنا في ارو، بدوس عليه هلاقي كلمة سكيديول. تمام، بدوس على كلمة سكيديول دي، سكيديول يعني الامتحان ينزل للطالب امتى. انا عايزة الامتحان ينزل بكرة اللي هو 17 ابريل، هو ظبطها وخلاص. الساعة كام؟ هكتب الساعة اللي انا عايزاها، وليكن انا عايزاه يقفل عندهم ينزل عندهم الساعة 10 AM، الامتحان هينزل الصبح. بروح دايسة كلمة سكيديول، بصوا ايه اللي حصل في السكيدول بتاعنا، في الكويزز قصدي، في الكلاس روم بتاعنا تحت كلمة كويزز لقيت في واحد اسمه workshop exam مش activated، معمول له سكيدول يعني hidden، الطالب ما يشوفوش خالص، هو هيشوفه بكرة الساعة 10 الصبح وانا بلغاه بكده for tomorrow الساعة 10 صباح. طيب لو انا عايز اخش تاني، انا بقى في اي وقت دخلت على الكلاس روم وعايز اعمل edit للشغل اللي انا عملته ده، بدوس على الثلاث نقط دول واقول له edit، هيدخلني تاني جوه الامتحان بكل اشكاله وقايل لي ان هو سكيدولد زي ما انا حفظته، سكيدولد لبكره الساعه 10 الصبح، وهيروح للطلبه بتوع الفاكولتي اوف فارماسي اللي انا مختاراهم، والساعه وعليه 20 درجه، وهيقفل امتى، والامتحان كله موجود هنا اهو، لو دوست عليه برده هقدر اخش اشوف الامتحان. تمام، الامتحان عندي اهو، ولو انا عايز اعمل له ايديت بدوس على علامه القلم دي، اقدر اعمل اي ايديت تاني بيوديني للصفحه اللي انا كنت قادره اعمل فيها الايديت كله. كده الامتحان نزل وعرفنا بينزل ازاي. الحته بتاعت الريسبونسز اللي كنت بوريها لحضراتكم من شويه عشان بس نبقى خلصناها كلها، احنا قلنا ان احنا ازاي عايزين نشوف ده امتحان قديم، في ناس حلاه هو 268 90 بني ادم حلوا. طيب انا عايزه اشوف السمري، الملخص. الملخص بيقول لي ان تقريبا متوسط درجات الناس اللي دخلت كان 3 من 5. الكويتشنز اللي ناس كتير معرفتش تحلها، كان السؤال ده في 71 طالب معرفش يحله، والسؤال ده كان فيه 137 طالب. بيبدأ يعرض لي السكورز بتاع كل الطلبة ويقول لي هل انت عايزة تبعت لهم الامتحان او الدرجات ولا لا. هنا لو انا عايزة اشوف سؤال سؤال اجاباته كانت ايه، وهنا دي individual. يعني ايه individual؟ يعني هشوف ورقة امتحان بتاع الطالب طالب. بصوا كده، ده اسم الكويز والايميل ادرس بتاع الطالب، طبعا الاسم الاسم بتاعه هو موجود، وستودنت نمبر، واجاباته كلها في السؤال الاول كانت كذا والسؤال الثاني كانت كذا، وان هنا اجابته كانت صح فعلا، وده اجابته على السؤال الثاني صح فعلا، هنا كانت اجابته غلط، وهنا كانت اجابته صح. تمام، يبقى انا كده اقدر اشوف طالب طالب الريسبونسز بتاعته كانت شكله ايه. طيب ايه الاوبشنز تاني اللي عندي؟ ريليز سكور دي، خلاص انا الطالب ده فعلا راجعت الورقه سوري معلش لو انا عايزه دلوقتي ابدا ابعت للطالب ده الدرجه بتاعته، بعلم على الايميل بتاعه، هو الطالب كان مسجل كمان ايميل جماعي ليه، فانا ممكن اختار ان انا ايه ابعت له على الايميل الجماعي ده، ده في الداتا بيز يعني مش مشكله، بس احنا بالنسبه لنا هتبقى الجيميل اللي احنا بنتكلم فيه كلنا. خلاص هنقفل من هنا. طب لو انا عايزه ابعت ريسبونسز لكل الطلبه، هقول ريليز سكور واقول كل الريسبونس، كل الطلبه اللي عندي ابعت لهم دلوقتي على الميل الدرجات بتاعتهم، واقول له سند ايميل انت ريليز، مش عايزه ابعت خالص ما ببعتش. طيب
ايه الاوبشن تانية اللي موجوده عندي؟ لو بصينا هنا انا ممكن اعمل برينت الاول ريسبونسز، يعني لو حضرتك عايز تعلم الورق بقى وانت قاعد في البيت، والورق وورق مش عايزه ابص عليه على الكمبيوتر، ممكن اعمل لهم برينت ويظهروا عندي على انهم ورق امتحان عديد درجات، الاسم والجيميل والاي دي واجابات الطالب. عايز اعمله داونلود في فايل عندي على الكمبيوتر، بدوس داونلود اخش الاقي ورق الطلبه، ورق الطلبه مش الدرجات، عندي فايل بيحصل له داونلود، دي مش مشكله. بس الباقيين مش مهمين يعني عشان ما نتلخبطش، فهي الحاجات المهمه بالنسبه لي. هنا بقى ده الاكسل شيت اللي اتكلمت فيه من شويه، اللي هو ايه معيش هرجع له تاني، ان انا عايزه ادوس عليه هيتفتح عندي كل استجابات الطالب بالاسئله الصح والغلط وبالحاجات اللي انا جمعتها كلها، هل التايم اللي الطالب حل فيه الامتحان والايميل بتاعه والدرجه بتاعته واسم الطالب والاي دي بتاعه وكمان اجابته في كل مكان. طب انا عايزه مثلا اخد من قوي من الجزء ده، هو ده اللي انا محتاجاه، الاسم والجيميل والدرجه، او بس محتاجه السكور والنيم والدرجه، باخدهم قوي واحطهم عندي في فايل اكسل او في فايل وورد واتعامل معاهم عادي جدا ان انا ايه خدت نتيجه الامتحان بتاع الطالب. ممكن اعمل لها شير، يعني انا هبعتها لحد من زمايلي باي طريقه بقى، عن طريق الايميل او للكنترول مثلا بالايميل بتاع الكنترول بتاعنا، او بان انا اختار لينك واخد اللينك ده وابعته للناس مثلا على الواتساب او واتيفر، هبعته ازاي. بس اقوله ده خلاص انا تقريبا كده خلصت، هو فاضل جزء عايز اقوله بس خليه في الاخر عشان ما يلخبطش الناس، ازاي ان انا ادخل اكتر من طالب على المكان. شكرا لك. سمحتي يا دكتوره، في اللي هو الدرجات في الاول خالص، انا لو انا حابه ان انا اظهرها اعمل ايه؟ يعني حضرتك تظهريها للطالب، الطالب يشوف درجته كل شويه؟ لا اظهرها للطالب، لا في عندي في اللي هو ساحه المشاركه والواجب المدرسي والاشخاص، في حاجه اسمها الدرجات اللي هي بيبان كل طالب والتوتال بتاعه الدرجه الكليه بتاعته. تمام، هي هتظهر. احنا لو عملنا امتحان وطلبه دخلت عليها اوريدي، اما ادوس على جريدنج ماشي، بس انا هعمل سكيدولنج الامتحان ده عشان ما اربطش الدنيا. لو فعلا هو كان فيه طلبه حلوا ودوست جريد، بس ده اصلا وهمي، كنت هلاقي الدرجات بتاعتهم بتظهر هنا في كلمه جريد. تمام، بس هو غالبا احنا بنعتمد على الاكسل شيت لاسباب كتير بقى. بس هي ما بتظهرش في اغلب الامتحانات، على الرغم من الطلبه بيدخلوا يحلوا فما بلاقيش درجات، هو لازم ان انا اعملها بايديا. لا حضرتك ممكن ما تعملهاش بايديك، نتعامل مع الاكسل شيت اسهل، هو بيحصل مشاكل عشان كده الواحد بيعتمد عليها على الاكسل شيت. هو الاكسل شيت احسن لنا، يعني احنا كلنا هنبص في الاخر ان احنا عايزين الامتحان اشوف درجاته على اكسل شيت كده اهو مرصود ومكتوب كل الطلبه، وعايزه ابعت لهم ريسبونسز ببعت لهم زي ما وريت لحضرتك من شويه، يعني لو انا عايزه ابعت للطالب ببعت له من هنا اللي هي ريليز السكول. انا هتعامل غالبا مع الدرجات سواء انا عايزاها ليا او عايزاها للطالب، مش من على الكلاس روم، من على جوجل فورم، ده بيكون اسهل واوقع يعني. تمام، انا هسيب دكتوره معلش دكتوره لو سمحت معلش بقول لحضرتك، هو الدرجات ديت بتطلع ازاي؟ يعني بخلي السؤال بتاع النيم والدرجه ده كانه سؤال مثلا ومش عليه درجه، اه يبقى سؤال من غير درجه. طب معلش ممكن اسيب الجزء ده دكتوره فاطمه، هي هتتكلم عن ده بالتفاصيل. دكتوره فاطمه هتتكلم حالا، دكتوره فاطمه هتورينا ازاي تعمل الامتحان، وفيها جزء بقى ازاي تحط الدرجات وغيره. تمام ولو في اي اسئله تبعت الشات. شكرا، مش انا هعمل ستوب شيرنج عشان دكتورة فاطمة تقدر تخش وتعمل شير. شكرا لحضرتك جدا. شكرا يا دكتورة، شكرا. شكرا دكتورة سارة. السلام عليكم السادة الحضور، انا دكتورة فاطمة جمال، مدرس بقسم الكيمياء العضوية كلية صيدلة بنات جامعة الازهر. هوضح لحضراتكم ببساطه ازاي نعمل كويز على جوجل كلاس روم، ازاي اعمل امتحان على جوجل كلاس روم، ازاي ادخل الاسئله سؤال سؤال، ازاي ادخل لو انا بدي مثلا حاجات فيها ايكويشنز، حاجات فيها معادلات، ازاي ادخل المعادلات، ازاي اتحكم في كل ده ببساطه. حضراتكم المفروض شايفين السكرين بتاعتي. تمام اوكي، طيب انا خلاص دكتوره ساره وضحت لنا ازاي اعمل كويز. اوكي انا هدوس عليه، اوكي اول ما هدوس عليه هكتب العنوان اللي انا عايزاه للامتحان، مثلا جزء معين عايزه اسميه باسمي، عايزه اقسم سيكشن معين في المنهج اللي الطلبه بياخدوه، هسميه مثلا بولي نيوكليير، هسميه هيترو سايكل، هسميه ايا كان الاسم اللي انا حابه احطه. اوكي عايزه اضيف بقى الاسئله سؤال سؤال، اللي يهمني قبل ما ابدا ان انا مثلا هضيف سؤال اهو، هو لازم يكون كويز. ليه؟ لان هو لو كويز هيطلع لي انسر كي،
لو مش كويز، لو جيت في السيتنجز هنا اهو وقفلت الكويز، ميك ذس از ا كويز، عملت سيف، الانسر كي هتطير. فيهمني قبل ما اشتغل ان الجوجل فور يبقى كويز، ميك ذس از ا كويز، سيف، هتطلع لي الانسر كي. عايزه اضيف اسئله، احب احط سؤال اللي انا حباه. اول حاجه طبعا، اول حاجه انا بجمعها علشان يطلع لي في الاكسل شيت مرتب بتقييم الطلبه، يفضل ان انا اخليها ستودنت اي دي. هو مالتي تشويس، هغيره لشورت انسر. طيب انا حابه الشورت انسر دي ما تبقاش تكست، حابه ان هي تبقى رقم. اعمل ايه؟ هروح للثلاث نقط اللي تحت دول، اخد ريسبونس فاليديشن. انا عايزه اجابته تبقى محدده بان هي صوت ساعته الدكتورة. دكتورة فاطمة حضرتك سمعنا؟ دكتورة فاطمة. سمع حضرتك دكتورة. طيب تمام، هو الصوت كان راح من شوية، فلو يا ريت لو حضرتك كنت قلتي حاجة تعيديها تاني معلش. اوكي حاضر. ممكن ناخد ريست بس لو خمس دقايق حتى؟ هو تقريبا جوز حضرتك يعني يستغرق قد ايه؟ I think 20 دقيقة نص ساعة. طيب تمام. وبس لان احنا فعلا انا مرتبطة بميعاد مناقشة ابحاث بعدها، فمعلش هستأذن نكمل المحاضرة للأسف برضو بعدها. فمعلش نكمل المحاضرة، وان شاء الله هيبقى في ريكوردينج، فلو في حاجة حد فاته حاجة او كده يبقى يقدر يسمعها ان شاء الله. ماشي اتفضلي يا دكتورة. اوكي هو النت بس فصل هيرجع. انا عايزه لو سمحت، لو انا عايزه الكلاس روم يبقى يطلع لي اعداداته بالانجليزي بس، عشان هو كله عندي بالعربي وحضراتكم بتشرحوا بالانجليزي، فعايزه اغير الاعدادات. هي دكتوره سناء في بدايه الوركشوب شرحت ازاي تغير الاعدادات من عربي للانجليزي والعكس، فان شاء الله حضرتك تشوفيها في الريكوردينج بعد شويه يعني لما نبعته لحضرتك، او ممكن لو دكتوره سناء قدرنا نلاقي وقت يعني ان نرد على الاسئله هي ممكن تبقى توريها لحضرتك. طيب شكرا جزيلا. شكرا. العافيه يا دكتور. دكتوره فاطمه حضرتك الدنيا ظبطت ولا لسه؟ دكتور فاطمة دكتورة فاطمة حضرتك سمعنا؟ السلام عليكم.
دكتوره فاطمة حضرتك لو سامعاني معلش ممكن تفتحي المايك؟ عامله ميوت يا دكتوره، انا شايفاها عندي عامله ميوت للصوت. الدكتورة المايك بتاعها مقفول يا جماعة، هي تقريبا بتشرح. يلا حضرتك الشاشة شغالة ولا ما فيش صوت؟ هي قافلة المايك بتاعها ومقفول، انا شايفاه عندي، فممكن حد يكلمها ازاي؟ طيب هي مش سامعانا اكيد. طيب يا جماعة الدكتورة سارة هتكمل معانا الكويزز و الأخت المنسقة للقاء المفروض أنها تتصل بالدكتورة فاطمة وتقول لها أن الشاشة شغالة والصوت مقطوع. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا دكتورة سارة مع حضراتكم، أنا ممكن هكمل لغاية ما نشوف المشكلة عند الدكتورة فاطمة إيه. يعني هكمل مع حضراتكم إزاي أن إحنا ممكن نكمل الكويز. لغاية ما نشوف دكتورة فاطمة إيه المشكلة عندها. طب هل استاذن حضرتك لو 10 دقايق يعني بريك كده ونرجع تاني؟ ما فيش مشاكل، نشوف دكتورة هبة طب هتقول ايه هي المنسقة بتاعت الوركشوب. انا بس انا بعتذر لحضرتك والله، بس فعليا احنا عندنا مواعيد محاضرات الساعة 2، فلو واخدنا بريك 10 دقايق ممكن دكتورة سارة ما تلحقش تخلص. انا عارفة ان احنا طولنا عليكم بس ممكن عشان نخلص كل الحاجات. طب دكتورة هبة بعد إذنك أنا تواصلت مع دكتورة فاطمة. تمام. هي بس عندها مشكلة مؤقتة في النت، هي بتقول لي لو ينفع تاخدوا بريك 10 دقايق تكون حلت المشكلة. يا ريت، احنا فعلا تعبنا. لو في إمكانية لكده و هي بتبلغكم أسفها يعني واعتذارها. طيب ثواني بس يا جماعة هشوف كده حاجة وارد على حضراتكم على طول. هو انا كنت عايزة اسأل حاجة، يعني انا لو بدأت اشتغل تاني انتوا شايفين عندي الشاشة بتاعتي ولا مش شايفينها؟ لا يا دكتورة سارة مش باين. باين كده. خلاص ظهر الشاشة ده. ايوه بقى. طيب انا ممكن معلش، هو الموضوع اصلا باذن الرحمن اللي ناقص مش هياخد 10 دقايق، يعني السيتنج بتاع الامتحان هو المشكله، لكن انا ازاي اعمل امتحان الموضوع بسيط. فانا استاذه حضرتك وانا هبدا اتكلم لغايه عشان برضو ما نطولش على الناس اكتر من كده، ويبقى ماكسيمم لينا ان شاء الله الساعه 2 كفايه قوي يعني عشان الناس تعبت كلها. هبدا اعمل شيرنج واشتغل ولغايه الدكتوره فاطمه تخش ممكن تبقى تكمل ورايا. تمام؟ موافقين ولا ايه دكتور؟ اتفضلي يا سعد دكتوره، بس اهم حاجه احنا عايزين تسجيل فيديو للدم ده كله. هو متسجل اوريدي، متسجل اوريدي ما تقلقوش ان شاء الله. حضرتك لو حضراتكم تفتكروا. نعم اتفضلي. دلوقتي انا مثلا خرجت بره ازاي خالص، واما ادخل هل او اللي جبتها وكل حاجه بس وحطيت له اسم بجيبه من فين؟ يعني مش عندي تاني بجيبه منين لو سمحتي؟ السلام عليكم. لو حضراتكم سامعيني، انا للاسف قفلت المايك عند كل الناس عشان النويز اللي كانت موجوده. الدكتوره اللي كانت بتسال ممكن تتكلم تاني. للأسف الصوت وحش جدا، الصوت وحش جدا. أيوة بتقول حضرتك سامعيني كده؟ نكمل الأسئلة في الآخر.
اعتقد هي بتسال على موضوع التسجيل وبعدين نكمل لا بس هو السؤال ده مهم انا ممكن اجاوب عليه بس بعد اذنك يا دكتوره هبه اقفل المايك عند كل الناس السلام عليكم المفروض ان حضراتكم كده دكتورة سارة افتحي المايك عندك لو سمحت السلام عليكم السؤال اللي كان بيتسأل انت رجعتي تاني ازاي للامتحان عشان تقدري تعملي فيه editing كل اللي عملته ان انا فتحت الكلاس روم ودخلت على الكلاس بتاعي اللي انا كنت شغالة فيه من الصبح وطبعا الشغل بتاعي موجود في الكلاس وورك وده الامتحان لو تفتكروا اللي احنا عملناه مع بعض وعملينه سكيدولينج لبكرة رحت دايسة على الثلاث نقط دول وقلت له ان انا عايزة اعمل editing فدوست على edit تمام وادي الكويز اللي احنا عاملينه فانا عايزة احط فيه اسئلة رحت دايسة عليه برضو معلش دكتورة الشاشة مش واضحة معلش لا هو ده خلي مالك تقشر لاخوك روح هي معمول لها شيرنج هستأذنكم لو هو اعتقد الناس شايفاها يعني ممكن تكون مشكله عند حضرتك صح اوريدي في ناس شايفه تعال خلي مالك تعمل لك تعال الشاشه ظاهره الشاشه ظاهره انا هي ظاهره ان شاء الله طيب تمام خلاص خلاص ظهرت ثواني ما تفتحش الغيزه مش حرام كده يا جماعه حضرتكم كده سامعيني انا عملت للاسف ميوت لكل الناس عشان الدوشه وصلت للامتحان تاني ازاي فتحت الكلاس روم هجيب لكم الاول عشان الناس اتكلمت في النص انا برجع بس دلوقتي كل اللي بعمله ان انا برجع عشان حضرتك تشوف انا فتحت الكلاس روم بتاعي فتحت الكلاس اللي عليه الامتحان واتفقنا ان الامتحان دايما بينزل في الواجب الدراسي او في كلاس وورك وتحت كويزز انا كنت عامله امتحان وعامله له سكيدولينج لبكره اللي احنا عملناه مع بعض من شويه بدوس على الثلاث نقط دول وبقول له ان انا عايزه اعمل له ايديتنج تمام وانس ان انا فتحت الايديتنج هلاقي الاعدادات اللي انا كنت مظبطاها كلها وهخش على الامتحان نفسه عشان اعمل ايديت واحط وابدا احط اسئله ايه اللي كان موجود عندي اللي موجود عندي ان انا كنت حاطه الايميل ادرس اللي كنت مجمعاه والستودنت اي دي والستودنت نيم عايزه اعمل ايديت حضراتكم شايفين علامه القلم دي فادوس عليها عشان اقدر اعمل ايديتنج تمام طيب هعمل ايه بقى في الايديتنج حضراتكم فاكرين اخر حاجه عملناها ان احنا دوسنا هنا وعملنا سيكشن جديد وظهر عليه سيكشن 2 اوف 2 هاجي في السيكشن ده بعد اذنكم يا جماعه اللي فاتح المايك اقفله عايز امريكي حاجه بس بص حضراتكم كده سامعيني يا جماعه صح احنا كنا بنشتغل في الامتحان هنا ده السكشن الجديد بقى اللي احنا هنبدا نحط اسئله هسمي السؤال ده ايه مثلا هسمي السؤال ده انا هعمل اختيار من متعدد او ام سي كيو كويشن مثلا تمام طيب عايز احط سؤال جديد بعمل ايه علامه الزائد دي هقول لحضراتكم كل العلامات دي هما كل ما اقفل المايك بيدخل هستأذن حضراتكم بس محدش يفتح المايك تاني بعد اذنكم خلاص ولو في اي كويتشن ابعتوه في الشات وانا هشوف طب معلش يا دكتور اتفضلي احنا دلوقتي هنعمل سؤال ام سي كيو عايزين نعرف ايه العلامات اللي موجوده هنا دي كلها عشان هي دي اللي هتفيدني ايه العلامات اللي عندي اول علامه دي اللي هي البلس دي معناها اضافه سؤال او هنحط كويتشن جديد وكل ما ادوس عليها الاقيه بيفتح لي كويتشن تحت طيب تاني علامه دي معناها ايه معناها استيراد اسئله يعني ايه يعني لو انا عامله امتحان قبل كده في اي مكان وعايزه اجيب منه اسئله بقول له ان انا عايزه اعمل استيراد اسئله من الامتحان الفلاني ده هيفتح لي كل الامتحانات اللي انا كنت عاملاها قبل كده اي امتحان مثلا هو ده كان فيه ده امتحان انا كنت عاملاه قبل كده موجود عندي على الدرايف
واقول له ان انا عايزه اختار الاسئله الفلانيه، اسئله ايه مثلا تروفوس، اي سؤال بقى عايز اختاره لو انا علمت على الاسئله هنا او عملت سيلكت اول، كل الاسئله دي هتظهر وهقول له امبورت. بصوا هلاقي ايه اللي حصل، هلاقي كل الاسئله اللي انا كنت عاملاها في الامتحان قبل كده جات لي هي ورا بعضها، لو انا مش عايزاها خلاص هعملها ديليت. انا مسحتهم تمام. يبقى دلوقتي العلامات اللي اتعلمناها، اول واحده ان انا ازاي اضيف سؤال، تاني واحده ازاي ان اجيب سؤال من مكان تاني، تالت واحده دي بتظبط لي التكست، يعني لو انا عايزه اظبط الخط انا عايزه الفونت شكله ايه كده، يعني مش مهم قوي بالنسبه لي. ده اد ايمج، يعني لو انا عايزه احط صوره عشان هسال عليها فهدوس عليها وهعمل ابلود لايمج. واد فيديو، لو انا برضو عايزه احط فيديو عشان اسال عليه جنب السؤال هدوس عليه واعمل اد للفيديو من اي مكان معايا. والعلامه الاخيره دي بنسميها اد سيكشن او اضافه قسم لو انا عايزه اخش في قسم جديد. خلاص كده تقريبا كل العلامات حضراتكم شفتوها. بالنسبه لانواع الاسئله، انا السيكشن ده حطيت له عنوان ان هو ام سي كيو كويتشنز خلاص، وعملت ان انا اضافه سؤال، بس هو كان ممكن نمسح القدام دول عشان حضراتكم شفتوهم من الاول. انا دلوقتي بمسح الحاجات اللي موجوده بس عشان حضراتكم تشوفوا الدنيا من البدايه ايه. انا دلوقتي حطيت اسم السكشن وعايزه احط سؤال، هقول له اضافه سؤال، هيظهر عندي السؤال. اكتب السؤال باي اني واي، يعني شوف انا عايزه اكتب السؤال ازاي. هكتب مثلا اي سؤال، اول سوره نزلت في القران مثلا، هكتب بالعربي. تمام، ليه ما كتبتش ليه؟ مثلا واحط اوبشن مثلا لاول سوره نزلت في القران مثلا سوره العلق، اي حاجه وانا عايزه اكتبها اختيارات. هو فاهم ان هو اختيار مالتيبل تشويس، اختيار متعدد، هقول له مثلا الكوثر، او اوبشن ثالث لو هنحط مثلا سوره البقره. تمام، انا كده عملت سؤال ام سي كيو. طيب ايه تاني اللي انا ممكن اعمله؟ ممكن يا دكتور احط راسي للسؤال، يعني يبقى اختيار من متعدد. ما هو انا حددها على فكره، بس هو انا كتبتها بالانجلش ممكن نغيرها. هي دي، ما هو ده راس السؤال اللي هو راس السكشن. اختيار نكتبها بالعربي تاني، اختيار. السلام عليكم دكتوره ساره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ممكن اكمل؟ شكرا، معلش وحصلت مشكله في النت. لا تحت امرك، بس ارجعي بقى معلش لنفس جوجل فورم اللي احنا بنشتغل فيها، يعني دي هتلاقيها عندك الكلاس، خش عليها اعملي لها ايديتنج على طول او من على الدرايف. تمام، هسيب حضراتكم مع دكتوره فاطمه بقى هتكمل معاك. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا ليكي يا دكتوره ساره. حضرتك المفروض هتشوفوا الشاشه بتاعتي دلوقتي. حضرتكوا سامعيني وشايفيني؟ ايوه يا دكتور فاطمه معاكي شايفيني كده. ده الكلاس اللي انا هشتغل عليه، ده الكلاس اللي انا هشتغل عليه. انا بعتذر لحضراتكم عن مشكله النت والله غصب عني. دكتور معلش، وانا عندي الشاشه بتاع دكتوره ساره مش بتاع حضرتك. انا عملت شير للسكرين، المفروض ده هو تقريبا مشكله نت لان هي ظاهره الشاشه بتاعه الدكتوره فاطمه دلوقتي. حضرتك شايفاني دكتوره ثناء صح؟ اه الشاشه واضحه يا دكتوره. ده الكلاس روم، شاشه حضرتك، ده الكلاس روم اللي احنا عاملينه اوكي للورك شوب. اوكي هدخل هلاقي الكويزز اللي احنا عملناها. بيحمل بس الجوجل فورم. لو سمحتي كبري الشاشه لحسن هي شريط بس في وسط الشاشه السوداء. ظاهر ان الدكتوره فاتحه من الموبايل،
مش هيظهر عندها نفس الخصائص اللي موجودة عندنا. لا لا هيظهر. صوت ولا دكتورة فاطمة انت سمعنا؟ اه اتفضلي دكتورة سناء. اه اتفضلي احنا سامعينك يا دكتورة. هو يفتح بس الجوجل فور. يا دكتورة بعد إذن حضرتك الشغل من على الكمبيوتر هيكون أفضل. ما هو الكمبيوتر فيه مشكلة. ممكن أي دكتورة أو حد من الأساتذة يتولى الأمر على المنصة دلوقتي على ما الكمبيوتر بتاع حضرتك المشكلة تتم يعني. شكرا. هو دكتورة فاطمة بعد إذنك بس هقول حاجة. هو لو أنا داخل على الكلاس روم تطبيق الكلاس روم من البراوزر بتاعي مش من التطبيق نفسه بتاع كلاس رومز اللي على الموبايل بيديني نفس الاوبشنز اللي بتبقى موجوده في على اللابتوب، يعني ما بيبقاش فيه اختلاف في الاعدادات ولا فيه اختلاف في شكل الامتحان ولا طريقه عمله. ممكن يبقى فيه بعض الاختلافات لو انا داخله على التطبيق بتاع الكلاس روم. التطبيق معلش بس يا دكتوره فاطمه عشان خاطر الشاشه تبقى واضحه للناس كلها هعتذر لحضرتك، بس ممكن دكتوره ساره تدخل معنا لو تقدر تكمل هي بس من الشاشة بتاعتها وعشان بس الناس تبقى شايفة الأوبشنز كلها. معلش أنا بعتذر حضرتك. شكرا. السلام عليكم. هستأذن حضرتك بس السلام. دكتورة فاطمة حضرتك عملي ستوب للشيرينج وأنا هفتح الشير عندي. ده الامتحان اللي احنا كنا شغالين فيه من شويه. احنا قلنا اول سيكشن هنسميه اختيار من المتعدد وحطينا اول سؤال اللي احنا اخترنا فيه. مفيش شاشه خالص. هتشتغل حالا. حاضر هتشتغل. الشاشه حالة. موجوده حضرتك حالا هي بس وقت تحديد. تمام ظهرت يا دكتوره. اتفضلي. احنا حطينا اول سؤال قلنا السيكشن ده هنسميه اختيار من المتعدد وخلاص. قلنا السؤال وحطينا السؤال الاولاني، اخترنا السؤال العنوان السؤال اللي احنا عايزين نحطه اللي هو اختيار من متعدد. وبعدين حطيت سؤال قلت مثلا اول سوره في القران وحطيت اوبشن زي ما حضراتكم شفتوا من شويه. خلاص. طيب انا دلوقتي السؤال ده عايزه اعمل له الاجابه الصحيحه بتاعته. شايفين كلمه انسر كي دي؟ بدوس على كلمه انسر كي. تمام. وهقول له ان السؤال ده هيسالني انت عايزاه بكام درجه. هقول له مثلا انا عايزاه بدرجه او بدرجتين. تمام كده. تمام. حطيت مثلا السؤال ده هيبقى بدرجتين. طب واجابته الصحيحه ايه؟ ان اول سوره نزلت في القران هي سوره العلق. فهدوس ان انا الاجابه الصحيحه عشان لما يجي يصحح للطلبه ان هي سوره العلق وهقول له دن. تمام كده. يبقى احنا خلاص كتبنا السؤال. هو سؤال مكتوب غلط ممكن اصححه. اول سوره نزلت دلوقتي تسيب عندي ان السؤال هيظهر للطالب ان هو اول سوره نزلت في القران واخترت معايا ان والاجابه الصحيحه مش هتظهر له طبعا بس انا مختاراها وهيظهر له ان السؤال ده عليه درجتين. تمام. واقول ممكن اقول برضو اعلم هنا ده مطلوب ولا غير مطلوب. هعمل ان هو مطلوب عشان الطالب ممكن وهو بيقلب ما ياخدش باله فعشان ما يخليهوش يعمل سبميت غير لو رجع للسؤال. حتى لو هو مش عارف ممكن يحل اي اجابه وخلاص بس احسن ما يفوت عليه يعني لو هو ما خدش باله. تمام. طيب في ايه هنا تاني في الحاجات اللي تحت دي؟ احنا قلنا انسر كي ان احنا بنختار منها الاجابه النموذجيه اللي هنحطها للطالب واخترنا منها عدد الدرجات. السؤال اللي سالته سعاده الدكتوره هو ان الاختيار في راس السؤال ذات نفسه مش في الاجابات. بمعنى ان انا ادي له اكتر من سؤال واقول له اختار منهم. حضرتك عايز تعمل اسئله اختياريه. نعم صح. اسئله اختياريه حضرتك هتحط كل الاسئله وتبقى كاتب له فوق مثلا مطلوب، يعني مثلا نكتب هنا ان مطلوب منه إجابة 4 أسئلة من 5 مثلا. مطلوب 4 من 5 مثلا يعني. تمام.
طيب لو انا عملت كده في الحاله دي مش هينفع ان انا اخلي السؤال مطلوب، يعني ما ينفعش اعلم العلامه دي، لازم ابقى طافيه دي، لان دي معناها انه مش هيعرف يعدي، فهيختار ازاي؟ عشان اسيب له الموضوع اوبن ان هو يختار 3 من 5 او 4 من 5 ما اعملش علامه الريكوايرد، لكن لو عملت ريكوايرد يبقى او مطلوب معناها ان كل الاسئله لازم تتحل. تمام. طيب ايه تاني يا دكتور؟ لو انا عايزه نقطتين اجباري والباقي يتحلوا ينفع نعملها كده؟ اه كل حاجه ينفع نعملها، هقول لك ازاي. احنا دلوقتي بس نخلص الاوبشن واقول لحضرتك الاسئله هرد عليها. يبقى دلوقتي احنا شفنا ايه الانسر كي، ازاي اجيب الاجابه، ازاي ان انا اقدر اعمل كوبي دبل كيس للسؤال لو عايزه احط سؤال تاني هو هو تاني، بس طبعا دي مش بنحتاجها قوي يعني. ديليشن، انا بعد ما خلصت السؤال مش عاجبني فهمسحه هعمل له حذف. ريكوايرد، ده لو انا لازم السؤال اجباري الطالب يحله. الثلاث نقط دول بقى هشوف فيهم ايه. فيهم واحد مش هنقول دول مش مهمين، كلمة شافل اوبشن اوردر. شافل اوبشن اوردر دي اللي كنت بقولها لكم من شوية، مش بس الاسئلة هتروح للطالب متلخبطة، لا ده الاختيارات مش هتظهر عندهم بنفس الشكل، يعني مش هيظهر عنده العلق الكوثر البقرة، لا كل واحد هيظهر له شكل، مرة البقرة الكوثر العلق، الكوثر العلق البقرة، عشان ما يقول له مثلا تاني اجابة يبقى دي عند ده مش زي ده، فبندوس عليها اللي هي شافل اوبشن اوردر. تمام كده السؤال خلص، ممكن نعمل ان احنا هننتقل لسؤال جديد. بصوا السؤال بقى شكله ايه، هو السؤال هيظهر للطالب بالشكل ده بس، اول صوره نزلت في القران ايه وعنده ثلاث اختيارات وهو هيختار. ولو عايزين برضو نشوفه شكله ايه عند الطالب ممكن نرجع مش هينفع نرجع للمعاينه دلوقتي خلاص. طيب هعمل سؤال تاني بشكل تاني، مثلا طبعا انا لو هعمل اختيار من متعدد كتير هعمل اسئله كتير، وانس ان السؤال ظهر عليه العلامه دي معناه ان السؤال ده المايك بيقطع، يا يعني بعد اذنك يا سياده الدكتور المايك بيقطع. حاضر حاضر هحاول، هو بس مشكلة نت مش اكتر. تمام احنا كده شفنا اول سؤال والسؤال ده كده مطلوب، هعمل سؤال تاني دوست على بلس. لو انا عايز اعمله برضو مالتيبل تشويس هعمل بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها خلاص. طيب انا هخش دلوقتي على سيكشن تاني، انا خلصت اسئلة الاختيار المتعدد وعايزة اعمل مثلا اسئلة ترو فولس او صح وغلط، هدوس على علامة السيكشن عشان هخش سيكشن جديد، وهقول له هنا ان الاسئلة دي هيبقى نوعها صح وخطأ مثلا. تمام. طيب هقول له انا عايز احط سؤال برضو، احط اي سؤال يعني اي سؤال صح وغلط ايه مثلا، هل النوم مثلا من نواقض الوضوء؟ بس خلاص انا حطيته كده ان هو كويتشن. بص هو لوحده فهم ان الامتحان ده هيبقى الاجابات بتاعته نعم ولا، بس انا ممكن برضه اكتبها، هقوله ان الاختيار الاولاني بالنسبه لي هو نعم والاختيار الثاني بالنسبه لي هو لا. خلاص وهعمل نفس اللي انا كنت عاملاه قبل كده، هل السؤال ده مطلوب ولا مش مطلوب، هقوله ان هو مطلوب. طيب الانسر كي بتاعه ايه، اخش هنا هقوله ان السؤال ده برضه بدرجتين مثلا او بدرجه، والنوم من نواقض الوضوء نعم او لا، هقول له نعم النوم من نواقض الوضوء، وهقول له ضن او تم، يبقى كده تسيب عنده ان السؤال ده اجابته هي نعم. تمام ممكن ننتقل لسؤال تاني، لو هعمل واحد تاني صح وغلط اي بقى اي سؤال تاني يعني. اي سؤال يعني خلاص، ممكن بقى نحط اسئله كتير عشان ما اطولش على حضراتكم بنفس الطريقه. طيب ايه تاني الاوبشن اللي موجوده عندي في الاسئله غير مالتيبل تشويس؟ مالتيبل تشويس اللي هي اختيار من متعدد. استاذن حضرتك الوقت لكل سؤال، لا انا ما اقدرش احط وقت لكل سؤال، انا حاطه له وقت توتال، ما احنا ما يدنهوش بالطريقه دي، انا حاطه له ان الامتحان بالنسبه لك نص ساعه، ممكن احط له طول بار اللي هو يقول له ايه انت دلوقتي فاضل لك 3 اسئله 4 اسئله، لكن الوقت لا، هو عارف ان الوقت نص ساعه، هو يبص في ساعته بقى. الاوبشن ده مش موجود. هو النموذج اللي بعتته الجامعه محطوط، النموذج اللي بعتته الجامعه بعد بعض الاسئله مكتوب 4 ثواني 5 ثواني 10 ثواني، فده يتحقق ازاي؟ ده مش موجود للاسف، هو الاوبشن ده مش موجود في الكلاس روم، يعني الاوبشن ده كان موجود على تيم لو احنا هنشتغل برنامج تيم، لكن الكلاس روم ما عندوش الاوبشن ده للاسف. طيب ايه تاني؟ تشيك بوكسز. يعني ايه تشيك بوكسز؟ تشيك بوكسز يعني ان هو اختيار من متعدد بس يقدر يختار اكثر من نقطه، يعني انا بقول له انت عندك اكثر من اجابه صحيحه في راس السؤال اختار الاجابه او الاجابات الصحيحه.
فانا لما اعمل سؤال كده مثلا هقول مثلا من نواقض الوضوء مثلا، او مثلا نقول ايه تاني من اركان الصلاه مثلا. لو سمحتي يا دكتوره الشافل بتعمليه ازاي؟ اللي هو ان انا اعمل تدوير للاجابه الكرافلينج بعمله من هنا، من هوري حاضر. شايفه الثلاث نقط دول بدوس عليهم، اخر اوبشن هو تدوير الاجابات او شافل اوبشن اوردر. تمام معلش، ثلاث نقط فين؟ جنب ريكواير ولا ايه؟ مشوش جنب ريكواير. ما اعرفش هو عندي انا. لو حضراتكم لو حضراتكم قفلتوا المايك كلكم مش هيبقى فيه التشويش ده. التشويش ده جاي من عند حد. بس كل ما الناس قفلت من عند الدكتوره ساره لو سمحت. تمام. انا خرجت بس كنت بفتح المايك بتاعي، بعد اذنكم محدش يفتح المايك. الاسئله انا هستقبلها والله. شوف بس فين الامتحان اللي احنا كنا بنكتب فيه. هو ده الامتحان اللي احنا كنا بنكتب فيه مثلا، ده السؤال اللي كنت بعمله من شويه اللي هو من اركان الصلاه مثلا، وانا قلت له ان هو تشيك بوكس. تشيك بوكس يعني ايه؟ يعني انت هتقدر تختار اكتر من اجابه صحيحه. فانا مثلا هقول من اركان الصلاه مثلا تكبيره الطهاره مثلا، نحط اختيار تاني تكبيرة الإحرام، ممكن يكون معلوماتي غلط بس أقدم معلوماتي يعني. ممكن نحط سؤال تاني مثلا نقول التشهد الأوسط. أو إن أنا أحط اختيار تاني التشهد الأخير. فكرة ان انا بقى عاملاه تشيك بوكس، ما انا خلاص كده خلصت السؤال، عايز احط له الانسر بقى. كلمه التشيك بوكس دي انا خليت ان الطالب يقدر يختار اكتر من اجابه. فانا عشان مثلا اقول ان من شروط صحه الصلاه، او بلاش من اركان الصلاه يعني، لو هي من شروط صحه الصلاه او من اركان الصلاه، هقول من دول تكبيره الاحرام مثلا والتشهد الاخير. فهو طالب يقدر يحط اكتر من اجابه، وانا احط لها مثلا هنا نقطتين. هو هيبقى فاهم ان هو لو عمل اختار واحده بس هيدي له درجه، لو اختار الاثنين الصح هيدي له ايه درجتين، وهقول له ضن. تمام. طيب السؤال اجباري ريكوايرد ماشي. عايز اعمل شافلنج للاسئله، اعمل شافلنج برضو، كل الحاجات متاحه. طيب ايه تاني انواع الاسئله اللي ممكن اشوفها؟ ممكن نبص كده اختيار تاني. ممكن نرجع تاني للقائمه بتاعتنا، هي كان فيها اختيار من متعدد، التشيك بوكس اللي هو اكتر من اختيار، دروب داون ده مش هنحتاجه، ولا الفايل ابلود مش مشكله. المهم مثلا بالنسبه لي تاني ممكن نحط منه اسئله بالنسبه لنا، هو المالتيبل تشويس جريد. المالتيبل تشويس جريد ده اللي هو ايه؟ اللي هو زي ما اكون بعمل صف مع صف. يعني مثلا لو انا هقول له ان انا بتكلم عن اشاره المرور مثلا، زي ما اكون بقول له وصل بالظبط. يعني ده اكني بقول له وصل بالظبط. مثلا هقول ان الوان اشاره المرور هي احمر، هقول لحضرتك بس اخر سؤال في الاخر هيبقى ايه، واخضر واصفر مثلا. تمام. وهيبقى الكولا من اللي قدامها هنختار مثلا ان احمر معناها واحده معناها انتظر، انتظر، وواحده معناها ايه سر مثلا، كاتب بالعربي ما انتظر سر بقى جو يعني امشي. تمام. انا حطيت الاثنين قصاد بعض، وعايزه اقول له الانسر كي. عايزه اشوف بقى شكل السؤال هينزل للطالب ازاي. بصوا حضراتكم هينزل له ازاي. هينزل له هنا ان انا عايزه الالوان اللي عندي احمر واخضر واصفر. الاحمر معناه ايه؟ الاحمر معناه مثلا قف، هو هيختار كده. طب والاخضر معناه ايه؟ معناه امشي سير مثلا. طيب والاصفر معناه ايه؟ معناه انتظر. اي بقى حاجه يعني، انا حطيت اي مصفوفه يمين مع اي مصفوفه شمال، انا بخلي الطالب يوصل ده مع ده يعني. وهقول له ان كل واحده من دول عليها درجه، يعني لو عمل دي صح ودي صح مثلا، دي عليها درجة واحدة بس، كل واحدة احتفاله بدرجة. وهقول له ضن. السؤال هيظهر عند الطالب في الشكل ده بالظبط خلاص، وما يجاوب هو احنا هنصحح خلاص. ده تقريبا معظم انواع الاسئلة اللي احنا ممكن نتطرق لها. فاضل لنا ايه اللي انا سبته؟ سبت موضوع الشورت انسر. شورت انسر دي يعني هيتكلم هيجاوب في خلال كلمتين ثلاثة، او ان انا اختار ان هو هيجاوب في باراجراف
يعني هيختار اجابه طويله. طيب في الحالتين دول اعمل ايه؟ انا في الحالتين دول مش هينفع ان هو يعمل ريليز للسكور لوحده، لازم ان انا هصحح مانوال. ليه بقى؟ لان انا مهما دخلت له الاجابه السبيلنج ميستيك مع ان الناس بس تكتب بطريقه مختلفه وترتيب الجمله هو مش بيفهم، يعني هو مش هيبقى قادر يفهم ان دي الاجابه الصحيحه لوحده، هيظلم ناس. فانا في حاله ان انا هعمل مش اختياري، اسئله مش اختياري، فانا هضطر ان انا اروح للمانوال ايديتنج، يعني ان انا هصحح بايدي. فدي مش بنفضلها قوي عشان هتعمل مجهود علينا، خصوصا ان احنا بنصحح من على كمبيوتر. ده كده تقريبا كل انواع الاسئله. كان في حد سالني من شويه لو انا عايزه اعمل سؤالين اختياري وسؤال اجباري ايه؟ طب ما هجاوب السؤال ده واسمع حضرتك. هو قال لي انا عايزه اعمل سؤالين اجباري وسؤالين اختياري. هقول هنا مثلا، هاجي في راس السؤال ده واقول الاسئله جميع الاسئله اجباريه مثلا، جميع الاسئله اجباري، تمام كده. وهنزل تحت شويه، خلاص كده هبص على الاسئله، هلاقي ان الاسئله كلها هنا لازم هو لازم يجاوبها. وفعلا هي فين؟ هي السؤال اللي انا حطيته هنا اجباري فعلا، وانا معلم عليه العلامه اللي هي بتاعه الستار دي. طيب لو انا الاسئله اللي تحت هكتب انها اختياريه، لو صح وخطا دول اختار منهم اتنين مثلا، هعمل ايه؟ هاجي في الاسئله ومش هعلم عليهم علامه المطلوب دي، هقول له اجب عن سؤالين فقط مثلا. لو انا عايز اعمل كده في سيكشن تاني، سؤالين فقط اللي مطلوبين، مش لازم اكتب يعني عشان الوقت. تمام، وهنزل تحت هنا ما اعملش بقى، مش هقدر اعمل الاسئله ريكوايرد، هطفي دي عشان يقدر يختار اتنين منهم بس يقدر يحلهم. هطفي كلمه مطلوب في كل الاسئله عشان هو من حقه ان هو يحل سؤالين ويسال التاني. خلاص دكتوره ساره معلش بعد حضرتك، ممكن بس لو في اي حاجه جنرال كده نخلصها. اعتقد ان موضوع الكويز ده ممكن يحتاج مره تانية كمان تفصيل شويه. لا احنا تقريبا خلصنا يا دكتوره هيك، احنا تقريبا خلصنا. احنا عرفنا ازاي نعمل كويز وازاي ان احنا نشوف الدرجات بتاعته وازاي نحط الاسئله، انواع الاسئله كلها احنا تقريبا وضحناها، والاوبشن تقريبا كلها وضحناها. فاحنا ممكن نخلص كده، ولو تحب نعمل ورك شوب ثانيه احنا ممكن نعمل ورك شوب اسمها كويز بس، وتبقى مختصره شويه عن كل الوقت اللي احنا خدناه يعني من الاول ده. يا ريت يبقى في ورك شوب ثانيه لو سمحتي يا دكتوره. مفيش مشاكل، احنا ممكن نعملها ثاني لو تحبوا الاسبوع الجاي في اي يوم، وتبقى بس على جزء الكويز، يعني اعيد ثاني بقى بصوره مختصره كده ازاي اعمل كويز واعمل اسمينج باذن الله ننسقها ان شاء الله ونبلغ حضراتكم. شكرا يا دكتوره هبه، ربنا يخليك. اتفضلي حضرتك الورك شوب ده وتقفلي كل الريكوردنج. طيب شكرا لحضراتكم ولو في اي استفسار ممكن ناخده على الخاص ان شاء الله. رابط اللقاء او رابط المحاضره تمام، هنبعت لحضراتكم الاستبيان الخاص بالورك شوب وهنحط بعديها ان شاء الله. لو سمحت دكتوره اتفضلي، قلتي لو انا داخله الكلاس روم بالايميل الشخصي وانا عايزه اعمله بالايميل الجامعي، هل ينفع ان انا نفس الكلاس اعمله بالايميل الجامعي؟ ما هو الايميل الجامعي مش الايميل بتاعنا، مش اللي هو الازهر، لازم يكون الايميل بتاعه على الجيميل، يعني ايميل جامعي على الجيميل، وده مش متاح لينا اصلا. ده اوبشن مش موجود عندنا، يعني بقى كلنا هنشتغل على الايميل الشخصي. او لا ممكن نعمل ايميل وهمي، يعني مش بتاع حضرتك، خليك تعملي ايميل تاني عشان ما يبقاش عليه دوشه يعني. تمام. طب لو سمحتي يا دكتوره عملت لنا استبيان على الشات يا جماعه، لينك الاستبيان يا ريت كلنا نملاه، وان شاء الله لو في اي اسئله ممكن حضرتك تحطيها وبعد كده نبقى نجمعها بعض مع بعضها ونعمل بيها سيشن ثانيه ان شاء الله. ومشكرين جدا لحضراتكم، سوري على التطويل الفظيع ده.